بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين النهاردة مباراة هامة جدا، مباراة القمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. قمة طبعا الكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي في هذه المباراة، كل جمهور النادي الأهلي ينتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي في هذه المباراة، وسط أنباء عن أن نادي الزمالك هيلعب ما بالناشئين أو هيلعب بالشباب أو هيلعب، محدش عارف حتى هذه اللحظة ماذا سيحدث. ولكن في الأغلب أن النادي الأهلي، أو خلينا نتكلم عن النادي الأهلي أكتر، أن النادي الأهلي ملوش أي علاقة بمين اللي يلعب. النادي الأهلي مركز في مباراته، النادي الأهلي مركز في الـ11 اللي هيلعبوا، اللي هيبدأ بيهم ريني فايلر. المجموعة كلها الحقيقة اللي متواجدة مركزة فقط في المباراة وماذا سيحدث في هذه المباراة، بغض النظر عن نادي الزمالك هيلعب بمين أو مش هيلعب بمين. دي حاجة ما تخصش النادي الأهلي، ولكن في النهاية هي مباراة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. الكل ينتظر ماذا سيفعل. الساعة 7:30 ستنطلق هذه المباراة، تأكيدات من الجميع من بقالها يومين ثلاثة أن المباراة ستقام في موعدها في من اللجنة الخماسية للاتحاد التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، وبالتالي مباراة ستقام النهاردة إن شاء الله في تمام الساعة 7:30 بعد أقل من ساعتين من دلوقتي. إن شاء الله النادي الأهلي يستطيع أن يفوز في هذه المباراة ويواصل سلسلة انتصاراته وسلسلة الفوز الحقيقة 15 فوز اللي فاتوا. إن شاء الله النهاردة يبقى الفوز رقم 16 ويواصل النادي الأهلي سلسلة انتصاراته في إطار الاستعدادات لمباراة سان داونز. مباراة سان داونز زي ما حضراتكم عارفين إن شاء الله هتبقى يوم السبت القادم يوم 29، إن شاء الله تبقى هذه المباراة النهاردة أهم استعداد الحقيقة لمباراة إن شاء الله يوم 29. كعادة قناة النادي الأهلي وكعادة ملعب الأهلي دائما بنكون مع حضراتكم كل الكواليس وكل ما يحدث من ملعب المباراة أو من فندق الإقامة. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي النهاردة يقول لنا ماذا يحدث في فندق الإقامة وكيف صار اليوم النهاردة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. فاروق تفضل. كل التحية ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لملاقات فريق الزمالك صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز. خليني أقول لك يا كابتن اسلام، كواليس اليوم النهاردة فلاعبي النادي الأهلي تناول اللاعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة 8:30 صباحا، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 1:30 ظهرا. أثناء وجبة الغداء كان هناك بعض الاحاديث الجانبيه ما بين اللاعبين والاجهزه الفنيه، مستر بيكيلي ايضا وحديثه مع لاعبي النادي الاهلي سواء محمد الشناوي او شريف اكرامي او علي لطفي، بعض التعليمات من مستر ريني فايلر والاحاديث مع محمد مجدي قفشه وليد سليمان واحمد فتحي، والاحاديث اللي كانت بتدور ما بين اللاعبين الكبار في النادي الاهلي سواء شريف اكرامي احمد فتحي وليد سليمان حسام عاشور متواجد النهارده في قائمه الاهلي لهذا اللقاء. في الوقت اللي انا بكلم مع حضرتك فيه دلوقتي يا كابتن اسلام، لاعبي النادي الاهلي بتتوجه اللاعبون للمحاضره الفنيه اللي من خلالها مستر ريني فايلر هيعلن التشكيل ويعني بعض التعليمات الاخيره للاعبي النادي الاهلي. حاله من الفصل التام يا كابتن اسلام، خليني اقول لحضرتك عليها، ان لعيبه النادي الاهلي عندها فصل تام عن ما يدور خارج مقر اقامه فريق النادي الاهلي، سواء الاخبار اللي بتتردد عن مشاركه او نادي الزمالك يلعب بفريق الناشئين او فريق الشباب، الامور والاخبار اللي بتتردد من هذا القبيل. الجهاز الفني اللاعبين كلهم مركزين كل التركيز، ولعيبه النادي الاهلي النهارده يعني زي ما حضرتك قلت لا، النادي الاهلي عايز يستكمل سلسله انتصاراته وسلسله مشواره نحو الدرع رقم 42، تحقيق الفوز رقم 16 ايضا، ويضاف 3 نقاط جديده للنادي الاهلي. زي ما قلنا كابتن اسلام، التركيز اللي عند لعيبه النادي الاهلي، حاله الحماس والجديه اللي احنا شايفينها على وجوه لعيب النادي الاهلي، ايضا الاحساس بقيمه هذه المرحله، ثم عقب مباراه الزمالك ايضا مباراه سان داونز. كابتن مستر ريني فايلر يا كابتن سام زي ما حضرتك عارف كان اعلن قائمه الاهلي لهذا اللقاء اللي ضمت شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، محمد هاني واحمد فتحي، محمود متولي ورامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، خط الوسط حسام عاشور، اليو ديانج، عمرو السليه، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، جيرالدو، وليد سليمان وحسين الشحات، واثنين في خط الهجوم اليو باجي ومروان محسن. ان شاء الله يا كابتن اسلام هنكون مع حضرتك وانا مستمر معاك لو في اي سؤال او استفسار بعد عقب انتهاء المحاضره اللي شغاله حاليا دلوقتي. هيتوجه سريعا لفريق النادي الاهلي الى ملعب اللقاء اللي هيقام عليه اللقاء استاد القاهره الدولي.
طيب فاروق وانت موجود في وسط اللاعبين الحقيقه، هل هناك اي تفكير؟ يعني اكيد لازم يكون في تفكير، لانه معظم اللاعبين طبعا او كل اللعيبه معاها تليفوناتها وبتشوف الاخبار اللي رايحه والاخبار اللي جايه. من معايشتك ومن تواجدك الدائم مع اللاعبين، هل شايف ان من الممكن ان يكون اللعيبه بتفكر هنلاعب الناشئين هنلاعب الشباب، ولا انت في النهايه هتلاعب نادي الزمالك؟ خليني اقول لحضرتك يا كابتن اسلام، ويعني جواب قاطع، لعيبه النادي الاهلي كلها تركيز ان انا هلعب اسم نادي الزمالك. اي 11 لاعب موجود من لعيبه نادي الزمالك سواء فريق الشباب او فريق الناشئين 2001 99 او 2000 ايا كان المسمى، انا بلعب فريق نادي الزمالك. لعيبه النادي الاهلي كلها تركيز ان انا اكمل مشواري، ومستر ريني فايلر دايما في كلامه ما بيفرقش معايا هلعب الزمالك هلعب الاسماعيلي هلعب اي فريق، انا هدفي في كل مباراه دايما الثلاث نقاط. وده الحديث اللي ضاي اللي يعني اللي بيدور ما بين اللاعبين ما بين الاجهزه الفنيه الجهاز الفني ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ مع لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه كلها تركيز ان انا هلاعب فريق نادي الزمالك ايا كان 11 لاعب اللي يكونوا موجودين اللي هم بيمثلوا نادي الزمالك. على الورق ممكن يكون موجود يا كابتن اسلام، وزي ما الاخبار بتتردد لعيبه 99 وبعض الاخبار بتتردد ان اللي هيقود الفريق كابتن احمد عبد المقصود وعمرو فهيم. بالمناسبه برضو يا كابتن اسلام اقول لحضرتك من خلال قناه النادي الاهلي ان فريق الشباب نادي الزمالك بيحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري بطوله الجمهوريه بفارق 22 نقطه عن النادي الاهلي صاحب المركز الاول. الاهلي 59 نقطه، نادي الزمالك 37 نقطه. نادي الاهلي او فريق شباب النادي الاهلي كان فاز على فريق شباب الزمالك ذهابا وايابا 3-0 في ملعب حلمي زاموره ثم 2-1 في ملعب الاهلي بمدينه نصر. ده اللي كان النقطه الخاصه بفريق الشباب نادي الزمالك اللي من المحتمل ان هو يلعب هذا اللقاء، لكن لعيبه النادي الاهلي التركيز بتاع اي لقاء يا كابتن اسلام تركيز اللاعبين في خوض اللقاء مع لعيبه نادي الزمالك دون اي يعني ان انا لعيبه النادي الاهلي يعني في فصل تام زي ما قلت لحضرتك من الاخبار اللي بتتردد عن ان الزمالك يلعب بالشباب او الناشئين. لا، لعيبه النادي الاهلي مركزه ان انا هواجه النهارده فريق الزمالك، عندي مباراة مهمة جدا، عندي ثلاث نقاط مهمة جدا، عندي نقطة ان انا عايز افرح جماهير النادي الاهلي وارجع تاني استعد من جديد لمباراة سان داونز يوم السبت القادم بمشيئة الله. فاروق ايضا برضو بعد مباراة السوبر المحلي والاداء الرائع الحقيقة اللي عمله النادي الاهلي، ولكن في النهاية النتيجة خسارة النادي الاهلي في هذه المباراة بركلات الجزاء الترجيحية، اللاعبين بيتكلموا مع بعض في ايه؟ يعني الناس تنتظر او جمهور النادي الاهلي ينتظر او عايز يعرف اللعيبه بتتكلم مع بعض في ايه؟ هل متاثرين سلبيا بهذه المباراه والهزيمه من نادي الزمالك في المباراه الاخيره على الرغم من الاداء الرائع طوال ال 90 دقيقه، ولكن الكل يعلم ان ضربات الجزاء دي حاجات حظ او هي حاجه حظ اكتر منها شيء اخر. هل اللعيبه بتتكلم في هذا الامر؟ هل ده مؤثر عليهم بشكل سلبي؟ خليني اقول لحضرتك كابتن اسلام، يعني حضرتك واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم الجيل الذهبي اللي عاش الكثير والكثير من اللحظات السعيده مع لعيبه النادي الاهلي واللحظات اللي هي الحزينه القليله جدا اللي عشتها مع افراد الجيل الذهبي. اللحظات اللي زي ديت ما تعودناش عليها في النادي الاهلي، ويعني حضرتك واللاعبين ما تعودوش على اللحظات الحزينه. انت كنت طول 90 دقيقه انت الافضل، انت الاحسن، انت الاحق بالمباراه. ويعني حضرتك خلال حديث ليا مع احد افراد الجهاز الفني للنادي الاهلي قال احنا كنا كويسين جدا وكنا احق بالمباراه، لكن اوقات كره القدم ما يعني بتكون غير عادلة. النقطة الثانية المهمة، احنا عندنا جيل ولعيبة مميزة جدا، انا شايف ان المستقبل معاهم هيكون كويس جدا، وشايف ان من ضمن اولوياتهم وطموحاتنا ومن ضمن القرارات اللي احنا خدناها ان احنا نتولى تدريب النادي الاهلي، ان الطموح والشغف اللي عند اللاعبين واللي عند جماهير النادي الاهلي واسم النادي الاهلي كان من اهم اسبابنا ان احنا نوافق على تدريب النادي الاهلي. الشغف والطموح اللي موجود عند اللاعبين والجماهير، فريق لا ما بيشبعش من البطولات، جماهير ما بتشبعش من البطولات، ده كان سبب من اسباب اللي خلتنا ان احنا نكون ونوافق على تدريب النادي الاهلي، ودي كانت نقطه مهمه جدا منعكسه ايضا على اللاعبين يا كابتن اسلام. اللعيبه خلاص طوت صفحه مباراه السوبر، اكيد يا كابتن اسلام طبعا بيبقى في لحظات حزن، في لحظات من الحزن، حزن بيبقى للاعب لمجرد الهزيمه او خساره بطوله، وايضا عشان خاطر الجماهير. انت عارف ده طبعا يا كابتن اسلام حاله الترابط واللي بتبقى ما بين جماهير النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي، واللعيبه دايما بتتاثر ان هي ما قدرتش تسعد جماهير النادي الاهلي، لكن اللعيبه كلها مركزه، كل التركيز ان شاء الله ان احنا
نيتوا صفحه السوبر اللي انتهت تماما. ايضا كان وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع الفريق في المران والدعم اللي اداه للاعبين، ايضا تواجدهم على المستر فايلر والكابتن سعد عبد الحفيظ ادى مزيد من الدعم ومزيد من الثقه لعيبه النادي الاهلي. لعيبه خلاص طوت صفحه السوبر، عندنا بطوله الدوري، عندنا مباراه مع الزمالك، عقب المباراه ان شاء الله نبدا الاستعداد لمباراه صن داونز، نركز في بطوله دوري ابطال افريقيا الحلم الكبير اللي كلنا بنحلم بيه وكل جماهير النادي الاهلي مستنياه من لعيبه النادي الاهلي. فانا بقول لك كابتن اسلام كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه ان شاء الله عندها هدف ان احنا نسعد فريق نسعد جماهير النادي الاهلي، نكمل مشوارنا، نحقق الفوز ال16 بمشيئه الله ان شاء الله، نكمل مسيره الدوري ثم نبدا الحديث عن مباراه صن داونز. طيب اخيرا يا فاروق، بما اننا بنتكلم عن مباراه صن داونز، هل مباراه صن داونز واخده من تركيز اللعيبه شويه؟ بمعنى ان انت زي ما بتتكلم وزي ما كل جمهور النادي الاهلي عارف ان مباراه صن داونز او البطوله الافريقيه بالنسبه لنا هي دلوقتي الطموح الاكبر والشغف الاكبر بالنسبه لنا ان يستطيع النادي الاهلي ان يفوز بهذه البطوله، هل مباراه صن داونز واخده شويه؟ انا بسالك دايما الاسئله دي ليه؟ لان انت موجود وسط اللاعبين، بتتعايش مع اللاعبين، شايف اللعيبه بتتكلم في ايه، شايف اللاعبين بيعملوا ايه، وبالتالي هيبقى خير دليل يعني ان انت تقول لنا هل ممكن تكون مباراه صن داونز واخده من تركيز اللاعبين في هذه المباراه شويه؟ لا خليني اقول لك يا كابتن اسلام، يعني انت واحد من نجوم النادي الاهلي ايضا اللي عاش هذه الاجواء مع لعيبه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي بيعمل فصل تام في هذا الامر. لعيبه النادي الاهلي مركزه في مباراه الزمالك، ما فيش اي كلام خالص عن مباراه صن داونز، هنطوي الصفحه في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه، خلاص اللعيبه دلوقتي خرجت من المحاضره هتتوجه لملعب المباراه. ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن اسلام لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله نبارك لبعض ان شاء الله عقب نهايه المباراه وفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. يعني طبعا زي ما حضراتكم عارفين بنحاول دايما نجيب لحضراتكم ماذا يحدث في فندق الإقامة. مباراة مهمة، مباراة صعبة، النادي الأهلي النادي الأهلي ينظر فقط إلى المكسب في هذه المباراة بغض النظر عن كيف سيلعب نادي الزمالك، مين اللي هيلعب باسم نادي الزمالك. في النهاية نادي الأهلي سيلاقي نادي الزمالك في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع. اللي هيحصل في المباراة ده اللي هنشوفه إن شاء الله الساعة 7:30، وبعد قليل طبعا هنقول لحضراتكم إيه هي التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي في هذه المباراة. خلينا نبدأ مع حضراتكم أول حاجة أو أول فقرة عندنا النهاردة، جرافيك هذه المباراة ونشوف الأرقام بتقول لنا إيه. الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020 مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع، النهاردة الاثنين 24 فبراير 2020 النادي الأهلي يلاقي نادي الزمالك. قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، محمد هاني، أحمد فتحي، محمود متولي، علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، عمرو السولية، أفشة، أحمد الشيخ، جيرالدو، حسين الشحات، أليو ديانج، وليد سليمان، حسام عاشور. خط الهجوم: مروان محسن وأليو بادجي. غيابات النادي الأهلي عن هذه المباراة: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، جونيور أجاييه، رمضان صبحي، كهربا، محمد محمود، حمدي فتحي. مديرا فنيا للنادي الأهلي رينيه فايلر. موقف النادي الأهلي ونادي الزمالك في الدوري العام المصري: النادي الأهلي 15 مباراة، 15 فوز، لا تعادل، لا خسارة، 43 هدف سجلهم النادي الأهلي، 3 أهداف فقط استقبلتهم شباك النادي الأهلي، 45 نقطة من 15 مباراة في المركز الأول. أما نادي الزمالك 15 مباراة، فاز في 9، تعادل في 4 مباريات، خسر في مباراتين، 22 هدف سجلهم النادي الزمالك واستقبلت شباكه 11 هدف، عنده 31 نقطة في المركز الثالث. مواجهات النادي الأهلي ونادي الزمالك في كل البطولات: في الدوري العام المصري الفريقين 118 مباراة، النادي الأهلي فاز في 44 مباراة ونادي الزمالك فاز في 26 مباراة وتعادل في 48 مباراة. أهداف النادي الأهلي في الزمالك 144 هدف، أما أهداف الزمالك في النادي الأهلي 100 هدف. في بطولة كأس مصر لعبوا 31 مباراة، 16 مباراة فاز فيها النادي الأهلي، أما نادي الزمالك فاز في 10 وتعادل في 6 مباريات. 57 هدف أحرزهم
مهاجمي النادي الأهلي خلال 31 مباراة في شباك نادي الزمالك، و46 هدف أحرزهم مهاجمي نادي الزمالك في نادي الأهلي. أما في البطولات في كأس السوبر لعبوا مع بعض 7 مباريات، النادي الأهلي فاز في 3، نادي الزمالك لم يفز في ولا مباراة، تعادل في 4 مباريات. أهداف النادي الأهلي 8، أما أهداف نادي الزمالك 4. البطولات الإفريقية لعبوا 9 مباريات، فاز النادي الأهلي في 5 مباريات، فاز نادي الزمالك في مباراة وحيدة، تعادل في 3 مباريات، النادي الأهلي 15 هدف أما نادي الزمالك 9 أهداف. أما تاريخ مواجهات النادي الأهلي ونادي الزمالك في الدوري العام المصري، 118 مباراة، النادي الأهلي فاز في 44، نادي الزمالك فاز أو تعادل في 48 مباراة، والنادي الأهلي هزم في 26 مباراة، وأهداف الأهلي 144 وأهداف على الأهلي 100 هدف. أما بطولات الأهلي والزمالك، الدوري العام المصري النادي الأهلي فاز في 41 فوز بالدوري العام المصري، أما نادي الزمالك 12 فوز. كأس مصر 36 للنادي الأهلي، 27 لنادي الزمالك. كأس السوبر المصري 11 للنادي الأهلي، 4 لنادي الزمالك. دوري أبطال إفريقيا 8 للنادي الأهلي، 5 لنادي الزمالك. كأس الكؤوس الإفريقية 4 للنادي الأهلي ومرة وحيدة لنادي الزمالك. كأس الكونفدرالية مرة للنادي الأهلي ومرة أيضا لنادي الزمالك. كأس السوبر الإفريقية 6 مرات للنادي الأهلي و4 مرات لنادي الزمالك، أما الكأس الأفرو أسيوية مرة وحيدة للنادي الأهلي ومرتين لنادي الزمالك. النادي الأهلي أحرز 43 هدف في الدوري العام المصري حتى الآن، مقسمة على 90 دقيقة كالآتي: في الشوط الأول في أول ربع ساعة 5 أهداف، أما في الربع ساعة الثانية من الدقيقة 16 للدقيقة 30 4 أهداف، ثم في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول 3 أهداف، مع بداية الشوط الثاني 7 أهداف، ثم من الدقيقة 61 للدقيقة 75 7 أهداف، وفي الربع ساعة الأخيرة كأكثر معدل تهديفي للنادي الأهلي من الدقيقة 76 للدقيقة 90 17 هدف من 43 هدف، 3 أهداف فقط استقبلتهم شباك النادي الأهلي في 15 مباراة. الشوط الأول دائما ما يكون النادي الأهلي أو بيخرج النادي الأهلي بدون استقبال أي أهداف، أما مع بداية الشوط الثاني هدفين، ثم في الربع ساعة قبل الأخيرة هدف وحيد. طيب، نادي الزمالك أحرز 22 هدف في الدوري العام المصري مقسمة على 90 دقيقة كالآتي: 6 أهداف في الربع ساعة الأولى، ثم هدفين في الربع ساعة الثانية، 4 أهداف في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول، ثم مع بداية الشوط الثاني أو ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني 3 أهداف، ومن الدقيقة 61 للدقيقة 75 3 أهداف، ثم الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة 4 أهداف، ليصبح أعلى معدل تهديفي للاعبي نادي الزمالك في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة. 11 هدف استقبلتهم شباك النادي الزمالك مقسمة على 90 دقيقة كالآتي: 7 أهداف في الشوط الأول، ثم 4 أهداف في الشوط الثاني، 3 في الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الأول، و4 في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول، مع بداية الشوط الثاني هدفين، ومن الدقيقة 61 للدقيقة 75 هدف وحيد، والربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة هدف وحيد أيضا. قائمة الهدافين للدوري العام المصري: عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز في المركز الأول ب 12 هدف، محمد شريف لاعب نادي إمبي في المركز الثاني 9 أهداف، وليد سليمان لاعب النادي الأهلي 6 أهداف، حسام حسن لاعب نادي سموحة 6 أهداف، ثم سيف الدين الجزيري لاعب نادي المقاولين العرب 6 أهداف، ثم جونيور أجايه وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ومحمد سالم من المقاولين العرب، ولكل منهم 5 أهداف. جدول ترتيب الدوري العام المصري للموسم 19-20 2019 يعني 2020، الأهلي في المركز الأول من 15 مباراة ب 45 نقطة، المقاولين العرب في المركز الثاني من 17 مباراة ب 32 نقطة، نادي الزمالك في المركز الثالث من 15 مباراة
ب 31 نقطة، بيراميدز في المركز الرابع من 17 مباراة 29 نقطة، ثم نادي الاتحاد السكندري من 17 مباراة 27 نقطة. نادي سموحة في المركز السادس من 17 مباراة 24 نقطة، إمبي في المركز السابع من 16 مباراة 24 نقطة، الإنتاج الحربي في المركز الثامن من 17 مباراة عنده 23 نقطة، الإسماعيلي في المركز التاسع من 17 مباراة عنده 21 نقطة، المصري في المركز العاشر من 16 مباراة 20 نقطة، ثم نادي حرس الحدود في المركز ال11 من 17 مباراة 19 نقطة. الجونة في المركز ال12 من 17 مباراة 19 نقطة أيضا، أسوان في المركز ال13 من 17 مباراة 18 نقطة، طلائع الجيش في المركز ال14 من 17 مباراة 15 نقطة، ثم نادي طنطا في المركز ال15 من 17 مباراة 15 نقطة، مصر المقصة في المركز ال16 من 17 مباراة 14 نقطة، وادي دجلة في المركز قبل الأخير من 17 مباراة 14 نقطة، ثم نادي مصر في المركز الأخير من 17 مباراة 11 نقطة. طاقم التحكيم لهذه المباراة، حكما للساحة جيدي ميناس ماسيكا حكم ساحة، وحكم مساعد بيتوتاس ساميكوس، وكاسلوسكاس ده الحكم الثاني، أما الحكم الرابع وداناتاس رمساس. يعني طبعا زي ما حضراتكم عارفين مجموعة من طاقم التحكيم من ليتوانيا، فالأسماء بتبقى صعبة شوية، لكن في النهاية هو ده طاقم التحكيم الذي سيقود هذه المباراة. طيب خلينا بقى بعد ما شفنا جرافيك هذه المباراة ننتقل إلى ماذا قالت الصحافة المصرية عن مباراة القمة ما بين الأهلي صاحب المركز الأول والزمالك صاحب المركز الثالث. من جريدة الأهرام، الليلة قمة ساخنة في أجواء باردة بين الأهلي والزمالك، صراع بين حامل اللقب وبطل السوبر في مباراة استعادة الثقة والدفاع عن التفوق، مبارزة جديدة بين كارتيرون وفايلر، فمن يكسب صراع العقول. أما من جريدة الأخبار، الأهلي والزمالك على خط النار، مواجهة قمة الدوري تحت حصار الشكوك في انتظار يوم درامي مثير، تعبئة عامة في الأهلي، الخطيب التقى فايلر وغاضب من العقوبات. أما الغضب يجتاح الزمالك ومرتضى يهدد بالانسحاب ويطرق كل الأبواب. أما من جريدة الجمهورية، بصافرة ليتوانية باستاد القاهرة، الأهلي والزمالك قمة استثنائية الليلة. في اليوم السابع الأحمر يتفوق على الأبيض في الغيابات، والأبيض يجهز قميصه الجديد. قمة رد الاعتبار وأحياء الأمل الليلة، الغيابات تضرب الأحمر، فايلر يطالب لاعبي بالتعويض، وكارتيرون يفكر في الاعتماد على البدلاء والناشئين. أما من جريدة الشروق، وسط شكوك حول تأجيلها، خلاص مفيش بقى هذه الشكوك، الأهلي يواجه الزمالك في قمة مضطربة، فايلر يجري تغييرات على التشكيل السوبر بالدفع بفتحي ومتولي ومروان والشيخ، وكارتيرون يريح بعض الأساسيين. عموما دي كانت الصحافة المصرية وماذا قالت الصحافة المصرية عن مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك، المباراة التي ستقام في تمام الساعة 7:30. النادي الأهلي استعد استعداد كبير لهذه المباراة، النادي الأهلي مركز فقط في هذه المباراة، اللاعبين والجهاز الفني بعيدا تماما عن ما يحدث من أجواء ساخنة حول هذه المباراة. مباراة القمة دائما ما يكون لها قبلها بتحصل كواليس كتيرة جدا، وبعدها أيضا بتحصل أمور كتيرة جدا. عموما هنشوف مع حضراتكم ماذا سيحدث في مباراة النادي الأهلي صاحب المركز الأول في الدوري العام المصري ونادي الزمالك صاحب المركز الثالث في الدوري العام المصري. خلينا نبدأ بقى فقرات ملعب الأهلي. أولى الفقرات النهاردة كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر عباس هنسأله أيضا عن طاقم التحكيم من ليتوانيا، هل هو طاقم جيد لإدارة هذه المباراة من وجهة نظره زي ما قال لنا وجهة نظره في طاقم التحكيم السابق في مباراة السوبر، واكتشفنا قد إن هناك أخطاء كثيرة جدا قام بها طاقم التحكيم في المباراة السابقة،
ولكن أيضا في النهاردة هنشوف ماذا سيحدث من طاقم التحكيم. وتابعوا، عايز حضراتكم النهاردة تتابعوا ملعب الأهلي، لأن هناك مفاجآت كثيرة جدا من داخل ملعب الأهلي. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كابتن ناصر عباس وطاقم التحكيم من ليتوانيا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس، وطبعا طاقم التحكيم لمباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك. كابتن ناصر ازي حضرتك؟ ازي كابتن اسلام؟ حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. الحمد لله. الاول قبل ما نبدا في مباراه اليوم، حضرتك كنت بتقولي محضر لي مفاجاه عن مباراه السوبر ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك. تمام كابتن اسلام، هنتكلم بالنسبه للفي اي ار او الفيديو سيستم ريفري اللي هو موجود في الملعب. الفي اي ار عمله ما بينتهيش الا بانتهاء المباراه كامله. يعني ايه؟ يعني طول ما في احداث بعد المباراه الفيديو اساسا الفري ده شغال. ليه؟ لان اي احداث الفيديو بياخدها وبتبقى موجوده في نفس الوقت. طول ما الحكم موجود في ميدان اللعبه كابتن اسلام عنده الامكانيه ان هو يطرد او ينظر اي حد طبقا للفار، لان الفار النهارده هو اللي موجود وعنده اللقطات كلها. اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان بعد انتهاء المباراه حصل احداث كتيره، هنا الفار بردك ما زال متواصل مع حكم المباراه. ليه يا كابتن اسلام؟ لان لما يكون في احداث ممكن الحكم عنده استراحيه ان هو يطرد او ينظر في الملعب اي لاعب يخرج عن السلوك. السؤال هنا هو طرد لاعب ادى كهربا كارت احمر. طيب سؤال، لما انت عندك امكانيه انك انت تدي بطاقه حمراء لكهربا في المباراه والفار موجود والفار بينقل لك الاحداث كلها، ايوه، كان هناك اكتر من لاعب موجودين كان يستحقوا البطاقه الحمراء والصفراء. طب انت ما عملتش الكلام دوت ليه؟ دي الحاجه اللي هي ان انا عاوز اقولها، ان شغل الفار ما بينتهيش بانتهاء المباراه. شغل الفار موجود لحد انتهاء المباراه، حتى لو في احداث بينتظر هذه الاحداث، لان كل الكلام ده عنده امكانيه بيبلغ الحكم في الكوميونيكيشن سيستم. عايز اقول طالما انت اعطيت البطاقه للاعب في ظل هذه الاحداث كان ممكن انك انت تدي البطاقه لاي لاعب يخرج عن السلوك. وبالتالي بقول انا هنا ان في البدايه كابتن اسلام لما اتكلمت في الماتش وقلت لك ان الحكم شخصيته ضعيفه، ده سبب من اسباب ان المباراه وصلت لكده. حكم سمح باللعب العنيف، سمح بان هو ما لم يشهر البطاقه الصفراء في اكتر من مكان، اكتر من موضع. كان حكم ضعيف جاي مستهتر، حكم مستهتر مهمل. هو جاي يا كابتن ما يشغلش باله قوي ان هو جاي يؤدي المباراه، تخلص على خير ما تخلصش. بياخد بعضه بعد المباراه، بياخد البوكت ماني بتاعه وبياخد بعضه بيسافر على بلده. طبعا انا بقول الكلام دوت ليه؟ احنا بنجيب حكام يا كابتن اسلام لمباراه زي السوبر او المباراه تعتبر بطوله كبيره، الاهلي والزمالك، لابد ان احنا نختار الحكام اللي هم زي ما قلنا دايما النخبه اللي ليهم صيت، بيحافظ على اسمه، بيخاف على نفسه، وبالتالي بيخاف على اي مباراه بيلعبها. كابتن ناصر ايضا اللي خلينا بس في المباراه السابقه، ولان هنطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم بقى عن هذه المباراه وبقيه الامور. في المباراه السابقه حدثت امور وحضرتك شرحتها على الشاشه من بعض الحالات التحكيميه اللي كانت واضحه جدا 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 ان كان يجب انذار فرجاني ساسي في ثلاث. هل من الممكن ان ايه اللي يحصل يعني في مثل هذه الامور؟ ايه اللي يحصل يعني؟ انا كده ما خدتش حقي صح؟ بالضبط. ايه اللي ممكن يحصل في مثل هذه، ولا خلاص الموضوع عدى؟ بص يا كابتن، المفروض ان يكون في مراقب للمباراه، مراقب للحكام، هو بيقيم اداء الحكم. هو الحكم ممكن يخطأ في التقدير في عقوبه انضباطيه او في مخالفه لم يحتسبها، هنا خلاص المباراه عدت وانتهت. ولكن انا السؤال هنا، هنا في كابتن اسلام حضرتك انت بتبقى جاي ريفري اسيسور، انت جاي للحكام فقط لا غير. يعني ايه؟ كل الاداء
سواء من الحكم او الحكم المساعد او الحكم المساعد رقم 2 وهكذا. انت كمقيم بتقيم هذا الاداء. تمام. انا بقول النهارده يعني هو بيبقى اكثر تقييما للناحيه الفنيه، ملهاش علاقه بقى الماتش خلص وانتهى. بالظبط. طيب عموما هنرجع نكمل كلامنا في هذا الموضوع، لكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع برضه اسال الكابتن ناصر عباس عن مش من المفترض ان يكون هناك مراقب للحكام في هذه المباراه ولا لا؟ سؤال مباشر يجاوب لنا عليه كابتن ناصر عباس بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ناصر، كنت بسال حضرتك قبل ما نطلع فاصل عن ان من المفترض ان يكون هناك مراقب للحكام في هذه المباراه، اللي انا كنت عارفه يعني ما اعرفش هل هي معلومات صحيحه ولا خاطئه، حضرتك قول لي حضرتك ادرى، ان الكابتن جمال الغندور كان هو مراقب الحكام في هذه المباراه، مباراه الاهلي والزمالك في السوبر التي خسرها النادي الاهلي بركلات الجزاء. تمام يا كابتن اسلام. اي مباراه كابتن اسلام بيتم مراقبتها بمراقب الحكام اللي هو بنقول عليه ريفري اسيسور، الكوميشنر ماتش اللي هو المراقب العام، بيبقى فيه الكوردينيتور ماتش اللي هو المنسق العام، بيبقى فيه المنسق الامني. احيانا كمان المباراه ممكن يراقبها اثنين مراقبين حكام مش مراقب واحد، يعني في بعض المباريات اللي هي الصعبه او المهمه ممكن اثنين مراقبين يراقبوا هذه المباراه، وده حصل عندنا في الدوري المصري في اكثر من مباراه. لما نيجي نقول مباراه مهمه، هي بطوله، اولا هي مش مباراه، هي بطوله وبطوله كبيره، المفترض ان يكون في مراقب للحكام. لان ليه يا كابتن اسلام؟ ليه انا براقب الحكام؟ ليه؟ لان انا النهارده الاتحاد المصري مفترض ان في تقرير للفني يتم كتابته في هذا الحكم. مظبوط. ليه؟ هو انا النهارده ممكن اذا الحكم كان كويس ممكن في المرات القادمه ممكن استدعيه تاني يجي يحكم النهارده تاني ان هو حكم كويس. طب النهارده الحكم ده اداؤه ما كانش كويس واداؤه كان لا يرتقي على مستوى المباراه، اذا هنا مين اللي بيقول الكلام ده؟ هو مراقب او مقيم الحكام. كون ان انا ما احطش مقيم الحكام كان يجب اني على الاقل اللي كان معين لهذه المباراه كان مقيم المباراه، كان مفترض ان يتم تعيين اي حد تاني مراقب مقيم للحكام. الغريب يا كابتن اسلام ان انا كنت عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ان الكابتن سمير عثمان كان موجود هناك في الامارات. ايوه. وكان الكابتن توفيق السيد كان موجود هناك في الامارات. بما ان المباراه ما كانش فيها مراقب للحكام وهم عندهم قدره ان هم يراقبوا، كان ممكن سهل قوي ان اي حد فيهم كان يكلف بان هو يدير هذه المباراه او يراقب هذه المباراه ويبعت تقريره للجنه الحكام. زي ما قلت احنا بنراقب الحكم عشان خاطر نقيمه فنيا، لان انا النهارده ممكن اجيبه تاني او ما اجيبوش تاني. طبعا انا شايف ان الموضوع ان انا مباراه مهمه ما فيش فيها مقيم للحكام طبعا خطا، يعني اعتقد يا ريت ان لجنه الحكام فيما بعد. بس انا سمعت ان الكابتن جمال غندور اعتذر. هو كابتن جمال غندور طبعا هو موجود بالفعل، هو موجود في بطوله العرب اللي هي موجوده في السعوديه، وطبعا هو طالما موجود هناك كابتن اسلام لان هو بيبقى مرتبط بالبطوله، لان البطوله طبعا بتبقى تقريبا لا معلش تاني يا كابتن فترة. هو مرتبط بالبطوله لان بيجي لي تكليف للشين. بيجي لي تكليف للشباب للشباب ل 20 سنه. هو في هناك السعوديه عامله بطوله كاس العرب، بيختاروا المحاضرين او المقيمين على مستوى الاتحاد العربي. الكابتن جمال كان من ضمن المجموعه اللي تم اختيارها ان هي تبقى موجوده في البطوله، وبالتالي من الصعب ان انا اسيب البطوله واروح مباراه. ومن هنا بقول ايه، طالما انا مش هقدر اروح كان يجب عليا ان انا اعتذر، والاعتذار يكون بدري لان ادي مساحه للاتحاد ان هو يعين مقيم تاني، لان المقيم هيجي هنا من مصر. بقول في كلتا الاحيال حصل مشكله. طيب ما انا عندي يا كابتن اسلام حضرتك انت مقيم الحكام وموجود اوريدي في دبي. تمام. حضرتك طب ايه المانع ان انا مثلا كابتن اسلام انت موجود في دبي من فضلك راقب الحكام وهات لنا تقرير للحكام؟ ما كانش في مشكله خالص، ولكن المشكله ان انا النهارده يبقى طاقم تحكيم عندي موجود في مباراه كبيره يا كابتن اسلام، وما ينفعش يبقى ما فيش فيها مراقب للحكام. زي ما قلت مهم جدا جدا، لان انا عندي في تقارير الحكام تبقى موجوده في الاتحاد، لما بحب ارجع للمقيم وارجع للمباراه ابقى الاقي موجود تقرير موجود في الاتحاد. اذا ايه اللي حصل؟ طيب ما انا عايز اعرف ايه اللي حصل. على حد علمي ما كانش فيه مقيم للحكام، بس انا قريت خبر بعد قالوا قريت ما سمعتش ان هم حطوا منسق من الامارات لهذه. طب انا رايح للمنسق الاماراتي ليه؟ طول ما انا زي ما قلت لحضرتك كان عندي فرصه اني تاني هقول ان الكابتن سمير موجود،
ممكن يراقب راجل حكم دولي وراجل محلل تحكيم ويعني يقدر ازاي يقيم الحكم. كابتن توفيق السيد رئيس لجنه حكام القاهره وهو اوريدي بيراقب في اداره ممتاز وبيراقب مباريات كبيره كان ممكن يراقب يقيم الحكام. يعني ما كانش عندي مشكله سواء انا بعت جبت حد من مصر او كنت كلفت الكابتن سمير او الكابتن توفيق بالمباراه. ولكن زي ما بقول كابتن اسلام من غير المعقول ان المباراه فيها بطوله وفيها احداث ما يكونش فيها مقيم للحكام. زي ما قلنا الاتحاد الافريقي لما بيجي يبقى عنده مباراه مهمه او في غالبيه المباراه بيبقى فيها المقيم الحكام فيها المراقب العام فيها الكوردينيتور كل هذه العناصر بتبقى موجوده في المباراه. طيب خلينا نتكلم بقى عن طاقم التحكيم لمباراة اليوم، مباراة مهمة ما بين متصدر الدوري العام المصري وثالث الدوري العام المصري. عموما خلينا قبل ما نتكلم عن طاقم التحكيم يا كابتن ناصر خلينا نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم الأول ونرجع ناخد رأي حضرتك زي ما قلت لنا في المباراة السابقة. نطلع نشوف هذا التقرير عن طاقم التحكيم لمباراة اليوم ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. صافرة جديدة تنضم لقائمة الحكام الأجانب في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، حيث أسندت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور إدارة مباراة الغريمين والمؤجلة من الجولة الرابعة في مسابقة دوري الممتاز لطاقم تحكيم من ليتوانيا بقيادة ماسيكا حكم للساحة. ماسيكا أو ماجيكا الذي يعد أحد حكام النخبة في أوروبا من مواليد 24 من مارس عام 78 في كاوناس بدولة ليتوانيا، ظهر للمرة الأولى في الدوري الليتواني الممتاز يوم 16 من إبريل عام 2005، حصل على الشارة الدولية منذ عام 2007. أدار ماسيكا 245 مباراة خلال مشواره التحكيمي في مختلف البطولات المحلية والدولية، أخرج خلالها 949 بطاقة صفراء و36 بطاقة حمراء بعد بطاقتين صفراوين و27 طردا مباشرا، احتسب خلال مشواره 66 ركلة جزاء. على المستوى العربي ظهر ماسيكا في مباراة وحيدة في الدوري السعودي للمحترفين جمع بين النصر والاتفاق يوم الأول من يناير عام 2017، انتهت بفوز النصر بهدفين نظيفين، كما أدار 30 مباراة في الدوري الأوروبي شهدت إخراجه ل 110 بطاقات صفراء، بالإضافة إلى ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا من أبرزها مباراة باير ليفركوزن وموناكو عام 2016، مباراة مانشستر يونايتد وبنفيكا عام 2017، آخر مباراة أدارها في تشامبيونز ليج كانت عام 2018 بين بروسيا دورتموند وكلوب بروج في ألمانيا، انتهت بالتعادل السلبي، كما أدار مباراة نهائية وحيدة في مشواره التحكيمي كانت عام 2019 كأس السوبر بدولة ليتوانيا. على مستوى المنتخبات ظهر الحكم الليتواني في ست مباريات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم. خلال الموسم الحالي قاد ماسيكا تسع مواجهات منهم مباراتان فقط في الدوري المحلي، مباراة واحدة دولية، بالإضافة لست مباريات على المستوى القاري. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ناصر، طاقم التحكيم من ليتوانيا، ايه رايك؟ كابتن، الاتحاد الافريقي عنده حاجه مهمه جدا، مصنف الحكام للاليت A والاليت B يا كابتن اسلام. ايوه، تاني بقول عشان بس الساده المشاهدين يبقوا يعني عارفين الكلام كويس. الاتحاد الافريقي عنده الاليت A، الاي اللي هو بيبقى عنده الامكانيه يروح كاس العالم، عنده امكانيه يحكم البطوله الامم الافريقيه، عنده امكانيه ياخد المباريات الكبيره في دوري الابطال. الاليت بي بيتم اسناد للمباريات في الكونفدراليه الافريقيه. نفس الشيء في الاتحاد الاوروبي، هو هنا مش في النخبه، يعني اللي قال ان هو في النخبه هو مش في النخبه، احنا عندنا النخبه هنا اللي هم ال 40 حكم هو مش موجود فيهم يا كابتن اسلام. ايوه، هو مش موجود في ال 40 حكم اللي هم حكام النخبه. ولكن هم عندهم تصنيف تاني بيقولوا عليه اللي هو برضك الاليت ايه. في عندنا في اوروبا الاليت والاليت ايه، هو موجود في الاليت ايه، يعني اكتر المباريات اللي هو بيتم اسنادها ليه في دوري الاتحاد الاوروبي. ايوه، صعب ان هو يحكم في دوري الابطال، لان زي ما قلت لحضرتك بيبقى في حكام هم مختارينهم لتقييمهم اعلى بكتير جدا منه، اللي هم بيديروا مباريات دوري الابطال او بيديروا في البطولات اللي هي الاوروبيه. ايوه، ولكن خلينا نتكلم، هو 41 سنه، يعني زي ما قلت لحضرتك مش مصنف من ضمن النخبه الاوروبيه. النهارده هو
عنده صعوبة في المباراة، أعتقد عنده خلفية عن المباراة الأولى، وبالتالي المفترض النهاردة اختبارك هيبقى سهل، أسهل من الأولاني. يعني أنت النهاردة عندك لما تبقى أنت شايف مباراة وفي أحداث وفي أسلوب لعب شفتها أكيد وسمعت عنها أكيد، فأنت النهاردة فرصتك أفضل بكتير من اللي سبقك اللي هو الحكم اللي هو الموين، اللي هو أنا ما زلت أقول إن هو حكم متواضع جدا جدا جدا، كان سبب كبير في إن المباراة وصلت لهذا الشكل. أتمنى النهاردة من طاقم التحكيم، أو زي ما قلت لحضرتك هو عنده فرصة، شاف المباراة، شاف الأداء اللاعبين، شاف طرق اللعب، النهاردة أتمنى النهاردة يحكم سيطرته على المباراة من البداية، لا يسمح أبدا باللعب اللي فيه عنف، يطبق القانون طبقا للتهور أو الإهمال أو استخدام قوة زايدة. أيضا يا كابتن إسلام في حاجة مهمة جدا، زي ما قلت احنا بنجيب الحكم الأوروبي عشان حكامنا الصغيرين يبتدوا يشوفوه، حكام صغير تبتدي تتعلم، ما ينفعش انا اجيب حكم من اوروبا والحكم ما بيعرفش يتحرك، الحكم بتصطدم بيه الكره اكتر من مره. طب انا النهارده لما يكون عندي حكم مصري بيحصل الكلام ده معاه، انا بجيبه في المحاضرات وبفضل يعني اكلمه وباكلمه واديله نصيحه ان هو المفروض يتحرك بشكل كويس. الحكم الاوروبي المفترض ان هو جاي جاهز، يعني يعرف ازاي يتحرك في الملعب، يعني يعرف ازاي يبقى عنده قراءه لاسلوب لعب الفريقين، يعرف ازاي يستخدم عنصر السرعه، لان عنصر السرعه احيانا في المباراه بيبقى مفيد جدا جدا، بيخليك تقدر انك انت تقطع مسافه من التلت الدفاعي في حالات الهجوم المعاكس، انك انت توصل بسرعه للتلت الهجومي. عاوزين نتفرج النهارده عليه، طبعا مش هنقدر نحكم عليه الا بعد المباراه، ولكن هو فرصته نفس افضل، نفس علامات الاستفهام. علامات الاستفهام، بس هو عنده فرصه كابتن اسلام افضل بكتير جدا، لان هو شاف الحكم اللي قبليه وشاف المباراه اللي قبليها وشاف اسلوب لعب الفريقين. اتمنى النهارده ان هو يؤدي ويخلي في متعه للمشاهد، يعني ما تتدخلش كتير في القرارات، خلي دايما اللعب يتواصل يستمر عشان المشاهد يعني يستمتع بالمباراه. طيب احنا سمعنا سيناريوهات كتيره النهارده في ان نادي الزمالك من الممكن ان هو اثناء المباراه يسحب ثلاث لعيبه او اربع لعيبه، سمعنا شويه سيناريوهات كده، لو عايزين نقول، عايزين حضرتك تقول للجمهور النادي الاهلي العدد المسموح به ان هو يستكمل المباراه او ان الحكم يكمل به المباراه، لو حضرتك تكلمنا برضو قانونا في هذا الموضوع. تمام يا كابتن اسلام، عندنا احنا ماده 3، احنا عندنا القانون 17 ماده، نروح للماده 3 اللي هي تسمى اللاعبون، اللاعبون ديت اللي هي بتتكلم على عدد اللاعبين داخل ميدان اللعب. احنا قلنا الحد الادنى للاعبين داخل ميدان اللعب عن بدايه المباراه هم 7 لاعبين، من ضمنهم حارس مرمى. الحد الادنى لا يمكن ابدا ان تبدا المباراه، لا يمكن ان تبدا الا بعدد 7 لاعبين في الميدان. ومع ذلك النهارده بنقول في حاله ان لو حصل ان اللاعبين كانوا اقل من 7 لاعبين بقوا 6 مثلا، يعني ايه؟ هنقول مثلا هم بداوا 11، اللعيبه بداوا 11، في لعيب خرج وفي لعيب خرج للاصابه وهكذا، وصلوا 6 لاعبين داخل ميدان اللعب. هنا من حق الحكم ان هو ينهي المباراه طبقا للماده 3 اللي هي ماده اللاعبون، اللي هو إن عندنا الحد الادنى للاعبين داخل ميدان اللعب هو 7 لاعبين. ممكن بيحصل الكلام ده، خلي بالك بيحصل عندنا في بعض المسابقات السنيه كابتن اسلام، هقول لك في القسم الرابع، حاول مثال، خلينا فرقتين رايحين في باص مثلا، فرقه وصلت وفرقه ثانيه حصل تعطل في الفريق، فبينزلوا 8، الفرقه الثانيه ما بتجيش، فهو 8 ديت هيخسر كتير، يعني هيخسر سكور كتير، فهو بيلجا ان هو يخرج الاربع لعيبه، بيبقوا الحد الادنى بيبقوا 6، وبالتالي هو عارف ان الحكم هينهي المباراه، وعارف ان النتيجه كلها هتبقى 2-0 في النهايه، وهو 2-0 غير ما تكون مثلا 8 تكون 7-0، وبالتالي هم 3 نقط هم بس اللي بياخدهم الفريق بس كده، ولكن لا يتم معاقبه الفريق الاخر. لا لا لا، طبقا للائحه اللي موجوده يعني قانونا زي ما قلنا الحد الادنى هم 7، لو بقوا 6 خلاص الحكم بينهي المباراه. يعني بس اللي بيحصل في مثل هذه الحاله ان الحكم بيصفر نهايه المباراه، هو بيتم احتساب الفريق الاخر بهدفين، ان هو فايز على الفريق المنافس بهدفين مقابل شيء. هو بيكتب تقريره طبعا اللي بتاخد القرار لجنه المسابقات، بيكتب يقول ان الفريق بدا مثلا ب 11 وحصلت ان اللعيبه تم اصيبه او غيروا او المهم بيوصل في الاخر ان الفريق وصل لست لاعبين وهو نهى المباراه وبيسيب القرار، ولكن القرار طبعا طبقا للائحه زي ما قلت لحضرتك هو الفريق بيخسر 2-0 وبالتالي الثلاثة بوند. الحاجة الثانية المهمة جدا طبقا اللائحة برضك اللي موجودة عندنا كابتن اسلام، فريق اتأخر، يعني مثلا لو الحكم جه والفريق مثلا جه والفريق الآخر اتأخر، هنا الحكم بيدي تقريبا 20 دقيقة فترة سماح للفريق،
لو ما جاش الفريق بيتم مراجعه السكور وبيتم مراجعه البطاقات اللاعبين وبيكتب تقرير ان الفريق لم يحضر، وبالتالي هنا بتبقى هذه المباراه بتبقى بالانسحاب، وهنا برضك لجنه الانسحاب بتاخد عقوبه على الفريق اللي هو انسحب او ما جاش. اذا دي الحالات القانونيه اللي احنا سمعنا عنها، الحقيقه كلام غير رياضي، مش هقدر اقول اكتر من كده، لكن في النهايه ادينا بنشوف اللي بيحصل في كره القدم المصريه. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لحكم المباراه النهارده. ان شاء الله كابتن اسلام باذن الله. شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي مع حضرتك بعد نهايه المباراه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الفقره الثانيه دكتور احمد ثابت واهم الارقام والاحصاءات ونقاط الضعف والقوه في نادي الزمالك والنادي الاهلي بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل بس ما ارحب بضيفي في هذه الفقره، عايز اقول لحضراتكم ان حتى هذه اللحظه لم يصدر التشكيل الرسمي من النادي الاهلي، حتى هذه اللحظه مفيش تشكيل، كل التشكيلات اللي موجوده على الصفحات كلها اجتهادات، ولكن رسميا حتى هذه اللحظه مفيش تشكيل صدر من ريني فايلر للنادي الاهلي. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت واهم الارقام والاحصاءات والمقارنات الخاصه ما بين لاعبي النادي الاهلي ونادي الزمالك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. على السلامه. الله يسلمك. جاي من اخر الدنيا. جاي من استاد القاهره، ساكن جنب الاستاد، فالدنيا هناك برضو في مطر اكيد. في مطر. في زحمه يعني. فبالتاكيد بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي النهارده. في البدايه في الاول عايز يعني احيي مجلس اداره النادي الاهلي على القرارات اللي اتخذت امبارح. بصراحه يعني دايما النادي الاهلي مدرسه في الاداره، النادي الوحيد او المنظومه الوحيده في كره القدم المصريه، النادي المؤسسي اللي بيمشي اللي قبل ما بياخد قرارات بيدرسها، اجتماع تجتمع الاول مع كابتن سيد، تجتمع مع المهندس خالد الدرندلي رئيس البعثه، تجتمع مع مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، بعد كده تتأنى قوي تصبر تشوف، مش يعني ايه لازم تتأنى وتصبر وتدرس الامر وبعد كده تاخد القرارات. ده بصراحه النادي المؤسسي الوحيد اللي بيمشي بمنظومه احترافيه في كره القدم المصريه. فبصراحه الواحد يعني فخور بالانتماء للنادي الاهلي، وتحيه كبيره جدا لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي دايما في اي ازمه بتلاقيه موجود، دايما بيعلمك ازاي بيدير الازمه. فدي في البدايه بصراحه يعني حاجه محترمه جدا، ويعني الواحد بصراحه فخور بالانتماء لهذا النادي يعني. طيب خلينا نبدا باهم المقارنات، ولا خلينا نبدا بنقاط الضعف والقوه من خلال الاهداف اللي سجلها والاهداف اللي اتسجلت في نادي الزمالك. الاول نقاط القوه، يمكن احنا كنا استعرضنا الماتش اللي فات ان نادي الزمالك مع كارتيرون في الماتشين الاخر بيلعب دفاع منطقه عشان يعني طبعا تتابعوا المباريات، لان فرقته فيها دفاع عشوائي كتير في مساحات ورا، وبالتالي بدا ان هو يلعب دفاع منطقه عشان يداري على المساحات اللي ورا ويلعب على الهجمات المرتده وسرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، بوجود لعيب زي اشرف بن شرقي لعيب سريع، احمد سيد زيزو لعيب بدني كويس جدا مميز جدا بالدور الدفاعي وعمليه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. فبدا نادي الزمالك في الفتره الاخيره تنجح في هذه الطريقه، وده يعني يعتبر نوعا ما بعض المدربين بتفضلها، ممكن الطريقه ديت بتفيدك في بعض المباريات اللي هي بتبقى مثلا في الذهاب والاياب، المباريات اللي بتبقى على كؤوس، لكن اعتقد في مباريات الدوري بتبقى صعب قوي ان انت تلعب بهذه الطريقه، خاصه لما تكون فريق بطل. أي. فريق البطل لازم تلعب بطريقه النادي الاهلي اللي هو في الدوري، لعب الاستحواذ، لعب ان انت بتدور الكوره، لعب ان انت بتعمل محاولات كتير جدا على المرمى، ده الاسلوب اللي بيمفيد اكتر في الدوري. لكن في مباراه النوك اوت ان انت تقفل وتلعب وتخطف هدف او تلعب على ركلات ترجيح، دي بتنفع في مباراه النوك اوت اكتر. يمكن نادي الزمالك سجل الموسم ده، هم لعبوا 15 مباراه سجلوا 22 هدف. ازاي هم جابوا ال 22 هدف دي اللي احنا هنشوفها قدامنا، ازاي النادي الزمالك سجل 22 هدف في 15 مباراه. قدامنا على الشاشه هنلاقي 6 اهداف من كرات عرضيه من الجبهتين داخل منطقه الجزاء، 6 من 22 بنسبه دقه 27 و27%. يعني ايه بنسبه يعني بنسبه الاهداف، يعني 27% من اهداف نادي الزمالك كرات عرضيه. ده طبعا عشان وجود واحد زي مصطفى محمد، وجود محمود علاء، وجود فرجاني ساسي. الحاجة التانية التسديدات من خارج منطقة الجزاء 5، ده برضو دي تاني حاجة. إذا نادي الزمالك عنده حلول، عنده الكرات العرضية من بره من الجبهتين، التسديدات من خارج منطقة الجزاء، بعد كده التمرير الطولي في عمق دفاع المنافس 4،
يبقى وبعد كده ضربات الجزاء 4. اذا اخطر 3 حاجات في نادي الزمالك على المستوى الهجومي الكو في الدوري، الكرات العرضيه من الجبهتين 6، تاني حاجه التسديدات من بره منطقه الجزاء 5، بعد كده التمرير الطولي في عمق دفاع المنافس 4. هنشوف لكل حاجه مثال، ولكن فضل. اللي مكتوب تحت ده مهم قوي، اللي هو ايه؟ اهم لاعب الموسم ده في الزمالك احمد سيد زيزو. أيوة. مساهم مسجل 5 اهداف وصنع 3 في الدوري، ما يعني مساهمته في كام هدف؟ في 8 اهداف من ال 22 من ال 22، يعني نسبه 36% 36.3%. ايوه ده لوحده احمد سيد زيزو. فهنبص دلوقتي على الحالات، ازاي بيجيبوا اهداف من كرات عرضيه، ازاي هم مميزين بالتسديدات، ازاي هم بيعملوا في التمرير الطولي في عمق دفاع المنافس. هنبص الاول على الكرات العرضيه من الجبهتين، هنلاقي ان حتى نادي الزمالك لو نفتكر في اخر 3 مباريات، ماتش الترجي، ماتش الاسماعيلي، ماتش حرس الحدود، جابوا فيها اهداف من كرات عرضيه. ده قدامنا على الشاشه، ده في شباك نادي الاسماعيلي. أيوة. من كره عرضيه جوه منطقه الجزاء. وبالتالي اتلعبت عرضيه، جاء تقريبا اوباما هو اللي قطع وحطها براسه. ده الهدف الاولاني. نبص على الهدف اللي بعده برده، هنلاقي ده قدام نادي بيراميدز اهو قدامنا، من كره عرضيه برده مصطفى محمد كان ماسكه علي جبر، اتحرك كان على البعيده، بعد كده قطع على القائم القريب، اتلعبت له عرضيه وسجلها براسه. ده تاني هدف، ده تاني حاله فنيه معانا. الحاله الفنيه الثالثه، هنبص ده مباراة الترجي، عرضية عبد الشافي برضو على رأسية أوباما. إذا ده يعني آخر 3 مباريات لنادي الزمالك، مباراة الإسماعيلي، مباراة الترجي، مباراة حرس الحدود، الثلاثة جابوا فيها أهداف من كرات عرضية، طبعا باستثناء المباراة الأخيرة اللي كانت قدام النادي الأهلي في السوبر. أيوه. نبص برضو على الحالة اللي بعد كده، هنلاقي ده حالة احنا اتكلمنا على ايه؟ على الكرات العرضية اللي من الجبهتين. أيوة. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها التسديدات من بره منطقة الجزاء. هنلاقي ان مصطفى محمد اهو سجل من تسديدة بره منطقة الجزاء في شباك وادي دجلة. اهو الحاجة اللي بعد كده برضو، الحالة اللي بعد كده، ده مثال يعني. دي بقى فكرة التمرير الطولي في العمق، يبقى احنا اتكلمنا على الكرات العرضية، اتكلمنا على التسديدات، الحاجة التالتة التمرير الطولي في العمق. نادي الزمالك عنده لعبة شهيرة جدا اللي هي لعيب الارتكاز دايما بيلعب التمرير الطولي لمصطفى محمد، لأن مصطفى محمد زي ما قلنا قبل كده إن هو مميز كمحطة على بناء لعب، بتبني بتفتح المساحات للي جاي من ورا. أدي هدف كان في شباك أسوان، اتلعب التمرير الطولي، مصطفى محمد حطها بالقدم اليسرى. اللي بعد كده برضو، الحالة اللي بعد كده هنلاقي أدي هدف برضو، ده هدف الاتحاد السكندري كربونة من هدف أسوان، اتلعب التمرير الطولي في العمق، اللعيب برضو مصطفى محمد راح شايطها. الهدف اللي بعد كده برضو، كل دي حالات فنيه احنا عرضناها للنادي الزمالك ازاي سجل اهداف، يمكن دي ابرز نقاط في ازاي هم سجلوا الاهداف. طب تعالى نشوف زي ما حضرتك قلت نقاط الضعف لنادي الزمالك، ازاي نادي الزمالك استقبل 11 هدف في 15 مباراه بالدوري. هنلاقي ان زي ما قلنا نقاط القوه برضو نقاط الضعف في الدوري، احنا بنتكلم على الدوري تحديدا، مالناش دعوه بدوري ابطال افريقيا او السوبر. الدوري نادي الزمالك استقبل 11 هدف في 15 مباراه، هنلاقي ان من ال 11 هدف دول كام هدف تمرير طولي في عمق الدفاع؟ 4. عشان كده كارتيرون، لو بصينا على الاحصائيه دي هنلاقي ان كارتيرون الاربعه دول كان قبل تولي كارتيرون المهمه تحديدا، اكتر يعني تحديدا في مباراه طلائع الجيش اول مباراه ليه، لما جه ولقى ان في ثغرات دفاعيه كتير لجأ لدفاع المنطقه وعمليه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. النقطه الثانيه، كرة عرضية من الجبهة اليمنى للزمالك وسوء التغطية العكسية للظهير الأيسر، اتكلمنا برضه عن النقطة دي، إن نادي الزمالك عنده مساحات ورا حازم إمام وفي نفس الوقت تقدر تلعب تمرير طولي في ظهره وفي نفس الوقت تعمل كرات عرضية من الجبهة دي، يعني النهاردة لو لعب مثلا في الجبهة دي أي حد تمرير بيعمل تمرير طولي بيلعب للناحية التانية، بيبقى في سوء التغطية العكسية من زي ما اتكلمنا فيها قبل كده لعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي. أيوه. ضربات الجزاء 2، الكرة العرضية من الجبهة اليسرى 1. هنستعرض برضو الحالات الفنية لنقاط ضعف نادي الزمالك، هنلاقي ادي اول حالة، ده كان هدف نادي انبي. بص حضرتك، ده هدف بيثبت الفرق ما بين الزمالك قبل كارتيرون وبعد كارتيرون. قبل كارتيرون كان في مساحات كبيرة قوي ورا، ليه؟ لان دفاع الزمالك كان بيلعب دفاع متقدم. أيوه. وبالتالي محمد شريف قدر مع انبي ان هو يستغل انفراد زي ده ويسجل منه هدف، عكس في الفترة الأخيرة مع كارتيرون لما لقى المساحات الموجودة دي ورا بدأ ان هو يلعب دفاع منطقة ويضيق الايه المساحات مع كل الفرق مع لا. كل الفرق. نبص على الهدف اللي بعد، الحالة الفنية، ده هدف برضو لتمرير طولي في العمق، دفاع نادي الزمالك كان من نادي طنطا. ايوه. صنع اهداف لوحدها، حصل على ركلات جزاء لوحدها برضو. ده يمكن مقارنة الاثنين المهاجمين. النهاردة المقارنة الثانية اللي هي وليد سليمان. وليد سليمان واحد من عناصر الخبرة اللي دايما عندها رقم مميز في التسجيل في شباك نادي الزمالك، وفي مقارنه ما بين وليد سليمان وما بين احمد سيد زيزو. ايوه. هنلاقي ان وليد سليمان طبعا 35 سنه، وليد سليمان لعب، هو هداف النادي الاهلي الموسم ده. لعب 15 مشاركه، مسجل قدامنا الارقام على الشاشه، مسجل 6 اهداف.
طب تفصيل الإحصائية إيه بقى؟ إن وليد سليمان مسجل 6 أهداف، منهم 5 من جوه المنطقة وواحد من بره المنطقة. تمام؟ دول دي تفصيل وليد سليمان. طب كم منهم هدف بالراس؟ من أكتر اللعيبة أو أكتر لعيب في النادي الأهلي سجل بالراس هذا الموسم. وليد سليمان مسجل 3 أهداف بالراس من 6، يعني 50% من أهداف وليد سليمان في الدوري بالراس. بالهيد يعني 3 من 6 و3 بالقدم اليسرى، ما جابش ولا جون بالقدم اليمنى، ده وليد سليمان. اما احمد سيد زيزو اللي احنا قلنا عليه ان هو مساهم في كام؟ في 8 اهداف، مسجل 5 وصنع 3. كام هدف من بره المنطقه لاحمد سيد؟ يمكن احمد سيد زيزو مسجل زي ما قلنا 3 ومسجل 5 وصنع 3، 1 بالراس و4 بالقدم اليمنى، ما سجلش بالقدم اليسرى. اذا الاثنين لاعبين مش مسجلين بالقدم العكسيه. يعني وليد سليمان ما جابش ولا هدف بالقدم اليمنى لانه هو بيلعب بالقدم اليسرى، احمد سيد زيزو ما جابش ولا هدف بالقدم اليسرى لانه هو بيلعب بالقدم اليمنى. والاثنين سجلوا بالراس، ولكن مع الفارق ان وليد سليمان مسجل 3 اهداف من 6 بالهيد. تمام، دي المقارنه الثانيه معانا. عندنا بقى بعد كده مقارنه صانع الالعاب في الدوري، قفشه ويوسف اوباما. تمام، هنلاقي ان محمد مجدي قفشه 23 سنه وغالبا الاثنين هيلعبوا النهارده. يوسف اوباما 24 يعني غالبا سنة. ان مجدي قفشه احتمال كبير يلعب في النادي الاهلي، واوباما بيلعب دايما في نادي الزمالك في الفتره الاخيره، وغالبا هيلعب مجدي قفشه واوباما، على الرغم من ان حتى هذه اللحظه لم يصل التشكيل الرسمي او لم يصدر التشكيل الرسمي من النادي الاهلي او من الجهاز الفني للنادي الاهلي، ولا ايضا من الجهاز الفني لنادي الزمالك. تمام، عدد المشاركات عند محمد مجدي قفشه، الاثنين لعبوا نفس المشاركات 13 13 قدامنا الارقام على الشاشه، الاثنين لعبوا 13. نيجي بقى لمين بيسجل اهداف اكتر. محمد مجدي قفشه مسجل 4 اهداف مقابل هدف واحد بس لاوباما. اذا على مستوى التهديف هتلاقي ان محمد مجدي قفشه افضل من اوباما. طيب على مستوى صناعه الاهداف هنلاقي ان محمد مجدي قفش عنده 4 اسيست، يوسف اوباما عنده 5 اسيست. اذا ارقام اوباما اعلى في الاسيست. طيب حصول على ركلات جزاء، ده حصل على ركله جزاء وده حصل على ركله جزاء. اذا محمد مجدي قفش في الارقام التهديفيه بتاعته مساهم في كام هدف؟ 4 و4 8 و1 9، مساهم في 9 اهداف للنادي الاهلي الموسم ده. اما يوسف اوباما 1 و5 و1، يعني 6 و1 7، مساهم في 7 اهداف الموسم ده لنادي الزمالك. دي مقارنه ما بين الاثنين صناع الالعاب. نيجي لمنطقه الارتكاز، مقارنه ما بين عمرو السوليه وفرجاني ساسي، برضو بنتكلم على الموسم الحالي. هنلاقي ان عمرو السوليه عنده 29 سنه، فرجاني ساسي 27 سنه. عمرو السوليه اكبر من فرجاني ساسي بسنتين. عدد المشاركات، عمرو السوليه لعب 14 مشاركه. عمرو السوليه السنه دي بيقدم يعتبر عادل ارقامه الموسم اللي فات، بيقدم موسم مميز جدا. عنده 4 اسيست ومسجل هدفين، يعني مساهم في 6 اهداف للنادي الاهلي. الهدفين اللي جابهم عمرو السوليه نحط تحتها خط، 2 من بره منطقه الجزاء. وده حل مهم جدا دايما بيقدمه لك عمرو السوليه، هدفين، هدف كان في الحرس وهدف كان في طلاع الجيش، الاثنين كانوا من تسديدات من بره منطقه الجزاء. اما فرجاني ساسي عنده 11 مشاركه، احرز هدف واحد وكان من داخل المنطقه اللي هو كان في المقاولين العرب براسيه من ضربه ركنيه، وعنده اسيست واحد. ارقام فرجاني قلت جامد جدا الموسم ده عن الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان 6 اسيست او 5 اسيست، الموسم ده طبعا الارقام تراجعت بشكل ملحوظ. عمرو السوليه ارقامه عاليه جدا ونفس ارقامه السنه اللي فاتت حققها واحنا لسه ما خلصناش الدور الاول. طيب خلينا نروح لاخر مقارنه ما بين لاعبين في خط الدفاع، رامي ربيعه ومحمود علاء. تمام، عندنا ان رامي ربيعه سنه 26 سنه، محمود علاء 29. محمود علاء اكبر من ربيعه بسنتين بثلاث سنين. عدد المشاركات في رقم مميز قوي يمكن مش كتير هياخد باله منه. ربيعه عنده 12 مشاركه في الدوري. تمام، كم مره من ال 12 شباك الاهلي نظيفه في ال 12 مباراه؟ 11. واستقبلت شباك الاهلي في وجوده مره واحده، هدف واحد في مباراه واحده. يعني طالما ربيعه موجود لعب كم مشاركة؟ 12 مشاركة، 11 مشاركة من ال 12 شباك الأهلي نظيفة، يعني ربيعة هنا مصدر الأمان والاطمئنان لدفاع النادي الأهلي، طبعًا مع تألق محمد الشناوي في حراسة المرمى. نيجي برضو للناحية التانية، محمود علاء، محمود علاء أرقامه أعلى من ربيعة في إيه؟ في التهديف. في التهديف. محمود علاء جايب 4 أهداف الموسم ده. عكس ربيعة ما جابش ولا هدف. الشباك النظيفة لمحمود علاء 18 من 13 مشاركة في وجوده. 8 سوري من 13 مشاركه، 8 من 13 مشاركه. طب استقبلت شباك النادي الاهلي في وجوده في الزمالك في وجوده قد ايه؟ 8 اهداف
من 13 مشاركه في وجود محمود علاء، عكس رامي ربيعه. رامي ربيعه استقبل الدفاع النادي الاهلي هدف واحد بس في وجوده من اصل 12 مشاركه. عموما خلينا نشوف ماذا سيحدث في هذه المباراة، مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك، مباراة القمة مؤجلة من الأسبوع الرابع زي ما قلت لحضراتكم. المباراة ستقام في تمام الساعة 7:30. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور أحمد، إن شاء الله نتقابل بعد نهاية هذه المباراة. شكرا لحضرتك وبالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور أحمد ثابت. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هيكون معايا اثنين من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش والنجم الكبير الكابتن أسامة حسني. كابتن شريف عبد المنعم أيضا هيكون معانا، ولكن أنتوا عارفين بقى الزحمة والطريق النهاردة والمية وكده، فإن شاء الله لما يوصل هيخش علينا كتالت مع النجمين الكبيرين الكابتن محمد حشيش والكابتن أسامة حسني بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ كابتن اسلام ازيك؟ حضرتك ايه؟ كله الحمد لله تمام الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن اسامه حسني. ازيك كابتن اسامه؟ ازيك كابتن اسلام؟ بارك ايه؟ كله تمام. في انتظار طبعا وصول الكابتن شريف عبد المنعم، ان شاء الله هينضم لينا بعد قليل. كابتن حشيش، اولا عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه مؤجله من الاسبوع الرابع، بما ان حضرتك ليك في الامور الاداريه والكلام ده كله، سؤال الحقيقه مهم جدا يعني بيطرح، هو اي ناشئ ممكن يلعب مع الفريق الاول؟ لا طبعا. يعني مش زي زمان او مش زي الاول، كان اي فرقه تلعب مع في الدرجه الاولى في الدوري الممتاز، لان كان كله هواة. كانش فيه محترفين وفي هواة، هي استمارة بيمضي عليها الناشئ لغاية ما بيبطل كورة هي بتفضل معاه. الفترة الحالية دلوقتي في قوانين، في ناس بتعمل لها عقود، في ناس محترفة وفي ناس هواة، ما ينفعش تلعب لاعب هاوي مع لاعب محترف. فإذا دلوقتي لو حصل زي ما سمعنا الكلام ان فرقة عايزة تلعب بالناشئين قدام فرقه من الدرجه الاولى في الدوري الممتاز، لازم تكون اللعيبه دي محترفه، وبيتكتب على فكره في الكارنيه بتاعه لاعب محترف. يعني ايه لعيبه محترفه كابتن معلش؟ لاعب محترف يعني عامل عقد مع النادي بتاعه. يعني هو مثلا في الواقع اللي احنا سامعينها دلوقتي، لو نادي الزمالك عامل عقود مع لاعبي فريق اللي هو اللي هيلعبه 99 ولا 2001 ولا كذا ولا كذا، اذا يبقى من حقه. ما ينفعش السبب، لازم يكون عامل حاجه اسمها تصعيد، يعني مش اي حتى ناشئ عامل عقد يطلع يلعب برضه في الدوري الممتاز، لازم يعمل حاجه اسمها تصعيد. التصعيد دي في قائمه اسمها قائمه تصعيد على السيستم نفسه، مفتوحه. يعني في ناس 3، في ناس 10، في ناس 11، بس لازم يعمل الكلام ده ويثبته على السيستم بتاعه، ان اللاعب ده لاعب محترف عندي بعقد كذا كذا، واعمل له اللي هي زي بقول لك احطه في قائمه التصعيد دي عشان الكارنيه يقدر يلعب، عشان ما ينفعش لعيب هاوي يلعب مع لعيب محترف. فمش زي الاول ان مثلا فرقه النهارده لا والله انا مش هلعب بالناشئين، مش هسمع هلعب بالناشئين، لازم في شروط، ولازم ان اللعيبه دي تكون لعيبه محترفه، ولازم انها كلها تبقى معمول لها عقود، ولازم زي ما انا بكرر تاني لازم مفيش حاجه اسمها تصعيد على السيستم بتاع الاتحاد الكوره، ان هو اللعيب ده احنا مصعدينه ومعمول له عقد ولاعب محترف عندي. طيب كابتن اسامه، النهارده الحقيقه يوم غريب، معرفش هل حضرتك شايف ان مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك الكل بيبقى منتظر هذه المباراه، الكل بيشوف المباراه ماشيه ازاي، الكل عايز يشوف تشكيل الاهلاويه، بيحبوا تشكيل يشوفوا التشكيل للاهلي، الزملكاويه بيشوفوا الناحيه الثانيه، لكن عبث منذ الصباح الحقيقه، وحاجه تدعو الى الحزن والحسره الحقيقه. ده انت يعني انت بتجامل دلوقتي الرياضه المصريه والحاله اللي احنا بنعيش يعني فيها. بحاول اكون يعني احنا على شاشه قناه الاهلي، فبحاول اكون مش على شاشه قناه اخرى، فبحاول اكون يعني ايه بختار كلماتي بعنايه. لا احنا دلوقتي عارف البزراميط، عارف السمك لما تمر هندي، صحيح. نفس الكلام احنا عايشينه دلوقتي في الرياضه المصريه. اللي عايز ياجل مباراه بياجل بالمزاج، اللي عايز البطوله دي بعيده عني فخلاص انا البطوله دي خلاص انا بعيد عنها، فمش يعني عايز اجل الماتشات بتاعتي عشان اركز في بطوله تانية. اصبحنا لعمليه بالمزاج. ايه اسباب اللي دعت ان للكلام ده كله؟ النهارده نادي الزمالك
حظوظه بقت بعيده في الدوري الممتاز. النهارده الفارق بينه وبين النادي الاهلي بعد الجوله ال 15 14 نقطه. يعني قبل ما حضرتك تكمل، يعني لو كان العكس، يعني لو كانت المباراه دي يوم 20 والنهارده مباراه السوبر، خلي بالك الكلام ده قول لي، يمكن يعني لو المباراه الدوري كانت هتلعب يوم 20 مباراه السوبر كانت 24 هيتلعب عادي. السنه اللي فاتت النادي الاهلي كانت الامور صعبه جدا، كان اصعب دوري في تاريخ النادي الاهلي، وكان افريقيا ليك حظوظ فيها، كنت ملتزم بالجدول. وبالمناسبه السنه اللي فاتت شهر 2 انت شهر 2 انت بتلعب السنه اللي فاتت 8 ماتشات 8 مباريات 8 مباريات شهر 2 السنه اللي فاتت كان شهر 2 28 يوم 3 السنه 8 دي 24. 29 يوم انت النهارده السنه دي بطوله الدوري العام بعدت عن نادي الزمالك بشكل كبير. ده مش براينا بس، راي النقاد وراي المحللين وراي كل الناس، والاداء اللي بيظهر عليه النادي الاهلي واداء نادي الزمالك في الدوري الممتاز 14 نقط كتير. فالنهارده اعمل ايه؟ عايز ابدا، لا ابدا اركز في افريقيا. طب الدوري حضرتك هو النهارده دي مسابقه رسميه بنظمها اتحاد الكوره، فيها رعاه، مسابقه هي الاولى في مصر، لا اصل انا بعيد عنها، فانا عايز اركز في افريقيا. طب لو كنت بتنافس كنت هتعمل كده؟ ما كانش هيحصل الكلام ده، فاصبحت العمليه بالمزاج. طب تعال نروح، هو النادي الاهلي السبب. تعال بص، النادي الاهلي السبب، بص تعال نروح يا كابتن حشيش عشان نكون واقعيين بالارقام وبالتواريخ. في شهر 2 النادي الزمالك عايز يركز وكل كلامهم على مباراه الترجي. طيب احنا في شهر 2 الزمالك لعب كام مباراه؟ لعب يوم 5/2 الزمالك وحرس الحدود، يوم 9/2 الزمالك والاسماعيلي، 14/2 السوبر الافريقي الزمالك والترجي، يوم 20/2 الزمالك والاهلي في السوبر، النهارده 24/2 الزمالك والاهلي في الدوري، يوم 28 الزمالك والترجي في دوري ابطال افريقيا. يعني بتتكلم في شهر 2 الزمالك يلعب كام مباراه؟ ست مباريات. السنه اللي فاتت بقى، ده لا ده انا بتكلم على السنه دي. ايوه السنه اللي فاتت لعب كام ماتش؟ لا سيبك من السنه اللي فاتت، انا عايز اقارن مع الترجي المنافس لي اللي هو عمال يقول لك انا عندي مباراه كبيره، عندي مباراه مهمه. طب ما تعال نشوف الترجي في الدوري التونسي لعب كام مباراه. الترجي السنه دي في شهر 2 الزمالك لعب، لو لعب النهارده ولعب مباراه قادمه بقى ست ماتشات في شهر 2. 5/2 الترجي والاتحاد المنستيري في 5/2، 9/2 الترجي واتحاد طاطون 9/2، السوبر الافريقي الزمالك والترجي 14/2، 19/2 الترجي لعب مع البنزرتي بعد ما رجع من السوبر يوم 19/2، امبارح الترجي لعب مع حمام الانف 23/2، ويوم 28 الزمالك مع الترجي. اذا الترجي لعب كام مباراه؟ الترجي لعب برضه السنه دي شهر 2 لو هيلعب طيب ده هيلعب ست مباريات. طيب وصول لاعبي النادي الاهلي الى ملعب المباراه، زي ما حضراتكم عارفين النهارده الدنيا مطر شديد جدا، وبالتالي يمكن وصلنا متاخرين شويه، ولكن في النهايه وصل حافله لاعبي النادي الاهلي الى ملعب المباراه، وان شاء الله يخشوا ويبداوا تسخين المباراه مباشره. وبعد قليل هنقول لحضراتكم، عايز اقول لحضراتكم بس شيء، ان التشكيل الرسمي لم يصل او لم يصدر من الجهاز الفني حتى هذه اللحظه. كل التشكيلات اللي مكتوبه على كل الصفحات وكل الامور غير طبعا تشكيل اجتهادي، ممكن يطلع صح ولكن في النهايه التشكيل رسميا لم يصدر من الجهاز الفني. ووصول لاعبي النادي الاهلي الى ملعب المباراه، ملعب بالشكل اللي احنا شايفين، وصول حافله النادي الاهلي قبل المباراه بحوالي ساعه الا ربع رغم الامطار زي ما احنا شايفين، لكن ده احترام النادي الاهلي للمسابقه، احترام النادي الاهلي لتاريخه وللنظم واللوائح اللي موجوده، وده دايما النادي الاهلي معودنا عليه، في نظم في لوائح دايما بيمشي عليها مجلس الاداره. عمر ما كان القرارات في النادي الاهلي بمداخلات تليفونيه، يطلع مسؤول في النادي الاهلي يلف على القنوات كلها وياخد القرار بنفسه. النادي الاهلي لما خد قرار بالقرارات اللي احنا شفناها امبارح، النهارده يا ريت الكل يتعلم ودرس مهم من النادي الاهلي للجميع. لما حصلت ازمه او حصلت مشكله واتحاد الكوره او لجنه الضباط بتصدر قرارات الساعه 12 بالليل، دعوا لمجلس طارئ. اذا الاجتماع بقى كله على ترابيزه مجلس اداره النادي الاهلي، ما بقاش راي واحد. كابتن محمود خطيب جاب الاستاذ خالد الدرندلي عشان يسمع رايه وتقريره، كابتن سيد حفيظ مدير الكوره عشان يسمع رايه وتقريره، الراي جابوا برضو اللوائح، جابوا الشؤون القانونيه في النادي عشان لما تطلع بقرار يبقى قرار مدروس. ومن هنا برضو بنخاطب جماهير النادي الاهلي والشباب اللي على السوشيال ميديا، دايما الناس عندها الحماس لما بيبقى فيه قرار عايز النادي الاهلي يرد بسرعه، لا مش النادي الاهلي ان انا اسمع قرار بعد خمس دقائق ارد، لا النهارده لازم اتريس، لازم ادرس الموضوع من كافه الجوانب علشان لما اطلع بقرار يبقى هو ده القرار الصح اللي انا دارسه، ما بقاش قرار فردي ولا قرار شخص مجرد ان انا عمال الف على القنوات.
عايز ارجع للنقطه الثانيه ويا ريت تاكد معايا على النقطه دي. اتفضل. الزمالك اللي بيسعى لتاجيل هذه المباراه النهارده علشان بطوله الدوري حظوظه بقت بعيده عنه وعايز يركز في الترجي، الترجي نفس الحال، الترجي شهر 2 بيلعب في الدوري التونسي. معلش سامح النقطه دي هامه جدا، معلش عايزين نبدا فيها مره ثانيه، لكن خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من استاد القاهره يقول لنا ماذا يحدث الان في استاد القاهره. اتفضل يا كريم. كابتن اسلام الشاطر اهلا بيك يا كابتن اسلام، واهلا بكل مشاهدينا نجوم الاستوديو للتحليل. انا بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، بالفعل وصلت حافله النادي الاهلي لاستاد القاهره بعد معاناه كبيره جدا. نقدر اقول لك كابتن اسلام يمكن الطرق مغلقه تماما، كثافه يمكن مروريه كبيره جدا بسبب الامطار سواء في مدينه نصر او في التجمع الخامس، الامر كان صعب جدا، لكن بمجهودات كبيره قدر يمكن قائد الحافله للنادي الاهلي ان هو يكون في طرق مختصره مع التامين ووصل بالوصل بالفعل من خلال 3 دقائق كابتن اسلام مباشره لعيبه النادي الاهلي على الغرف في خلع الملابس للتجهيز ان شاء الله لانطلاق هذه المباراه. لكن النقطه الهامه كمان ان حتى هذه اللحظه حكام المباراه لم يصلوا ارض الملعب، وصول النادي الاهلي هو اول فريق يصل او اول الحضور يعني اللي يقدر نقول انه واصل لاستاد القاهره، في انتظار طبعا يكون في الطاقم الحكام يصل، في انتظار ايضا كمان حافله نادي الزمالك. لكن انا بطمن كل جمهور النادي الاهلي ان بالفعل اتوبيس النادي الاهلي وصل، فريق النادي الاهلي وصل بالكامل والكل في هذه اللحظات في غرفه خلع ملابس للتجهيز ان شاء الله للنزول الى ارض الملعب. الوقت مفيش وقت طبعا يا كابتن اسلام، فكده يكون التجهيز سريع جدا بالنسبه طبعا لللبس، بالنسبه للتربيط، الاسترداد، كل الامور دي هتكون في وقت قليل جدا، لان لابد كان يكون النادي الاهلي متواجد قبل كده بعدد كبير من الدقائق. لكن خلاص يعني نقدر نقول مع الحاله اللي كانت فيها بالفعل وصل للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله كابتن اسلام في خلال الدقائق القادمه نكون معاك ايضا كمان نقول التشكيل في حين ظهور او وصول نادي الزمالك، وايضا كمان في وصول طاقم الحكام الذي لم يصل حتى هذه اللحظه. تمام، اذا برضه التشكيل الرسمي لم يصدر حتى الان. لسه طبعا يا كابتن اسلام، يعني اكيد في انتظار النادي الزمالك، لان انت عارف اكيد النادي الاهلي مش هيعلن تشكيله الا في حضور نادي الزمالك، فلسه حتى هذه اللحظه لم يصل نادي الزمالك، لكن اكيد في خلال اللحظات القادمه اي مستجدات هتكون من خلال الملعب الاهلي ومن خلال كابتن اسلام. ارجو ان لو في اي حاجه جديده تبلغنا على طول وتكون معانا على الهواء مباشره يا كريم عشان تقول لنا ماذا يحدث في استاد القاهره. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. واذا النادي الاهلي هو اول الحضور من طاقم التحكيم وايضا من نادي الزمالك، حتى هذه اللحظه النادي الاهلي وصل الى ملعب استاد القاهره ولكن طاقم التحكيم لم يصل، ايضا نادي الزمالك لم يصل حتى الان الى ملعب السما. لسه ما زال 35 دقيقه 35 دقيقه ما فيش مشكله، لكن حضرتك بتتكلم في نقطه هامه جدا ان نادي الترجي اللي من المفترض ان نادي الزمالك هيواجهه يوم 28 لعب تقريبا نفس عدد المباريات. هي نفس عدد المباريات في شهر 2 علشان بس الحجه ان احنا عايزين نريح عشان افريقيا. لا، انت عندك مسابقه بتحترم المسابقه، بتحترم مواعيد المباريات. الترجي التونسي وهو خسران من السوبر ما طلعش قال انا عايز اريح بعد مباراه السوبر في اللي خسرها امام نادي الزمالك، قال لك لا الناس لعبوا يوم 23 امبارح امام حمام الانف ولعبوا يوم 19 امام بنزرتي، فاذا الترجي عدد مبارياته متساويه مع نادي الزمالك، فما فيش الحجه او التفصيل بالمزاج ان انا عايز العب مباراه او ما العبش مباراه، لا، في احترام للوائح والنظم الموجوده والمباريات المحطوطه من بدايه الموسم. تمام، اصل معروف مين اللي بيبوظ كل حاجه هنا في الرياضه المصريه، معروف وبيشار عليه، لكن في النهايه عموما النادي الاهلي بدا ياخد اجراءاته في اطار هذا الامر، وده مش موضوعنا دلوقتي، هنبقى نتكلم فيه بعدين ان شاء الله. كابتن حشيش، يعني تشكيله متوقعه للنادي الاهلي في هذه المباراه، يعني خليني اقول لك تشكيله متوقعه وليست التشكيله الرئيسيه للنادي الاهلي او الرسميه للنادي الاهلي. محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي باك يمين، علي معلول باك شمال، ايمن اشرف ومحمود متولي اثنين في قلوب دفاع، ثم عمرو السليه واليو ديانج اثنين في وسط الملعب، وليد سليمان ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات، وفي الامام مروان محسن. دي التشكيله المتوقعه لنادي الاهلي في هذه المباراه وليست التشكيله الرسميه. اعتقد ان هي تشكيله متوازنه، ودائما ما يسعى فايلر ان تكون تشكيله النادي الاهلي تشكيله تتناسب مع اهميه وقوه المباراه. التشكيلة طبعا متوازنة لو هي صحيحة، يعني لو هي حتى طبعا الآن كانت صحيحة رسميا لم يصدر تشكيل النادي الأهلي. عموما هي الأقرب يعني لتفكيرنا كمان حتى احنا وتوقعاتنا،
تشكيلة متوازنة، شايفين يعني برضو كل اللعيبة أو كل ال11 اللي موجودين فيها رجلهم في الملعب بيلعبوا مش بعيد، زي ما احنا تعودنا خلال الفترة اللي فاتت من فايلر ان هو كل الناس بتبقى موجودة. النهاردة مهتم جدا بالمباراة، حاطط تشكيل أساسي للنادي الأهلي، ما حاولش يريح حد عشان المباراة القادمة، بيلعب كل زي ما احنا متفقين أو زي ما النادي الأهلي معودنا بيلعب كل مباراة بالمباراة نفسها، ما بيبصش للي بعد أو اللي قبل. هو النهاردة حاطط في دماغه مباراة، في مباراة في الدوري، استكمال بطولة الدوري إن شاء الله بلا خسائر، العلامة الكاملة إن شاء الله. التشكيلة دي أنا شايفها تشكيلة من لعيبة أصحاب خبرات، بعودة طبعا أحمد فتحي، طبعا وجوده موجود، وليد سليمان طبعا من الخبرات اللي موجودة في الملعب. أعتقد أن التشكيلة دي قادرة النهاردة إن شاء الله أنها تكسب المباراة وتكمل في بطولة الدوري. سنة أنا عايز أخرج من السياق بس لحاجة، يعني شايفك طبعا أنت امبارح اتكلمت يعني بما فيه الكفاية وكان كلام كله محترم، بس أنا عايز أكد على أن حدة الصراعات والجو بقى مكهرب زيادة عن اللزوم عن قبل كده. يعني احنا الفترات القديمة عمرنا ما شفنا جمهور أهلي وزمالك. السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا يا كابتن في تأجيل. أنا بقى عايز أقول لك حاجة، غير السوشيال، ميديا الناس الجماهير يا كابتن أسامة كابتن إسلام بتستمد برضو كلامها وتصرفاتها من مجالس إدارتها. الوضع اللي احنا شايفينه للنادي الأهلي بقاله سنتين عمال يشتكي من رئيس النادي المنافس ان هو التصرفات والكلام وعملية تسخين الرأي وعملية إثارة الجماهير، وبالتالي كمان يمكن الموضوع ده ظهر بعد ما بقى في قناة موجودة للمنافس بيطلع والكلام، الكلام زاد جدا جدا، ما بقاش في حدود للكلام او حد يعني سقف للموضوع، الكلام بقى مفتوح زيادة عن اللزوم، تجريح، كلام، إثارة للجمهور. هو ده اللي ادى للي احنا شفناه. لما يكون انت لعيب في الملعب والقيادة بتاعتك بتتصرف التصرفات دي، انا هعمل ايه؟ ده بالعكس، ده كل انا شفت في المباراه الاخرانيه كل اللي بيزود في لعيبه نادي الزمالك فاكر انه هياخد نشان بعد كده من النادي او النادي هيديله جايزه على اللي بيعمله. فلازم وقفه للمسؤولين. احنا الكوره او الرياضه عموما وخاصه كره القدم طبعا اللي هي يعني اهم لعبه في مصر واللعبه الشعبيه راحه لاتجاه صعب جدا، الامور عماله تتزايد، مش معقوله توصل. يعني واضح ان المجموعه اللي موجوده اللي بتدير غير قادره على انها تعمل كنترول على الاحداث دي كلها، يبقى لازم تدخل من المسؤولين من القياده بقى الكبيره هي اللي تدخل تقدر تخلص على الصراعات دي، ولازم يبقى فيه عقوبات وجزاءات. شفنا اهواء كتيره جدا في العقوبات اللي حصلت الاخيره اللي هي يعني بتستفز كمان الجمهور اكتر واكتر. المفروض العقوبات دي يا اسامه انها بتهدي الناس، خلاص لما بتحس ان المسؤول عن الموضوع ادى كل واحد حقه بتهدي شويه، انما وكمان حاجه ثانيه كانت عشان بتكون يعني اراده للاعبين. يعني انت النهارده لما بتعمل حاجه يعني يبقى فيها اساءه للجمهور المنافس بديك العقاب. العقوبه لو مغلظه وعقوبه قويه اللاعب مش هيطلع على صفحته ويستفز الجماهير تاني تعليقات. استحاله ده، لا ده اللي بيحصل دلوقتي ايه عشان اكسب الجمهور، ممكن يبقى عليا عقوبه يعني عقوبه بسيطه بفعل يعني مشين انا عملته، لكن العقوبه يعني لازم تكون قويه ومغلظه. خلاص مش هفتح بوقي تاني ولا اتكلم، لا ده انا بطلع تاني واكتب على صفحتي واستفز مشاعر وكاني يعني ايه. عارف ليه بيعمل كده يا اسامه؟ لان هو حاسس ان القياده بتاعته هو الشخصيه بتاع النادي بتاعه عايزه كده، عايزه كده، ومش هتعمل معاه اي حاجه خلاص. ومش هتعمل اي حاجه. وفي نفس الوقت القياده بقى الاكبر او المسؤولين عن الموضوع كله برضه في نفس الاتجاه، فانت تعمل ايه؟ انت بالعكس انت تطلع تتكلم زي ما انت عايز. فالقصه دي مش يعني مش معقوله. يعني بعد التصرف اللي حصل من شيكابالا في الاستاد قدام الدنيا كلها، والمسؤول عن كره القدم في مصر بيخدم الحوض. طب ده أضعف الإيمان، اللي أنت حتى ما يعني تبدي استياءك حتى مش بالأحضان، يعني أنت موافق على الموضوع ده. هفكرك بقى بالواقعة بتاعة 2001 قتل سمير كمونة. سمير كمونة لما توقف كان نهائي كأس مصر أمام غزل المحلة،
ويعني شاور باشاره يعني مش هقول لك يعني اقل من بتاع شيكابالا، هقول لك مساويه لحركه شيكابالا في مباراه السوبر، مش هقول لك اقل. مين اللي كان ماسك غزل المحله وقتها مدير فني ودافع عن سمير كمونه؟ كابتن فاروق جعفر كان هو المدير الفني لغزل المحله، ولما اتاخد رايه من قبل اتحاد الكوره قال لك سمير كمونه ما عملش حاجه وبلاش عقابه. اتحاد الكوره اصر، قال لك انا عندي اللقطه ولازم، اتحاد الكوره هو اللي اصر وقال لك لازم يتوقف وقف سنه. يعني شوف الكابتن فاروق جعفر هو المدير الفني وهو اللي كان بيدعو ان سمير كمونه ما يتوقفش او يبقى عليه عقوبه خفيفه، وقال انا شاهد وشايف وكنت موجود في مباراه وما عملش حاجه. اتحاد الكوره قال لك لا عندي الشريط وده لا يصح، وبعد كده اتوقف سنه. وكانت نقطه تحول كمان في حياه سمير كمونه الكرويه، يعني بعدها بعد شويه كمان اكتر عن الملاعب بعد ما كان لاعب اساسي في النادي الاهلي. فانت النهارده العقوبات لازم تكون رادعه، حتى لو مش العقوبه بالايقاف لازم يبقى في عقوبه ماليه توجع شويه. ما انت برضو لعيب كوره، انت لما بتلعب كوره انت محتاج فلوس وبتلعب برضو في وقت عشان الفلوس. النهارده لما تكون عقوبه يعني لا بلاش 100,000 جنيه في عقوبه زي دي في 8 ماتشات، تعرف 8 ماتشات يعني قد ايه؟ يعني بتتكلم في شهر، يعني شهر واسبوع، شهر ونص، يعني عقوبه زي دي او فعل زي ده بتتكلم في شهر ونص، يبقى خلاص بقى. في المقابل بقى لا بلاش ان لعيب النادي الاهلي اللي واخد لنهايه الموسم عارف كم ماتش لو حسبتها؟ الدور الثاني كله والماتشات اللي باقيه من الدور الاولاني غير ماتشات كاس مصر. يعني تخيل، بص كم ماتش لكم ماتش، استحاله. ده انت ب ب ب ب بالوضع اللي احنا بنلعب كل 3 ايام ماتش، انت بتتكلم ان الراجل ده هيقف اسبوعين ثلاثه ويلعب تاني. يعني انت متخيل تكون لسه العمليه حتى طازه؟ وده الكلام اللي انا بقوله بقى تاني، هرجع اقوله. معلش يا كابتن، هو اذا كان العقاب يجب ان يكون على قد الفعل، لو ده كان ده حصل سواء للاهلي او للزمالك، شوف بقى انا بقول ايه، سواء للاهلي او للزمالك، يعني لو كان اسامه حسن او اسلام الشاطر مثلا لاعب في الاهلي وعمل الحركه دي، تمام، خلاص كلكم كاهلاويه كنتوا حاطوا طالبوا ان طبعا يتم ايقافه ومعاقبته اقصى عقوبه، بدليل الكابتن محمود الخطيب امبارح مستني ايه؟ خد خالد الاستاذ خالد دندري امين الصندوق في النادي الاهلي ورئيس البعثه، خد تقريره وقراه، وخد تقرير من الكابتن سيد عبد الحفيظ وبنفسه. يعني انا قلتها مفاجاه الحقيقه، يعني انا عرفتها وما كانش المفروض ان انا اقولها لكن انا عرفتها. عمل ايه؟ شاف بيشوف الفيديوهات اللي موجوده عنده بنفسه، علشان اذا كان هناك من اخطا من لاعبي النادي الاهلي يتم عقابه بقيم واخلاق النادي الاهلي. قبل بس ما اسمع كلامك يا كابتن اسامه، خلينا اقول لحضراتكم ان طاقم التحكيم لهذه المباراه وصل بالفعل الى ملعب استاد القاهره لسه حالا دلوقتي، زي ما حضراتكم شايفين لسه طاقم التحكيم وصل حالا الى ملعب استاد القاهره، وبالتالي اذا يتبقى وصول نادي الزمالك. النادي الاهلي وصل، طاقم التحكيم وصل، ويتبقى نادي الزمالك، والمباراه متبقي عليها حتى هذه اللحظه 25 دقيقه. خلينا بقى مع بدايه المباراه 7:30، واقعة مشابهه مش هنقولها دلوقتي، الساعه 7:30 بالادله بكل حاجه، بس خليها في الوقت المناسب بعد اتصالاتنا مع مسؤولين وحصل معاهم الموقف ده، وكمان مع مسؤولين في اتحاد الكوره، بس خليها لوقتها. النادي الاهلي عمره ما بدور على بطوله على قد ما بيدور على ارساء قيم ومبادئ تظل في تاريخ النادي الاهلي. مظبوط. النهارده وقع سنه 85، النهارده كابتن حشيش 85 لما اللعيبه تضمنت مع كابتن جوهري، والنهارده طلعوا اللعيبه الناشئين ولعبت، مش ده موقف حصل في تاريخ النادي الاهلي؟ بالمناسبه انا كنت منهم يعني كابتن حشيش برضو هو كان عايش الموقف ده. وعايز اقول لك، معلش يا اسامه هكمل الحته دي، عايز اقول لك دي من القرارات طبعا اللي كانت يعني غلط اتخذتها في حياتي وتعلمت منها كتير، بس كان لها ظروفها طبعا، الواحد كان لسه صغير. عامل ايه النادي الاهلي معانا؟ اتوقفنا شهر، ايوه، يعني وبعتونا في سفريه في رومانيا بلد على حدود روسيا، نمنا تحت المدرجات. لا انا يعني عايز اقول لك، انا بتكلم المباراه بعد الايقاف كانت ايه المباراه القادمه؟ الزمالك، اهلي وزمالك طبعا. الزمالك عنده نجوم كبار وفول تيم وبالشكل اللي احنا شايفينه يكسب الاهلي، لكن الاهلي ما دورش على كده، انت بتدور على ارساء مبادئ وقواعد تظل في تاريخ النادي الاهلي عشان يبقى الكل عارف. علشان كده النادي الاهلي ما دورش. شوف الكابتن محمود خطيب السنه اللي فاتت في بطوله تنس الطاوله اللي كانت في الخارج، اتنين لعيبه في الريسبشن بتاع الاوتيل يعني تشاجروا مع بعض، الشكل لا يليق بالنادي الاهلي.
رئيس البعثه هناك كلم الكابتن محمود الخطيب قال لك حصل كذا كذا، الشكل لا يليق بالنادي الاهلي، قال لك الاثنين ينزلوا على طول، واثنين كانوا مهمين، وانت كمان في لعبه تنس الطاوله مسيطر، فالاثنين هيأثروا معاك، قال لك ينزلوا مش مهم البطوله، وكملنا وكان درس انك بتاخد البطوله انك بترسي قيم ومبادئ النادي الاهلي. عشان كده عمر ما كانت البطولات هي اهم من النادي الاهلي، انك انت عندك بطولات تكفيك 100 سنه قدام، بس هي القواعد والمبادئ هي اللي هتفضل طول الحياه. عموما هنكمل كلامنا، عايز اقول لحضراتكم ان لاعبي النادي الاهلي وصلوا الى استاد القاهره، طاقم التحكيم وصل لاستاد القاهره، يتبقى فريق نادي الزمالك. دلوقتي الساعه 7:05 قبل المباراه تقريبا بخمسه، او قبل بدايه المباراه او موعد انطلاق المباراه ب 25 دقيقه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه ونشوف ماذا سيحدث في ال 25 دقيقه القادمه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن حشيش، في اطار برضو الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، حتى الان لم يظهر طبعا التشكيل الرسمي للنادي الاهلي، لانه طبعا الطرف الاخر نادي الزمالك لم يصل الى ملعب المباراه بعد وصول طبعا حافله النادي الاهلي الى ملعب استاد القاهره. ايضا وصل طاقم التحكيم، ولكن لم يصل النادي الزمالك حتى الان الى ملعب المباراه. طيب كابتن حشيش، لو هنيجي بقى نتكلم في ما يحدث خلال الفتره السابقه، يعني المباراه دي تحديدا اتاجلت تقريبا مرتين قبل كده خلال الفتره السابقه، ايه رايك في اللي الدنيا ماشيه ازاي والامور بتدار ازاي؟ الدنيا بتدار غلط خالص في حاجات كثيره جدا جدا. يعني احنا لو هنتكلم على الاجنده اللي جاي بيها اللجنه الخماسيه والحاجات اللي وعدوا بيها، يمكن اولها كانت اجنده او جدول دوري ثابت يتلعب في المواعيد بتاعته. شايفين لغط كبير من الانديه اللي كانت بتطالب، بتقول انا عايزه جدول منتظم عشان ده بيدينا نوع من اريحيه وبنقدر نريح اللعيبه وبنقدر نجيب مستوى معين، ما بقاش فيه فترات توقف، ما بقاش فيه تاجيلات، ما بقاش فيه كذا، ما بقاش فيه حد بياجل وحد ما بياجلش. كل الانديه كانت متفقه على الموضوع ده، ومع ذلك لغايه هذه اللحظه ان بعض الانديه هي اللي عايزه تاجل، يعني هي اللي عايزه تاجل ماتشات. واسامه قال الحقيقه برضو يعني نادي الترجي هيلعب تقريبا نفس عدد مباريات نادي الزمالك، ست مباريات او هي عدد نفس. خلي بالك يا كابتن حشيش، انت برضو النادي الاهلي تقريبا نفس القوه، خلي بالك يعني باستثناء ان مثلا نادي الزمالك هيلاعب او لاعب النادي الاهلي مرتين اثناء ال، هو برضو لا عنده البنزرتي ده كمان قويه في الدوري التونسي، فرقه كبيره بنزرتي وكمان حمام الانف طبعا واتحاد المنستيري. لا ده انت كمان قارن بقى ما بين الاهلي وصن داونز، انت الاهلي برضه هيكون ست مباريات في شهر اثنين زيه زي نادي الزمالك، في سواء سوبر سواء مباريات دوري. صن داونز هيلعب كام مباراه في شهر اثنين بقى؟ هيلعب خمس مباريات. يعني النادي الاهلي النهارده ما راحش اتحاد الكوره قال لك صن داونز هيلعب خمسه ريحني وعايز العب خمسه عشان احنا بنلعب باسم مصر. لا، احترم اللوائح واحترم المواعيد واحترم اللجنه الخماسيه واحترم لجنه المسابقات واشتغل بنفس الموضوع. السنه اللي فاتت يعني في عز النادي الاهلي وكان مضغوط وكان كم اصابات، يرجع من افريقيا بعدها بيومين العب مباراه، يلعب تلعب مباراه في الدوري بعدها مش بقول لك 73 ساعه 48 ساعه العب، بيلعب ان هو احترم جدول المسابقه اللي حطوه. بعد كده بترجع تغير، يعني مباراه الزمالك دي مش كانت متاجله قبل كده؟ مش الاستاذ عمرو الجنايني طلع مع عمرو اديب وقال جدول المسابقه هيمشي بالساعه والثانيه والدقيقه مفيش حاجه هتتغير؟ جت مباراه الزمالك هو اللي طلب وقال قال ان انا عايز اجل. طيب التاجيل ايه؟ قال لك قرار امن، وهو اشك ان هو ممكن يكون كان قرار الامن وقتها، بس النادي الاهلي اتاجلت المباراه. النهارده عايز ترجع تاجل علشان خلاص النادي الاهلي يعني بعد بجدول المسابقه وبعد بفارق النقاط، فنبدا بقى نشتغل على الكلام ده ان بطوله الدوري خلاص مش مهم، عايز اركز في افريقيا. اصل هي العمليه مش بالمزاج، انت عندك لوائح وعندك نظم وعندك اتحاد كوره وعندك رعاه وعندك مسابقه هي الأقدم وهي الأكبر في مصر وهي اللي بتمثل يعني الرياضة المصرية، هي بطولة الدوري. مع احترامي لكل المسابقات التانية، ما هي بطولة الدوري. يعني النادي الأهلي يعني خلينا نقول مباراة السوبر السابقة دي مباراة استثنائية. في إيه؟
ان دايما السوبر متاح لاي حد، المباراه 90 دقيقه متاحه لاي فرقه، انك انت بتلعب 90 دقيقه ممكن اقفل ممكن اطلع بالمباراه، لكن انت عايز تقيس الفريق البطل، الفريق القوي، الفريق اللي عنده لعيبه خبرات وعنده مستوى عالي، قيسها بمشوار بطوله بما يوازي 34 مسابقه 34 مباراه. شوف ليفربول السنه دي بالرغم ان هو ما حققش بطوله الدوري بقاله سنين طويله، شوف بيسعى ازاي انه يحقق بطوله الدوري في الدوري الانجليزي عشان هي البطوله الاقوى، شوف الارقام القياسيه اللي هم عايزين يعملوها. ايوه فالنادي بيلعب في كذا بطوله بقى طبعا، ده كاس معرفش ايه وكاس ايه وكاس ايه، يعني بطولات هناك كتيره جدا جدا بيحاول ان هو يلعب. وبعدين بره اسامه تحس ان الناس كلها عايزه تنجح البطوله بتاعتهم وعايزه تنجح كره القدم عموما، انما انت هنا على حسب الكيف. ما هو واحد بيتكلم في واحد في بطوله الاتحاد الانجليزي السنه دي لما جات له النهارده كابتن حشيش مباراه وهو عنده مباراه ثانيه كانت في كاس العالم الانديه، لعب بالصف الثاني ما عندوش مشكله عشان يقدر يوازي ما بين البطولات، بس ما جاش وقال لك انا عايز اجل المباراه، ما اصل يعني العمليه احنا ما بنلعبش في دوره مدنيه بالمزاج، انا صاحب الدوره فهعمل لك اللي عايز تلعب النهارده مش عايز تلعب، ولا انا صاحب الكوره هاخد الكوره مش هلعب النهارده، لا هي مش بالمزاج شغل طبعا مش النهارده. ليفربول راح كاس العالم الانديه كان عنده مباراه في كاس انجلترا او كاس الاتحاد هناك، لعب بالصف الثاني عادي وكان كسب او خسر كمان، كان خسر المباراه على ما اعتقد عادي ثلاثه خسر بنتيجه كبيره خسر بنتيجه كبيره بس. وبعدين يا اسامه اشمعنى احنا في مصر الدوري المصري والناس هنا في مصر اللي دايما عماله يعني الناس ماشيه في اتجاه وفي ناس ماشيه في الاتجاه المعاكس؟ طب ما نفكر ونبص على الناس اللي بره يا جماعه، ما نبص على الناس اللي بره بتعمل ايه ونقتدي بالناس اللي هي انجح الناس دوريات عايزة تاخد في العالم. الناس عايزه تاخد اللقطه بس هي دي القصه. وعايز اقول يعني برضو هرجع للموضوع ده تاني، النادي الاهلي لما اشتكى بقاله سنتين على التجاوزات اللي بتحصل، يعني لو كان في موقف يا اسلام اتاخد من زمان كنا وصلنا للمرحله اللي احنا فيها؟ طبعا. ابدا ابدا. وبعدين انا لما انا برضو هعيد تاني، لما اكون لعيب في نادي واشوف القياده بتاعتي مثلا زي النادي الاهلي انا هبقى لازم ملتزم، حتى لو انا كده لازم هلتزم، وحتى لو لم تلتزم سيتم عقابك بالظبط كده. وشفنا النادي الاهلي اول ما بيعاقبهم بيعاقب ابنائه اللي بيتجاوزوا، مثلا واحد خارج زعلان من ماتش بتلاقي على طول سيد عبد الحفيظ مديله مثلا خصم كذا وايقاف كذا يعني فما بالك بقى ان ده يبقى فعل تجاه البلد، يعني الفعل ده مش تجاه النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي، ده فعل تجاه البلد. بيان الاهلي طب في اكبر من البلد. الاهلي امبارح يا كابتن اول سطر فيه ايه؟ فيما معناه يعني انا مش حافظ الكلام بالظبط، ولكن احنا مش هنقف ولا عمرنا وقفنا ولا هنقف مع حد غلطان. مهمه جدا جدا دي. فدي كان سطر مهم جدا ولفتنا النظر اليه، لانه الحقيقه هو ده اللي احنا بنشوفه داخل النادي الاهلي دائما، وهو ده اللي اتعلمناه دائما داخل النادي الاهلي، ان ممكن يكون عندك خطا مفيش مشكله، انا لو عندي خطا لازم ان انا اوجه الخطا الى الصح. تخيل بقى انت بعد القرارات اللي طلعت اللي هي القرارات المجحفه للنادي الاهلي والظالمه للنادي الاهلي والكلب ميكالين، الطرف الثاني كمان مش عاجبه يعني مش عاجبه كمان القرارات اللي طلعت كمان يعني انت متخيل وصل لدرجه ايه؟ يعني انت متخيل وصل القصه لدرجه ايه؟ طيب الفعل اللي حصل ده يا جماعه انا بعيد ثاني، ده مش ضد جمهور النادي الاهلي بس، لما يكون الفعل ده احنا كنا بنقول الماتشات بتاعه الاهلي والزمالك داخل مصر وبتتذاع على تلفزيونات العالم كله، الدول العربيه وافريقيا والعالم كله، وبنقول لازم تطلع بشكل لائق، فما بالك انها لما تبقى بره في بلد شقيقه زي الامارات العربيه ويحصل التجاوز الغير عادي، ومش مثلا هنقول الفعل ده اسلام مثلا حصل ايه بنرفزه وحصل مره ولا حاجه، ده اصرار على الفعل ده مره واثنين وثلاثه واربعه في نفس الدقيقه نفس في نفس اللحظه اصرار، يعني مثلا مش هنقول حصل حركه بالايد غصب عنه انفعال، ده كذا مره مصر انك تعملها حوالين الملعب. انا عجبتني الحقيقه كلمه امبارح اتقالت ان لو كهربا يعني بسبب اللي عمله اللي احنا ما حدش شافه لغايه دلوقتي بسبب اللي عمله يتوقف لاخر الموسم، شيكابالا يتوقف للعمر كله. يعني انا شايف ان ازاي الناس مش شايفه الكلام ده، وبرجع تاني بقول لازم واقفه من المسؤولين عن الرياضه في مصر، لان دي سمعه مصر
والطريق اللي انا شايفه كده طريق مسدود رايح لاتجاهات تانية، لازم يتعاقب المخطئ. والتجاوزات دي لازم تسكت خالص، التجاوزات دي لازم يعني تخرس بقى مش تسكت، لان رايحين لحاجه مش كويسه. احنا للاسف عندنا مشكله اخلاق من سنه 2005 في الرياضه المصريه، مش من دلوقتي، مش من سنتين وثلاثه، يعني من 2005 وانت عندك يعني مشكله الاخلاق. شوف الدايره اللي احنا عايشين فيها من سنه 2005، وكم المشاكل في الرياضه، وكم الصوت العالي، وكم انك انت بتاسس لشباب وناشئين واطفال طالعه واجيال طالعه عشان تاخد حقك، كم الالفاظ اللي عشان تاخد حقك الناس. الصوت العالي، البلطجه، قله الادب، هي دي اللي هتاخد حقك بيها للاسف من سنه 2005 واحنا بناسس للكلام ده. النهارده واحنا دوله قانون ومؤسسات، لو القانون يتطبق في حاجات وفي حاجات معينه وتكون بسرعه وتكون عبره لناس طالعه، هيبقى فعلا يعني هيبقى في بعد كده يعني حاجات كويسه في البلد. لكن المشكله كمان، المشكله ان انت مش هتتكلم مثلا ان مفيش كنترول على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الكلام ده. احنا ما بنتكلمش على الجماهير، ده انا مش على الجماهير، على المسؤولين. على المسؤولين، ما انا بقول لك المسؤولين بيطلعوا يعني في هناك انباء بتقول انباء، انا لم نتاكد من هذا الموضوع حتى الان، ان تم تاجيل المباراه او تاخير المباراه 60 دقيقه على ميعاد يعني من الممكن ان هي تبدا الساعه 8:30. دي انباء حتى هذه اللحظه، هنتاكد منها طبعا زمايلنا في الاعداد محمود سعيد وبقيه الاعدادي يشوفوا لنا ايه الموضوع، لانه هناك انباء عن تاجيل المباراه من الساعه 7:30 للساعه، او تاخير المباراه من الساعه 7:30 للساعه 8:30. هل دي انباء صحيحه ولا لا؟ هنعرف بعد قليل. طب شوف لنا، خليهم يشوفوا لنا في الاعداد اللائحه بتقول في حاله تاجيل المباريات، المباراه تتاجل قد ايه؟ دور المراقب يعني دور المراقب ايه في الموضوع؟ هذه لائحه، اللائحه اللي مش موجوده استلمناها ولا ما استلمناهاش؟ اللائحه اللي ولا ما استلمناهاش ولا ما هو خلي بالك بجد، انا بتكلم بجد. انهي لائحه؟ ما هي دي تبع لائحه ايه يا كابتن حشيش؟ دي لائحه المسابقه نفسها. اعتقد ان المفروض المسابقه نفسها، المسابقات، لائحه المسابقه نفسها. اعتقد ان العميد محمد برجاني مش في الناشئين يا كابتن حشيش، لما كنت في منطقه القاهره لما بتعملوا مسابقات مش بيبقى في لائحه للمسابقات؟ طبعا، ولائحه للمباريات، ولازم تتوزع على الانديه من قبل البطوله ما تبدا. لازم، وبيجي المسؤول يستلمها وبيمضي. ده لازم، صح طبعا، يعني مش بتسلمها وخلاص، يمضي بالاستلام على الكفر بتاعها. لازم، مش على الصفحه يعني بس. لا 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 لا، ما ينفعش. بتوزعوها ازاي يا كابتن؟ يعني انت دلوقتي لو بعت لي انا مثلا ماسك نادي كذا والنادي ده حضرتك بعت لي، بنتكلم كده ودي ان انا اديتك ال؟ لا فيش ودي، لا فيش ودي، لا لا لا، صح؟ لا في صادر وارد، طبعا صادر وارد وماضي على الكفر بتاع نفس الفايل اللي هياخده، عشان بعد كده انت لو ما جيتش يبقى ما تسالش، ما تجيش تتكلم على عقوبه بقى انت خدتها. لان في لجنه مسابقات بتطلع كل اسبوع عقوبات على اللي بيحصل في المسابقه، فما تجيش تقول لي والنبي اصل ليه يا كابتن 4 ماتشات، والنبي ليه يا كابتن مش عارف 10,000 جنيه. لا، انت ماضي يا حبيبي على انك استلمت وعارف الكلام ده كويس. فعشان كده الامور بتمشي سهل. انما اقول لك والنبي اصل مش عارف ايه، ما ينفعش، ولازم انت تبقى حريص يا اسامه انك تستلم الكلام ده، زي ما النادي الاهلي كان حريص وبعت اكتر من مره. ما سمعت من اسلام امبارح ان النادي الاهلي بعت اكتر من مره يوم 27 معينه 17/9 و27/9 و1/10 في المقابل بقى. لو انا صح والله انا سلمتك. لا، اصل بتاريخ الفكرة كذا، الفكره ان احنا منزلينها على الصفحه دي يعني، ودخلنا يعني، بس احنا امبارح تقريبا السيستم كان واقع، مش فكره حتى احترافيه. يعني ايه انا منزلها على الصفحه؟ انا ما بدلش الصفحه بتاعتك. انا منزلها على الصفحه. طب انا عايز اسالك سؤال. طب انا عايز اسالك سؤال، ينفع ان انا ابعت لك على الصفحه تاجيل ماتش؟ لا طب لازم ورقه وادي لازم خطابات رسميه طبعا. ما هي دي نفس القصه. وبعدين انت لو سلمتني هتقول لي لا يا حبيبي انا مسلمك بتاريخ كذا وفلان الفلاني اللي مضى عندي، وعندي اثبات بالكلام. طب هقول لك بقى واقعة السنه دي حصلت في الدوري الممتاز. بمناسبه تاجيل يعني، وانت بتقول دلوقتي لا دي انباء، انا حتى هذه اللحظه لم نتاكد. حاولوا تجيبوا لنا كريم احمد يا جماعه من الاستاد نعرف. بس النهارده بيتكلم على واقعة حصلت بقى. واقعة حصلت السنه دي، ويعني هقول لك كمان مين اللي اصدر القرار فيها. السنه دي مباراه المقصه ومباراه وادي دجله في الدوري الممتاز، كانت المباراه مقامه في بيترو سبورت وادي دجله. المدرب اليوناني والكابتن احمد حسام ميدو مدرب مصر مقصه، والمباراه كانت تابع وادي دجله، وكانت المباراه مقامه في بيترو سبورت. تمام. تعثر فريق مصر مقصه للوصول للمباراه في التوقيت بتاع المباراه. برضو امطار غزيره، الاتوبيس مش قادر يوصل. كابتن وليد هويدي مدير الكره في نادي المقصه اول حاجه كلم الاستاذ حسام الزناتي
رئيس لجنه المسابقات، قال له يا كابتن حسام احنا مش قادرين نوصل دلوقتي لملعب المباراه، ممكن ناجل المباراه لبكره ان احنا في صعوبه شديده ان احنا نوصل. قال له المباراه لو تاجلت لبكره نادي مصر مقصه هيخسر المباراه ويخسر نقاط المباراه وغرامه ماليه كبيره. قال له الحل، قال له الحل لازم تكون موجود في المباراه. الحل الوحيد يمكن اجله الماتش ساعه ولا حاجه. لا ما انا برجع لك بقى. اتفضل. قال له هرجع لبتوع وادي دجله، وادي دجله انا هسمح لك ب 20 دقيقه، بعد ال 20 دقيقه مصر مقصه هيخسر. يعني مثلا لو الماتش 7:30 لغايه 8 الا 10. 8 الا 10. ده الكلام ده خلي بالك، وارجع ولو تقدروا تجيبوا كابتن وليد ويدي مدير الكره في المقصه ويقول لك الكلام ده. قال لك كلمت مراقب المباراه نفس الكلام اللي قاله حسام الزناتي، حكام المباراه نفس الكلام اللي حسام الزناتي، قلت له كلمت حسام، قال لي كلمته بنفسي عشان اشوف الموقف، هو اللي بيدير المسابقه. قال له قدامك 20 دقيقه، لو تاخرت مصر مقصه خسر المباراه وكمان غرامه ماليه كبيره. قال لي عملت ايه؟ قال لي رحت واحنا في الاتوبيس نزلت اللعيبه تاكسيات بسرعه عشان اللعيبه تروح ملعب، وقال لي فعلا وصلنا ما فيش حتى اللحماء يعني 15 دقيقة ولا حاجة وبسرعة ولحقنا. طب انا عايز اقول لك حاجة يا اسامة، اذا دي اللائحة دي واقعة حصلت، اللائحة دي السنة دي واقعة حصلت السنة دي والسنة دي ده والسنة دي كمان، واللي بيديروا المسابقة هم موجودين وهم اصحاب القرار في هذه الواقعة. يعني طب اللائحة دي انا عايز اسال، اللائحة دي مش هي اللائحة بتاعت المسابقة السنة اللي فاتت ولا حصل تجديد؟ ما هو طالما ما استلمتش حاجة جديدة يبقى انت شغال على بتاعت السنة اللي فاتت. ما اعرفش هل جددوا فيها ولا. طب ما نجيب الحاج عامر حسين يعني ده راجل حجة في المواضيع دي، ويعني يقدر ممكن يفيدنا حتى في الموقف اللي احنا فيه بالنسبه للتاخيرات دي، وايه الامكانيه واقصى مده. انا نجيب بس واقصى مده ممكن نتاخر فيها قد ايه؟ الاستاد ايه الاول؟ الساعه 7:30 يعني من المفترض المباراه تنطلق الان، لكن نعرف ايه اللي بيحصل في الاستاد وبعد كده برضو نجيب طبعا الحاج عامر حسين ده يعني راجل. طب ما تجيبوا لنا حسام الزناتي ليه يا حاج عامر؟ مش هيعمل مداخله، مش هيعمل هو المدير. مش هيعمل مداخله، مش هيعمل مداخله عشان يبين ولا يوضح. حاولوا يا جماعه تجيبوا لنا كريم احمد من استاد القاهره نعرف هل الانباء اللي مكتوبه على السوشيال ميديا دي ان تم تاجيل المباراه ساعه هل هي انباء حقيقيه ولا غير حقيقيه؟ ولكن يعني حتى الان زي ما قلت لحضراتكم هناك انباء. يا نهار ابيض. قال لك وهناك انباء ايضا عن تعطل حافله نادي الزمالك اعلى كوبري اكتوبر في منطقه وسط البلد. تعطل؟ تعطل. يعني بصراحة الحافلة بتقدم رجل وتأخر. بقول لك ايه؟ بقول لك حاجة؟ والله يعني يستحمل بقى الحاجة بصراحة. بالعكس الكرة اللي بيعمل كده يعني انا كنادي اهلي في حالة زي دي خدت التلاتة بونت بتوعي بالظبط ومريح لعيبتي، الفرق بقى 17 نقطة وريحت لعيبتي والعب مباراة صن داونز وانا مريح، وكمان ايه بعمل رقم قياسي كبير بكسب 16 مباراة من التالت. ايوه خلاص مفيش مشكلة يعني. ايوه ان انت يعني بتعمل الكلام ده عشان برضه تتحايل انك برضه ما لعبتش يعني او مش هتلعب، ولا بتعمل الكلام ده ليه؟ لان مفترض اي حد فينا بيبقى عنده شايف الجو وفيه امطار وفيه بينزل قبل ميعاده باكتر شويه عشان يقدر يوصل. طيب خلينا نروح لزميلنا كريم احمد، لزميلنا كريم احمد في استاد القاهره يدينا اجواء ما يحدث في استاد القاهره. كريم اتفضل. بجد التحيه ليك يا كابتن اسلام الشاطر، كل التحيه ليك ولكل نجوم الاستوديو التحليلي الجمهور للنادي الاهلي. بالفعل يا كابتن اسلام يعني اخر المستجدات تم تاجيل المباراه ل 60 دقيقه، يمكن ده حضرتك طبعا يمكن اعلنته وتم اختار بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره من مراقب المباراه. الاجواء يمكن كانت صعبه شويه يا كابتن اسلام قبل ما فريق النادي الاهلي يصل او كمان طاقم الحكام، يعني الجو كان صعب جدا بره، تكدس مروري يعني غير عادي، يمكن المايه عامله ازمه كبيره جدا في محيط استاد القاهره، كل الشوارع اللي ممكن تقدر نقول ان احنا يعني لو الامور بتبقى زحمه جدا او بيبقى في مشاكل بتقدر العربيات تدخل فيها، لا كل الشوارع مغلقه تماما. كمان التامين كان زياده اليوم بالنسبه لهذه المباراه، لكن زي ما اكدنا وقلنا كابتن اسلام وصول فريق للنادي الاهلي ووصل بالفعل طاقم الحكام، لكن مع تاخر الوقت بشكل كبير وحتى هذه اللحظه كمان لم تصل الحافله الخاصه بفريق نادي الزمالك. اكيد طبعا في مستجدات كثيره جدا تمت منها ان تكون تاجيل المباراه 60 دقيقه. الاجواء في استاد القاهره صعبه جدا بالنسبه لارضيه الملعب، ما فيش ميه باينه كابتن اسلام بالنسبه للشكل العام، لكن اي حد من اللعيبه
لعيبه هيدوس على ارضيه الملعب او يبقى فيه دريبلنج بالكره هيبقى فيه باين قوي ان فيه تاثير كبير جدا لان فيه تكدس مياه كبير جدا. في هنا امور كثيره جدا، وسائل الشفط شغاله، يمكن الاستاد بشكل كبير جدا، يعني طبعا اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره بيشتغل بشكل كبير جدا، وكان فيه عربيات دفع وشفط مياه كثيره جدا خلال الساعات الماضيه، لكن الامطار على طول بشكل مستمر جدا تحديدا في منطقه التجمع الخامس وايضا في مدينه نصر. في هذه اللحظات يا كابتن اسلام متواجدين بالفعل امام غرف قلع الملابس الخاصه بفريق النادي الاهلي. اللعيبه ادت الصلاه من لحظات بسيطه جدا، وبعض اللعيبه كده نزلت تتفقد ارضيه الملعب. يمكن كنت كان ليا سؤال سريع كده لمجدي قفشه، ارضيه الملعب قال لي الارضيه مليانه ميه جدا، يعني ربنا يستر على اللعيبه اللي هتنزل تشارك في المباراه لان في تكدسات ميه كبيره جدا والميه عاليه شويه لكن مش باينه للكاميرات او من حيث التصوير. لكن ان شاء الله كابتن اسلام بنتمنى مع وصول فريق نادي الزمالك الذي لم يصل حتى هذه اللحظه، وممكن كمان الموضوع يتاخر عن كده لان احنا كنا متواجدين خارج الاستاد وممكن وصلنا في 4 ساعات من فندق الاقامه الى استاد القاهره. لعيبه النادي الاهلي اتحركت، نقدر نقول التحرك يمكن يا كابتن اسلام كان بسيط جدا بالنسبه للامور الخاصه هنا بالنسبه للشفط والجو العام لاستاد القاهره، لكن ان شاء الله باذن الله تكون الفتره القادمه مع فريق النادي الاهلي يجري عمليات الاحماء، وهنتابع اكيد مع مراقب المباراه كل المستجدات اكيد يا كابتن اسلام. طبعا الاهلي عشان عارف طبعا اللي بيحصل فبيروح بدري، يعني النادي الاهلي انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، لكن المفروض كل الفرق تعمل كده، يعني مش مبرر مثلا ان ده يحصل او ده يحصل، لكن الصح ان انا عارف ان في مطره فالناس تيجي من بدري علشان تعمل تسخنها بدري والامور تمشي بشكل جيد من بدري. يعني انا عايز اقول لك ان الامور واضحه ان في مطر من بدري، وانت على حسب ما هتتحرك منين بتنزل بدري زياده شويه، يعني لازم اذا كنت بتنزل في المشوار ده بساعه مع المطر لازم مثلا ساعه ونص او ساعتين. مظبوط، فلازم تاخد الاحتياطات دي لو انت مهتم وجاي وعايز تلعب المباراه. النادي الاهلي ما وصل في الميعاد تقريبا، وهو رسميا طبعا خلاص. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايزين نعرف قانونيه تاجيل هذه المباراه لمده ساعه خصوصا في ظل اللي حصل، يعني قبل كده كابتن أسامة حسني قال لنا على واقعة حقيقية حصلت هذا الموسم ما بين مباراة ما بين نادي مصر المقصة ووادي دجلة، والكابتن وليد الوهيدي اللي المدير الكرة في نادي مصر المقصة كلم الأستاذ حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات وقتها وما زال يعني رئيس لجنة المسابقات، وقال له أنا عندي مشكلة كبيرة جدا لأن كان مطر وكذا 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 وعايزين نأجل المباراة لبكرة. قال له المباراة هتتأجل ثلث ساعة فقط، لو جيتوا هيتلعبوا المباراة، لو ما جيتوش هتبقى عليك غرامة كبيرة وهتبقى أيضا 3 نقاط هتخسرها. وايضا احمد حسام ميدو يا اسامه يعني كاتب ما قلت لك مدرب كان نادي او المدير الفني لنادي مصر المقاصه السابق كاتب على تويتر ايه برضه قول لنا اسامه. يعني كان ميدو زي ما قلت لك كان هو المدير الفني للمقاصه في بدايه الموسم، كاتب دلوقتي على تويتر في مباراه وادي دجله والمقاصه بدايه الموسم تعطلنا في الطريق بسبب الامطار، وخطبنا حسام الزناتي باننا لا نستطيع الوصول لملعب المباراه في الوقت المحدد، وكان رده قاطعا على وليد هويدي مدير الكرة بالمقصة إننا إذا لم نبدأ المباراة بعد 20 دقيقة من موعدها المحدد فسيتم احتسابنا مهزومين 2-0. ده والشيء كمان اللي أكده كابتن وليد الهويدي كان بيقول يعني مش هنكون خسرانين، ده هيبقى فيه غرامة مالية كبيرة نظرا أنت عندك رعاة ومعلمين كمان في المباراة. طب حاولوا تجيبوا لنا كابتن وليد الهويدي يا جماعة على التليفون لو سمحتوا. اتفضل. فهي دي الواقعة، وأنا احنا قلناها من شوية، وكمان يعني أحمد حسام ميدو يعني سردها وكتبها على صفحته الرسميه دلوقتي حالا. حاجه غريبه جدا، احمد حسام ميدو يعني راجل زملكاوي طول عمره، راجل زملكاوي وخلي بالك رجع برضه كابتن وليد ودي لمراقب المباراه وللحكام قال لهم الامور صعبه جدا والامطار كانت صعبه في التجمع الخامس، واحنا رايحين ملعب بيترو سبورت قالوا له عندك 20 دقيقه بعد 20 دقيقه. اذا لماذا تم تقديم او تاخير المباراه لمده ساعه، وهل هي قانونيه ولا غير قانونيه؟ يعني برضو يا جماعة برضو اسألوا كابتن ناصر عباس يقول لنا برضو على هذا الموضوع، هل هو قانوني أم غير قانوني؟ الموضوع في إيد الحكم بس ولا حد مش عارفين يعني القانون إيه هيقول لنا إيه في هذا الأمر؟ القانونية بتاع الموضوع ده زي ما أسامة قال هي تلت ساعة إلا إذا كان في ظروف بقى يعني قهرية بقى حاجة تبع مثلا الأمن، الجمهور،
معترض مثلا الاتوبيس بتاع اي فرقه حصل حاجه معينه، انما غير كده هي تلت ساعه. وبعدين القرار ده مش قرار حكم، القرار ده المراقب سيل فيه مراقب طبعا سيل فيه مراقب المراقب، واعتقد المراقب رجع للمسابقات رئيس لجنه المسابقات طبعا استاذ حسام الزناني. طبعا ما اقدرش يدي كده برضه يعني ساعه من نفسه، ما ينفعش. وحدد الساعه ليه؟ ما هو برضه مش بالمزاج يعني، مقصه كانت الظروف اصعب وظروف يعني صعبه جدا، نفس القصه ومطر وبتاع، وميدو احمد حسام ميدو بيقول كده، والنهارده قال لهم تلت ساعه بعد 20 دقيقه بدقيقه تخسرنا 2-0 وغرامه ماليه كبيره بالزبط. طب النهارده برضه لازم تثبت حاله، اتوبيس نادي الزمالك اتحرك من المكان اللي كان موجود فيه سواء اوتيل سواء النادي، اتحرك الساعه كام، وهل الوقت اللي اتحرك فيه ده هيسمح له انه يكون متواجد في ظل الظروف دي؟ لا ده انت كمان انت بتروح المباراه انت لازم تكون متواجد على الاقل قبلها بساعه ونص او بساعه عشان عمليه الاحماء يعني كل الكلام ده كله. فهل النهارده اتحركت في الوقت المشروع ليك انك تكون موجود في ملعب المباراه في الوقت المسموح ليك، ولا انت قاصد انك انت تتاخر؟ قاصد طبعا، ده اذا كان يعني انا طبعا بقرا الاخبار من على الانترنت بيقولوا ان المدير الفني اللي متواجد، الحقيقه مش عارف هنقول اسمه دلوقتي، لكن المدير الفني اللي متواجد مع فريق الزمالك بيقول احنا نزلنا نزق الاتوبيس. تخيل وصلت بينا الدرجه في كره القدم، واحده من اعرق المسابقات. تخيلوا حضراتكم ان في مسؤول في نادي بيتحكم في الشكل العام اللي بيحصل فيه، تخيلوا حضراتكم ان ده بيحصل دلوقتي، وتخيلوا حضراتكم ان كل اللي بيحصل ده والناس قاعده بتتفرج يا كابتن اسلام، محدش بياخد قرارات في اي شيء، ومحدش بيقول ايه اللي احنا ما عندناش مشكله، اللي يلعب عايز يلعب بناشئين يلعب، عايز يلعب بالشباب يلعب، عايز يعمل باي حاجه يعملها، هو حر، هو الجمعيه العموميه بتاعه النادي بتاعه اختاروا ان هو يبقى رئيس نادي، وبالتالي هم حرين مع بعض. ولكن في النهايه شايفين حضراتكم كل اللي بيحصل ده، منظرنا ايه قدام العالم كله؟ قمه، المفروض ان هي قمه يعني، انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، ولكن من المفترض ان تكون قمه العالم كله بيتفرج عليها، العالم العربي كله بيتفرج عليها. زمان الناس قاعده تضحك علينا، زمان الناس قاعده تضحك علينا. الحاجه الوحيده الحكم نفسه زمانه بيقول ايه دلوقتي؟ الحكم نفسه زمانه بيقول ايه دلوقتي في مثل هذه الامور؟ مهما كان من ليتوانيا ولا من كذا ولا من كذا، ولكن في النهايه يعني بيقول ايه؟ انت بتوحش المنظر زياده، انت بعد المنظر المسيء بتاع يوم الخميس. دي التويته بتاعت ميدو، تمام. بعد اللي حصل يوم الخميس، انت كمان راجع مصر انك تبوظ المنظر. يعني بالظبط كده، والطرف برضو اللي عمل المشكله يوم الخميس مصر ان هو يكمل برضو بالتصرفات. كابتن حشيش بص يعني ميدو في لفظ لما بيقول لك الوصول لملعب المباراه في الوقت المحدد، ان لا نستطيع الوصول لملعب المباراه في الوقت المحدد، حسام الزناد كان إيه؟ كان رده قاطعا. طبعا يعني دي برضو ايه، ما فتحش المجال، لا خلاص ممكن تبقى 30 دقيقه ممكن تكون ساعه. لا طب النهارده مش قاطعا ليه؟ النهارده ساعه ليه؟ مش عارف، بقول لك بالظبط، قال لي وليد هويدي بعد 20 دقيقه انت خسران مباراه 2-0 وكمان غرامه ماليه كبيره. وبعدين الرد طيب خلينا نروح للكابتن وليد وهيدي طبعا مدير الكره في نادي المقصه، برضو نساله في هذا الموضوع برضو عشان تبقى الامور موثقه في كل شيء. كابتن وليد ازي حضرتك يا فندم؟ حياتي حياتك كابتن اسلام وكابتن اسامه حسني وكابتن محمد حشيش. الله يخليك يا كابتن. كابتن وليد، يعني النهارده في مباراه نادي وادي دجله ومصر المقاصه تقريبا حدث شيء مشابه لما يحدث اليوم، يعني ممكن حضرتك تحكي لنا القصه مره ثانيه، ماذا حدث في مباراه وادي دجله ومصر المقاصه؟ كان في مطر برضو كتير، واحنا يمكن كنا اتعطلنا فعلا برضو بالباص كده. فاحنا يعني واحنا طبعا انا اتصرفت ان كلمت على طول الاستاذ رئيس لجنه المسابقات، وكلمت حضرتك الاستاذ حسام الزناتي مثلا نص ساعه يعني الماتش يعني. فطبعا قال لي والله بص الظروف اصلا ايه اللي هي على الكل. وادي دجله وصلوا، قلت له ما وصلتوش. فالمهم طبعا ايه يعني قلت حتى طبعا حتى الفتره اللي هي الايه اللي هي فتره السماح القانونيه اللي هي الثلث ساعه ديت يا كابتن اسلام. تمام. بصراحه قال لي خلاص يعني انت حر، لكن طبعا اللي المسابقه طبعا لجنه المسابقات او هتطبق اللي هي اللائحه يعني وكده. طبعا بصراحه وادي دجله تعاطف معانا يعني ساعه ما رحنا هناك،
فاخرنا يعني فقال له خلاص احنا الاثنين هنأخر معاكم الثلث ساعه ديت يعني. حتى برضه المراقب برضه طلب منا ان ايه يعني على الايه، فاحنا قلنا احنا متحملين ايه اي عقوبات هتيجي علينا الله غالب، طب ما احنا هنعمل ايه، طيب ما احنا اخرنا. فكان بس بصراحه هم ما عملوناش علينا عقوبه بعد كده. لكن انت وصلت قبل الثلث ساعه يعني، قبل نهايه الثلث ساعه. لا لا احنا عملنا لا الحكم صفر بتاخير الثلث ساعه بالظبط، يعني احنا اخرنا الثلث ساعه، احنا اخرنا الحكام في نص ساعه ان احنا يعني هننزل على الوقت اللي هو ايه القانوني يعني اللي هي الثلث ساعه. طيب. يعني مثلا يا كابتن لو المباراه كانت 5:30 دي 5 يعني بنلعب 5:30 يعني. تمام. طب كابتن وليد ايه راي حضرتك بقى في اللي بيحصل النهارده؟ تم تاخير مباراه نادي الاهلي ونادي الزمالك في الدوري المصري لمده ساعه بعد الكلام اللي حضرتك قلته ده. والله بقى هم طبعا يعني المجلس شايف قراره لجنه المسابقات طبعا قد يكون الامر مختلف، بس ممكن يكون مختلف مثلا ان احنا وصلنا احنا متاخرين، دجله كان تقريبا وصل قبلينا في الماتش بتاعنا، مش عارف بقى انا الظروف ايه، لان انا والله مش متابع التلفزيون لان انا بره، فمش عارف الاهلي وصل والزمالك لسه. الاهلي وصل والحكام وصلوا ولسه حتى الان فريق نادي الزمالك بيقول ان هو متعطل على كوبري 6 اكتوبر واللعيبه نزلت لتزق الاتوبيس وتم تاجيل انطلاق المباراه لمده ساعه. تمام يا باشا. والله بقى هم طبعا وعلى فكره وليد ممكن الساعه دي تبقى ساعه ونص برضه. يعني على حسب ممكن يتعطل تاني قبل بعد كده. هو بص حضرتك لما بتطبق اللوائح والقوانين طبعا ضحكتك واضحه، ضحكتك واضحه كابتن وليد، يعني انا عارف ان انت مش عايز تتكلم لكن ضحكتك واضحه. مش انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن. هو انا عايز اقول لحضرتك اتفضل يا فندم، هو لو كانت يعني اللوائح والقوانين بتطبق ما كانش حصل اي حاجه. صح، جاب الخلاصه. انت حضرتك جبت الخلاصه من الاخر، لو كانت بتطبق ما كانش حصل كل هذه الامور. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن وليد وهيدي. خلينا احنا في مثل هذا الامر وخلي الناس تقعد تضحك علينا وخلي الناس تشوف، لكن الحقيقه الحاجه الوحيده اللي طالعه صح في هذا الموضوع هو النادي الاهلي وتنظيمه لهذه المباراه، او يعني النادي الاهلي راح في ميعاده، كل الامور ماشيه بشكل جيد، كابتن سعد الحفيظ مظبط الامور قبلها بكتير ان هو لازم يبقى متواجد في ارض الملعب قبلها بكتير، اللعيبه الحمد لله كل شيء اللعيبه مستنيه ومركزه في المباراه، نزلوا يسخنوا، الامور ماشيه بشكل جيد، هو ده الحاجه الوحيده الصح. وجايين من مكان بعيد النادي الاهلي برضه، جايين طبعا من مكان بعيد وعاملين يعني حسابهم. أيوة. ان هم مش عايزين يعملوا فيلم هندي وخلاص يعني. صح. مش فيلم هندي بيتعمل وخلاص. لكن في النهايه زي ما حضراتكم شايفين، خلي الناس تضحك علينا وخلي كل المسؤولين اللي بيتفرجوا على هذه المهزله مفيش مشكله خالص، وخلي الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا جدا، والنادي الاهلي هيفضل ماشي في طريقه وهيفضل مكمل في طريقه وهيفضل ماشي بنفس الشكل وبنفس الاسلوب على حسب اللوائح اللي في ايديه. يعني النادي الاهلي عنده لائحه المسابقات وبالتالي يجب ان يلتزم بلائحه المسابقات، النادي الاهلي عنده لائحه في كذا هيلتزم بكذا، ما عندوش لائحه الانضباط وما خدش لائحه الانضباط يبقى عمرنا ما هنبقى عندنا اي شيء نقدر نطبق يجب ان يتم تطبيقها الا بالاهواء. و على حسب انا بحب اصلا بحب كابتن حشيش فانا مش هدي كابتن حشيش لنهايه الموسم، ما بحبش اسامه فحدي لاسامه لغايه نهايه الموسم والدنيا تمشي بهذا الشكل. واحنا كنا الحقيقه متعشمين خير، ولكن في النهايه زي ما حضراتكم شايفين اللي بيحصل في كره القدم المصريه اللي هي من المفترض ان تكون الاعرق والافضل والاقدم في تاريخ كره القدم في تاريخ افريقيا وفي تاريخ العرب، لكن في النهايه ده كسر القوانين كمان، قوانين اللعبه يعني، ده كسر القوانين اللعبه تاني النهارده بيحصل. واخد بالك؟ ولا هو مثلا الفرقه دي مش يعني مش زي المقصه ووادي دجله، مش اي فرقه في الدوري زي بعضها ولا في كذا وكذا. كابتن وليد هودي جاب الخلاصه. قال لك لو كانت اللوائح بتطبق على الكل زي بعض. صح. كانت الامور تبقى واضحه. صح. النهارده بقول لك لما قال لهم 30 دقيقه قالوا له 20 دقيقه بس، يعني دقيقه واحده تتاخر تتعاقب. فالنهارده انت لا انت العمليه متاحه مع احنا دلوقتي يعني المباراه 7:30 دلوقتي انت الساعه 8 فخلاص تعديت اصلا الوقت الرسمي بتاع اللائحه. وكمان قال لك يعني الحمد لله ان هو ثبت الواقع على رئيس لجنه المسابقات الاستاذ حسام الزناتي، وكان قال لك رده قاطع. قال لك دقيقه واحده تاخير خلاص المباراه لا تعتمد لنادي وادي دجله. فانت النهارده للاسف احنا ماشيين في مسابقه اللوائح لا اللوائح انت بشوف لا بظبط انا على مزاجي. كمان ظهر في العقوبات اللي ظهرت من لجنه الانضباط، فكل حاجه
خلاص بقت بالاهواء الشخصيه. طول ما انت بتحكم بالاهواء الشخصيه عمرك ما هتنجح وعمرنا ما نتقدم للاسف. يعني ده شكل يعني بص يا سما، لن يغفر التاريخ، تاريخ كره القدم في مصر او تاريخ الرياضه في مصر لن يغفر لما للسبب او المسؤولين عن هذا الموضوع الان. لان اللي بيحصل ده الحقيقه مهانه لكره القدم طبعا. المصريه بكل الاشكال طبعا. طبعا. اكبر ناديين في مصر، النادي منهم نادي الاهلي راح في ميعاده والدنيا تمام والامور كويسه، الوضع الطبيعي بتاع النادي الاهلي، الوضع الطبيعي يعني انا مش بجمل الشكل، الوضع الطبيعي بتاع النادي الاهلي. لكن على الجانب الاخر الحقيقه يعني حاجه منتهى المهانه، منتهى المهانه، وفي ناس مبسوطه وفرحانه. ده اصرار يا اسلام، ده اصرار على خرق القوانين. انا هاخد بعض الكلام برضو من نجوم كبار في كره القدم المصريه، احمد حسن النجم الكبير كابتن احمد حسن قايل ايه؟ ما يحدث الان مهزله بكل ما تحمله الكلمه لبلد هو تقريبا نفس الكلام اللي كنا بنقوله، لبلد هو الاكبر والاقدم والاعرق والاكثر تتويجا بالبطولات للمنتخبات والفرق، فالمشهد هو بمثابه العار لكل من شارك فيه، ونقطة سوداء في تاريخ الكرة المصرية، استقيموا يرحمكم الله. صحيح. يعني صحيح. ده مجرد أكيد هتلاقي برضو البعض أيضا النجم الكبير كابتن عصام الحضري قال كرة القدم جزء من حضارة مصر، عار على كل من شارك في هدم ما بناه الرجال، لأن هي دي الحقيقة. كل واحد اللي بيعمل ده كله عايز ياخد اللقطة، اللي بيعمل ده كله عايز ياخد اللقطه وعايز الناس كلها تتكلم عنه. صحيح. مش مهم اسم نادي الزمالك، مش مهم ايه اللي بيحصل، مش مهم كره القدم المصريه، ولكن عايز ياخد اللقطه، عايز ياخد اللقطه زي ما حضراتكم عارفين وزي ما كل الناس عارفه، كل الناس عارفه هذا الكلام. ان تصل الامور الى هذا الحد والى هذا المستوى المتدني الحقيقه من التفكير، اعتقد ان ده علامة خطر كبيرة جدا 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 على كرة القدم المصرية. الحمد لله النادي الأهلي لا يشارك في مثل هذه الأمور، والنادي الأهلي دائما ما يلتزم بكل ما يحدث أو بكل ما يكون متواجد من لوائح وقوانين ومثل هذه عشان الأمور. عشان كده مش لوحدي اللي بقول الكلام ده، ولكن أعتقد يا كابتن أسامة يعني حضرتك موافق الكلام ده ولا طبعا. أنا بس عايز أقول يعني تكملة. طيب الموضوع عدى المسؤولين عن كرة القدم، لازم تدخل من الدولة، لازم يا جماعة تدخل من الدولة، الموضوع أكبر. عدى الناس دي يعني عدى الناس دي، واللي حصل بقول لك الخميس النهاردة أنت جاي كمان إصرار من الطرف الثاني إن هو زي ما أنت بتقول ياخد الشو ويكسر في القوانين اللي موجودة دي، قوانين لعبة. احنا دلوقتي هل احنا بنالف لوائح بقى جديده وقوانين جديده يعني كل شويه؟ طب استنى وبعد كده ممكن يقول لك ايه، طب خلي الماتش يتاجل بقى. انت فاهم ازاي يا جماعه؟ يعني افرض الفرقه الثانيه ما جاتش دلوقتي، الماتش يتاجل ولا الماتش يخلص ولا ايه اللي هيحصل؟ طبعا ده احمد حسن هو بيتكلم، ده تويتر احمد حسن، ولو تجيبوا لنا تويتر عصام الحضري برضو. اتفضل يا كابتن. وبعدين دي انا مش مستغربها على فكره، ان في امور كتيره جدا عشان انا جوه المطبخ شويه وعارف لوائح كتيره بخصوص درجات معينه ثالثه ورابعه وممتاز به ما بتتقدمش يعني اللوائح. انا الدرجه الرابعه حتى هذه اللحظه فاضل فيها ثلاث مباريات عشان انا مسؤول يعني عن فريق. انت كملت اهو. انت كملت. فاضل ثلاث مباريات والدوري يخلص، وحتى الان انا مش عارف الصعود ولا الهبوط ازاي هيبقى. انت عارف هياخد واحد ولا اثنين ولا يعمل ايه؟ ما تخصش. انت عارف هياخد واحد ولا اثنين ولا هو سايب القصه. بيحصل كده في الدوري الممتاز، بيتكلموا على الثالثه والثانيه والرابعه. طبعا اذا كان كده الدوري الممتاز الدنيا اساسا بايظه، ومباراه بتتاجل ثلث ساعه ومباراه تتاجل ساعه والناس عايزه تاجل مباريات الخص لك الموضوع في حاجه بس صغيره. بص خلاصه الكلام، خلاصه الكلام بعد اللي احنا بنشوفه ده، انا عايز بس ايه حضراتكم بعد ما الموضوع ده ينتهي الناس اللي واقفه تقعد تسقف بقى وتهلل وتعمل الحركات دي يقعدوا يعملوا بس مثل هذه الحركات. الكل دلوقتي او المسؤول ده بيخاطر بسمعه مصر ومش فارق معاه اي حاجه خالص، ولا الهوى ولا فارق اي حاجه، هو اهم حاجه مصلحتي الشخصيه وانا اهم حاجه واخد اللقطه، اهم مش مهم بقى اي حاجه ثانيه، المهم ان انا اخد اللقطه واعمل اللي انا عايزه واخلي الناس كلها تبص عليا وتشوف انا بعمل ايه وما بعملش ايه، وفي الاخر هيقول لك اصل حفاظا على الفريق قبل مباراه مهمه. ده هياخد اللقطه كمان، ده عايز ياخد اللقطه هنا وبره كمان، لان ده ماتش حساس كمان اتفرج عليه الدنيا كلها، فالناس تبقى قاعده كده مستنيه. والله انا ما عايز اجيب التويتات بتاعت بعض اخواتنا في الخليج والعرب والافارقه بيقولوا ايه. كفايه اللي حصل، مش عايز بس اجيبها علشان ما تبقاش
يعني حاجه مهانه مهانه الحقيقه بوصلتنا او وصلنا ليها ما يحدث في كره القدم المصريه. ما يحدث في كره القدم المصريه الان هو الحقيقه كابتن احمد حسن كاتب كلام مهم جدا، ايضا الكابتن عصام الحضري كاتب كلام مهم جدا، لانهم جزء من تاريخ كره القدم المصريه، وبالتالي عارفين كويس قوي قوي ان اللي بيحصل ده لا يصح. اللي بيحصل ده مش كره قدم، اللي بيحصل ده مش كره قدم ولا يصح. خلينا مفيش مشكله، وانا عارف ان في ناس هتهلل، والله اقسم بالله يا كابتن والله يا سام هتلاقي ناس بتهلل بعد المباراه على طول للناس دي تحديدا، يقعد يهلل له ويعمل له وبتاع طيب خلينا برضو نروح لواحد من النجوم الكبيره جدا، واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين والمدير الفني للانتاج الحربي، ولكن الحقيقه انا هتكلم مع كابتن مختار مختار مع احد كاحد رموز كره القدم المصريه وليس كمدير فني للانتاج الحربي، لانه في النهايه لازم نعرف هو راي رموزنا في اللي بيحصل ده ايه. كابتن مختار ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. انا كابتن، ازيك يا اسلام؟ الحمد لله يا فندم. كابتن حشيش بيسلم على حضرتك وكابتن اسامه حسني. السلام عليكم يا كابتن. سلام يا كابتن. كابتن مختار، يعني عاجبك اللي بيحصل؟ لا عاجبني ده، يعني حاجه، يعني حاجه غير مسبوقه يا ابني، ده حاجه مش ممكن. يعني ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وليه؟ بيحصل ليه؟ عشان ايه؟ لاي سبب؟ لاي سبب ان احنا كبلد نبقى شكلنا كده قدام العالم؟ مين يقول كده؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ يعني فرقه مش عايزه تلعب، وواضح ان هي مش عايزه تلعب من بدري. والامور واضحه، واللاعيبه مشوها من الاوتيل، ده ما مصر كلها عارفه. طب وبعدين ازاي كده؟ يعني لاي سبب؟ يعني طب وشكلنا مين يتحمله؟ يعني مش كفايه اللي حصل فيه، كمان في المشي اللي بعديه نعمل يعني والله انا مش قادر اتكلم صراحه، لان لو اتكلمت اكيد مهانة يا كابتن مختار. والله يعني بجد عار على كره القدم المصريه ما يحدث الان. اللي يحصل ده يعني فوق الوصف. فوق الوصف. ما حدش بيقول كده ابدا. ولاي سبب؟ ايه السبب؟ مش عارفين يا كابتن. اللي يوصل مصر تبقى بالشكل ده، ايه السبب؟ مين السبب اللي يبقى كده؟ عشان ايه؟ هو سبب واحد ومعروف ومسؤول واحد ومعروف يا كابتن. عشان ايه؟ عشان ايه نستحمل كده؟ عشان ايه نستحمل بهدله بلدنا كده ونبقى يعني مرتشى للعالم في الكلام؟ ايه؟ سباق الحكم بيقول ايه؟ يعني سباق يعني الواحد راح سال الحكم دلوقتي، قال انا عمري ما شفت كده. الحكم بيقول دي حاجه مضحكه. طبعا طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ والله يا كابتن سلام، انا مش معاقبة المتسبب بقى يا كابتن، بقى عنده كلام كتير جدا عايز يقوله، بس لازم يبقى فيها وقفه. وقفه من مين يا كابتن؟ ممكن اعرف لو حضرتك تقول لنا؟ الزمالكاويه نفسهم ما يقبلوش كده. طبعا طبعا ما يقبلوش كده. طبعا ما يقبل كده. طبعا. لاي سبب؟ لاي سبب الدنيا تبقى كده؟ ليه؟ يمشيها كده ليه؟ اي حد عايز يعمل اي حاجه يعملها ازاي؟ فين المسؤولية؟ المسؤولية دي يعني المسؤولية دي هو انا بشتغل، يعني انا بشتغل جوه بيتي. ماشي، انت جوه بيتك اعمل اللي انت عايزه. لكن لما اكون انا مسؤول ومسؤول نادي ونادي كبير، انا بتكلم على المسؤولية كلها. اخد قرار يعني يسيء للبلد بالشكل ده والدنيا تمشي كده؟ استخفاف يا كابتن، استخفاف بالناس كلها، استخفاف بالناس كلها. يا كابتن مختار، المشكله نقبل كده ليه يا كابتن؟ المشكله كده وهيطلعوا يسقفوا له بعد المباراه، اقسم بال. انا ما اظنش حد هيسقف ده. هذا الامر يا كابتن مختار، حضرتك اهو يا كابتن مختار. يا كابتن مختار، من امن العقاب اساء الادب. انا ممكن اسقف لحاجه انا ممكن افوت منها، لكن انا بظن اهو، وانا بقول لك اهو، وانا شايف الناس. مفيش حد في جمهور نادي الزمالك يقبل هذا الامر. لانه امر يعني غير مقبول، غير مقبول بالمره. لا، ما حدش يعمل كده، ما حدش يقول كده. ان احنا نبقى شكلنا مش شكل الوحش ده، يعني مش كفايه الماتش اللي فات والاساءه اللي حصلت بالنسبه لنا.
نيجي كمان النهارده نزود الكلام ده بالشكل ده بس تبقى على مستوى المسؤوليه الكبيره. لا 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 انا اتمنى 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 يعني اتمنى الناس تبقى في يعني المسؤولين يبقى فيه وقفه ان بلدنا ما تستحملش كده ما تبقاش كده. انا الصراحه انا يعني انا بشكرك جدا. لا يا كابتن مختار انا بشكرك جدا على وجود حضرتك معانا، وزي ما حضراتكم شايفين نبره صوت الكابتن مختار مش عشان هو اهلاوي ولا لا 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 خالص. كابتن مختار شارك في صنع تاريخ كرة القدم المصرية. أنا بحاول أقول لهم دلوقتي يجيبوا لنا كل من شارك في في صنع تاريخ كرة القدم المصرية علشان حضراتكم تشوفوا وتسمعوا الناس دي اللي شاركت في تاريخ كتابة تاريخ. منذ أن بدأت كرة القدم في مصر اتحطينا على قمة التاريخ ده حتى هذه اللحظة، ولكن ما يحدث الآن أعتقد أنه هو إهانة كبيرة جدا جدا لكل الرموز كرة القدم في مصر. إهانة طبعا النادي الأهلي بره هذا الموضوع. أنا بس مش عايز أقعد كل شوية أقول للنادي الأهلي بره هذا الموضوع علشان ما تقولش إن أنا بدافع. النادي الأهلي التزم بكل ما هو مقرر لمثل هذه المباريات، ولكن اللي بيحصل ده حاجة عار عار عار. ويعني بجد والله العظيم ثلاثة الواحد في أوقات كتيرة جدا كان بيمسك لسانه وبيمسك أعصابه، ولكن في مثل هذا التوقيت احنا الواحد كان دائما بيبقى فخور ان هو بينتمي لكره القدم المصريه لاي نادي. واللي بيحصل ده طبيعي ما بين الاهلي والزمالك والاهلاويه والزملكاويه، وبيقعدوا يحفلوا على بعض ويقعدوا يقولوا على بعض، ولكن ان تصل المهانه الى هذه الدرجه من الاستخفاف بالعقول والاستخفاف بالمسؤوليه الملقاه. لكن في النهايه انا متاكد ان الصح دايما هيفضل صح، ولكن زي ما اسامه حسني قال من اساء العقاب او من امن العقاب اساء الادب فعلا. يعني خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. كابتن حشيش، يعني انا الحقيقه مش عارف اتكلم اقول ايه، لانه في النهايه هي مهزله بكل المقاييس، و مش عارف اقول ايه الحقيقه. لكن فهي في النهايه هنتكلم عن اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. يجب ان يكون هناك ترتيب من الداخل خلال الفتره القادمه. كابتن حشيش، المفروض ان يبقى في قرارات رادعه للموضوع ده. اللي احنا فيه بقى لنا دلوقتي، شوف قد ايه دلوقتي، مثلا بقى لنا ساعه ونص ولا حاجه قاعدين منتظرين حاجه زي كده. واحد شخص واحد متحكم في المشهد ده كله، بيعمل اللي هو عايزه. يعني دي مش حاجه جديده، ما بقاله فتره بيعمل الكلام ده، وحذرنا وقلنا كذا مره واشتكينا وعملنا، ومفيش لا حياه الا ما انتوا نادي، ومفيش حاجه بتحصل، ومفيش اي قرارات بتحصل. وعايزين نشوف بقى احنا يعني النهارده سواء الماتش اتلعب او ما اتلعبش، ايه القرارات اللي ممكن تحصل بقى بعد المهزله اللي حصلت دي على مستوى مصر كلها، وعلى مستوى طبعا كل المشجعين من الناديين في انحاء العالم كله. يعني انهم قاعدين نستنى الفرقه جايه، لا مش جايه، وبعدين فرقه عارفه ان المباراه في توقيت معين، بتتحرك من النادي في توقيت متأخر قوي برغم الظروف الجوية والكلام ده، وبرضه بيوصل يعني وبيدعي برضه الادعاءات تانية، وبعدين لا مش جايين دول، مش يعني حاجات بصراحة مش في الكورة. احنا بنشوف حاجات دلوقتي مش في الكورة، حاجات غريبة جدا جدا، لازم يبقى لها وقفة، ولازم يبقى فيه عقوبات محترمة مش زي العقوبات اللي طلعت. واللجنة انضباط، يعني لجنة انضباط ما تطلعش اللي طلعته المرة اللي فاتت بعد ماتش الخميس. هتتكلم في هذه الأمور؟ مفيش كلام من ده طبعا، أنا أعتقد برضو إنها هتتساب للأهواء الشخصية والتوازنات والحاجات اللي حصلت اللي شفناها في القرارات اللي طالعة الظالمة طبعا اللي طلعت. نتمنى إن يكون في يعني حاجة تهدي الناس. يعني شفنا كابتن مختار والعصبية اللي بيتكلم فيها لأنه مستاء جدا، وراجل عنصر من عناصر اللعبه، وراجل مدرب كبير وكان لعيب كبير ومنتخب مصر. طيب. عمره ما شاف في حياته طيب مثل هذه التصرفات. يعني خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح ومعالي اللواء محمد علي مراقب هذه المباراه، نعرف اللي بيحصل. اتفضل يا فاروق.
كل التحيه ليك يا كابتن اسلام ولضيوف ملعب الاهلي الكرام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، والكابتن اسامه حسني، ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا من داخل استاد القاهره الدولي، اخر استعدادات فريقي الاهلي والزمالك للمباراه المؤجله من الاسبوع الرابع للدوري العام. يعني نقدر نقول توقفت الامطار عن ملعب استاد القاهره، الملعب والظروف كلها مهيئه لابتزار مباراه ان شاء الله تكون مباراه مميزه ما بين الفريقين. حتى الان يا كابتن اسلام لم يصل فريق نادي الزمالك الى ارض الملعب او استاد القاهره. كل الاقاويل اللي بتردد في يعني في هذا الصدد ان خلال دقائق هيوصل نادي الزمالك، يعني مش عايزين نخوض في امور. يعني كل الشكر برضو للمسؤولين، سواء في مسؤول استاد القاهره الدولي او المسؤولين في الشرطه او على السهوله المروريه في الاماكن المحيطه تماما باستاد القاهره الدولي اثناء وصولنا او حتى بعد وصولنا. الامور كلها ميسره في انتظار وصول فريق نادي الزمالك. معي في هذه الأثناء سيد اللواء محمد علي مراقب المباراة، هيطلعنا على آخر المستجدات. سيادة اللواء برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، آخر التطورات المباراة، آخر يعني التطورات الأخيرة، الأحاديث اللي تمت خلال الساعات القليلة والدقائق القديمة القليلة اللي فاتت. هو طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم. إحنا طبعا المباراة كان متحدد لها الساعة 7:30، ولكن للظروف القهرية اللي بالقاهرة والأمطار والتكدسات في الطرق تقرر من الاتحاد وأبلغوني أن تؤجل للمباراة لمدة ساعة على أساس أنها تقام الساعة 8:30. الأهلي وصل في ميعاده عادي القديم وبيجري عملية الإحماء في الملعب بقاله فترة، والزمالك ما وصلش. طبعا احنا في انتظار فريق نادي الزمالك على الميعاد اللي تقرر من الاتحاد وابلغوني به انه 8:30، هننتظر الى هذا الميعاد. وطبقا للائحه الميعاد الجديد بتاعي انا 8:30، اذا ما وصلش 8:30 بمنح ثلث ساعه 20 دقيقه طبقا للائحه فرصه للفريقين انهم يستعدوا لهذه المباراه. اذا تاخر عن الثلث ساعه الحكم هيصفر بانتهاء المباراه. سيادة اللواء انا شايف يعني شايف الناحيه التنظيميه السهوله ايضا الموجوده هنا في الملعب، اللقاء الملعب مهيئ والظروف مهيئه، اعتقد يعني مش محتاج ان احنا نتكلم او نزيد في هذا الامر، كل الظروف مهيئه لاقامه المباراه وليس هناك ما يمنع لاقامه المباراه. لا ما فيش اي حاجه تمنع اقامه المباراه، والارض الاستاد مهيئه لاستقبال هذه الامطار، والرجاله بتوع الاستاد من الصبح بيحاولوا يعني يصرفوا الميه، والحمد لله أرض الملعب شافوها الحكام ونزلوا جسوا الملعب وجربوه وقالوا الملعب جاهز لاستقبال المباراة، ما فيش أي مشكلة من ناحية أرضية الملعب، بس يوصل فريق نادي الزمالك وتتخذ الإجراءات لبدء المباراة بإذن الله. تم تأجيل المباراة بقرار من الاتحاد أو من اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد، ده بناء على كلام مراقب المباراة اللواء محمد علي اللي كان هيراقب هذه المباراة، وطبعا ما زال مراقب لمباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك. إذن تم تأجيل المباراة أو تأخير إقامتها من الساعة 7:30 للساعة 8:30 بناء على قرار من اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد. مش كلامي، ده كلام اللواء محمد علي. ما هو برضه حاجة غريبة يا أسامة، يعني اشمعنى مباراة المقصة ووادي دجلة لم يحدث فيها مثل هذا الشيء، ولماذا لم يتدخل الاتحاد لتأجيل المباراة أو تأخيرها في ذلك الوقت لمدة ساعة؟ وده الكلام اللي كان ميدو قايله، وده الكلام اللي الكابتن وليد وهيدي اتكلم معانا فيه. اللوائح بتتفصل وبتطبق بالأهواء حسب أهواء المسؤولين. النقطة النهاردة بتاعت النهاردة والمشهد العبث اللي احنا بنشوفه، يعني نقدر نقول البقاء لله في الرياضة المصرية، البقاء لله في الأخلاق اللي اندثرت ومبقتش موجودة في الرياضة المصرية من 2005. وخلي بالك التاريخ مش هيرحم أي مسؤول في موقع المسؤولية في الأيام دي، التاريخ مش هيرحم أي مسؤول سواء وزير أو حتى اتحاد كورة أو عضو أو أي مسؤول صاحب قرار في هذا المشهد الذي يسيء للكرة المصرية، يسيء لبلد بحضارة حضارتها زي مصر، هي اللي علمت الدول العربية كلها وهي اللي علمت الخليج وهي اللي أسست كرة القدم، وينبحنا بالشكل العبثي بالشكل ده. زي ما بقول لك البقاء لله في الأخلاق قبل الرياضة، الأخلاق اللي احنا عاملين نتكلم عنها،
الاخلاق اللي احنا من 2005 والنادي الاهلي بينادي بيها وبيحارب بيها باللوائح ومحدش مسؤول في الدوله قادر يقف قدام المظهر اللي احنا وصلنا للاسف دلوقتي كلنا كله متعجب من الموقف اللي احنا شايفينه. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن اسامه حسني وكابتن محمد حشيش، ولكن خلينا نروح لارض الملعب ونشوف ماذا يحدث في ارض الملعب من زميلنا كريم او مع زميلنا كريم احمد على التليفون. اتفضل يا كريم. بجد تحيه ليك كابتن اسلام الشاطر، تحياتي ليك وتحيه كابتن اسامه وكابتن محمد حشيش. بالفعل لعيبه النادي الاهلي على ارضيه الملعب، اقدر اقول لك يا كابتن اسلام كل الترتيبات الخاصه بفريق النادي الاهلي وصل في الميعاد، اجرى عمليات الاحماء كابتن سيد عبد الحفيظ كالعاده مع مراقب المباراه. بالفعل من لحظات بسيطه جدا جمع طبعا الطاقم التحكيم فريق النادي الاهلي في الممر الخاص في استاد القاهره للتوجه الى ارضيه الملعب. 20 دقيقه كابتن اسلام، الساعه 8:30 بالدقيقه يكون 20 دقيقه فقط ثم يحسب النادي الاهلي فائز في هذه المباراه. ده اللي طبعا القانون الخاص في كره القدم او ايضا كمان بالتعليمات الخاصه بيه مراقب المباراه، وده اللي فهمناه من طاقم التحكيم. لكن باكد لك لعيبه النادي الاهلي متواجده بالكامل في ارضيه الملعب منتظره القرار النهائي عقب انتهاء ال 20 دقيقه اللي اكيد حكم المباراه يحسبها ابتداء من الساعه 8:30. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من استاد القاهره. زي ما حضراتكم شايفين من المفترض ان يتم احتساب تلت ساعه من الان او من الساعه 8:30 يعني حتى الساعه 9 الا 10. الساعه 9 الا 10 اذا لم يصل لاعبو نادي الزمالك سوف يتم انهاء هذه المباراه لصالح النادي الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ده شكل الملعب يعني، وبعد قليل ان شاء الله لان احنا طبعا النهارده لسه قاعدين مع حضراتكم تقريبا لغايه الساعه 10، بعد قليل ان شاء الله هيكون معانا النجمين الكبيرين كابتن احمد بلال وكابتن شريف عبد المنعم. ان شاء الله بعد شويه صغيرين هيكونوا معانا على الهواء مباشره برضو نعرف رايهم فيما يحدث، لان هم برضو من النجوم الكبيره اللي شاركت الحقيقه في تاريخ كره القدم المصريه. نشوف رايهم في حاله والحاله اللي وصل ليها كره القدم المصريه. يعني كابتن حشيش من الواضح ان هناك غضب عام من الجميع على ما يحدث الان. دلوقتي انا بس عندي تعليق على الكلام السيد اللي هو المراقب، بيقول لك يعني الاتحاد تعليمات من الاتحاد. هو المفروض اللجنه الخماسيه ما لهاش علاقه بالموضوع دلوقتي. المفروض القرار ده يجي من رئيس لجنه المسابقات. ممكن يكون لان رئيس لجنه المسابقات لايحه لا يعني ما ينفعش يبقى كده. لو اتخذت من اللجنه الخماسيه اللي قرروا يبقى احنا بقى بنعمل ايه؟ بقول لك ظروف قهريه. طب ما نفس الظروف القهريه دي كانت في مباراه وادي دجله والمقص، نفس الظروف بالظبط تقريبا. بالظبط يعني، ومش محتاجه اللجنه الخماسيه دي، دي محتاجه رئيس لجنه المسابقات هو اللي طبق اللائحه، مش محتاجه دي خالص يعني. فده برده معرفش يعني، ده برده خطا كبير. الموضوع بيدار ازاي يعني من اول ما حصل التأخير ده والنادي الأهلي راح والمباراة كانت 7:30، واللي حصل في الساعة دي زي ما بقول لك دي مش بتاعة المراقب، دي بتاعة رئيس لجنة المسابقات. ومفيش حاجة اسمها ساعة. المفروض حتى الحكام أنا يعني بيستغربوا من اللي هم شايفينه ومستنين ساعة ومش ساعة وكلام من ده، كل دي حاجات مش موجودة في كرة القدم. موجودة عندنا يعني، الحاجات دي مش موجودة في كرة القدم. لما تبقى موجودة عندنا وبالشكل ده وبالطريقة ده وبالأسلوب ده، يعني يا جماعة عيب 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 قوي على اللي بيحصل. قنوات قاعدة مستنية، ناس قدام التلفزيونات قاعدة مستنية، جمهور بره في الدول العربية وفي العالم كله بيبص بيشوفوا اختراعات جديدة بتضاف لمنظومة كرة القدم أو لعبة كرة القدم. بنتعلم حاجات احنا من مصر جديدة خلال الفترة اللي فاتت، وكل ده ومعروف السبب الرئيسي او المتسبب الرئيسي في اللي حصل يوم الخميس، والمتسبب الرئيسي في او السيناريو اللي حصل النهارده هو شخص واحد. المشكله ان انت عارف الشخص، عارف المشكله فين، بس مين اللي ياخد القرار بقى؟ عشان كده برجع تاني وتالت ورابع بقول لازم تدخل من الدوله في ايقاف المهزله اللي بتحصل دي اللي بتضر. مهزله بتسوء للناس كلها وبتسيء لدوله بحجم وعراقه مصر من بدل مشهد المتصدر امام شاشات التلفزيون في العالم كله، وانت النهارده شايف مفروض مباراه قمه علشان واحد عايز ياجلها بمزاجه. العمليه مش بالمزاج النهارده وبالاهواء، العب امتى وما العبش امتى، الخماسيه هي اللي بتدير هي اللي بتحدد. والنهارده المباراه الاولى اتاجلت في الدوري كان بسبب الامن. حاضر النادي الاهلي احترم بالرغم انه قالوا كانوا قالوا ان كل المباريات في ميعادها بالساعه والثانيه والدقيقه. النهارده قايلين من فتره معانا المفاتيح الامنيه، اذا الكل يعلم ان المباراه في ميعادها. انت عايز تاجل المباراه ليه؟ كل بطوله
ما تبقاش منافس فيها عايز تبوظها. برضو كانت البطوله اللي كانت دوري ممتاز لما احمد سامي بتاع المقصه لمس الجمهور عايز يبوظ البطوله، النهارده بعيد عن البطوله عايز يبوظ البطوله وعايز كلامه يمشي. التاريخ مش هيرحم، التاريخ مش هيرحم، اللجنه الخماسيه وعمرو الجنايني، التاريخ مش هيرحم، الوزير الدكتور اشرف صبحي عشان هو مسؤول ايضا عن الرياضه وعن المشهد اللي بيتصدر للعالم كله، المشهد العبثي. التاريخ مش هيرحم الناس دي كلها لو مفيش مسؤول في البلد تدخل علشان ياخد قرار يوقف المهزله اللي احنا بنشوفها دي، يبقى عليه العوض ومنه العوض. وبعدين في نقطه اسلام كمان، اتفضل يا كابتن. البلد خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، الطفره اللي حاصله من الريس ومن الانجازات اللي حاصله في كل المجالات، تيجي انت تضيعها وانت عارف الكره مظهر ومؤثر بالنسبه للبلد وبتبين حضاره البلد والرياضه بتدل على تقدم الدول، تبقى بالمنظر ده وتوصل للصوره اللي احنا شايفينها دي، دي حاجه يا جماعه صعبه قوي، حاجه صعبه جدا جدا جدا. يعني ان شخص واحد، وبرجع واقول معروف المشاكل اللي حاصله خلال الفتره اللي فاتت دي كلها من شخص واحد، والشخص الواحد ده ما بيتعاقبش، وانا باكد مره واثنين وثلاثه، الشخص ده لو بعد عن القصه دي والمجال ده الكره هترجع تاني كويسه وكل الامور هتبقى ماشيه كويس. واللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر خالص. واللي يعمل يعمل عمرنا كده. الاهلي ياما خسر والزمالك ياما خسر والدنيا ماشيه بس في الاخر من امن العقاب اساء الادب. خلي ده هو ده المفهوم اللي احنا ماشيين فيه، طول ما فيش قوانين، طول ما فيش اي ردع لاي واحد مخطئ خلاص بلطج واعمل اللي انت عايزه. في الاخر النادي الاهلي يعني مباراة ملتزم، ملوش علاقة، ملتزم هتاخد الثلاث كل نقاط، حاجة صالحنا يعني ثلاث نقاط وانت قاعد ومريح اللعيبة، وكمان شايف اللعيبة مبتسمة وواقفة بتضحك. لا انت خدت ثلاث نقاط يا أسامة وريحت اللعيبة عشان الماتش اللي جاي بتاع صن داونز، يعني برضه جميلة حلوة برضه بالعكس في مسابقة انت طبعاً. انت يعني ايه انت ضامنها. خلي بالك برضه ذكاء من مجلس إدارة النادي الأهلي، لما القرارات طلعت كان في فعال شوية من الجمهور وشوية من الناس الأهلاوية، لازم نجمد النشاط، لازم ننسحب من الدوري، لازم القرارات ظالمه. شوف بقى مجلس الاداره الهادي اللي بيفكر النهارده، القرار مش قرار فردي، مش عندنا رئيس نادي بيلف على القنوات كلها عشان ياخد اللقطه وياخد الشو. لا جمع زي ما احنا قلنا ان هو ده النادي الاهلي، تجيب رئيس البعثه، تجيب مدير الكوره، تقريركم عشان اشوف مين المخطئ، لو عندي لعيب مخطئ هعاقبه. تجيب النهارده مجلس الاداره، تجيب الناس بتوع القانون واللوائح عشان تدرس الامر كاملا واشوف ايه حقوق النادي الاهلي. النهارده هستفيد لما انسحب البطوله هي بنسبه 80% للنادي الاهلي او 90% للنادي الاهلي، لا انا هاخد حقي بالقانون وباللوائح وبما يليق بالنادي الاهلي اللي هو جزء من تاريخ مصر. النهارده النادي الاهلي لما بياخد موقف هو مش بياخده لشخصه، لا ده بيعلم بيه الاجيال اللي جايه، بيبين مظهر الكره المصريه ومظهر النادي الاهلي. نفس الكلام نفس الكلام في السوبر، ايه وانت خسران في دولة الامارات بتطلع تستلم الميداليه بتاعتك على منصه التتويج وانت خسران. الزمالك وهو خسران 3-2 في برج العرب ايه اللي حصل؟ ما طلعش. وانت النهارده لما بتطلعش هي دي مثلا شجاعه ولا انت بتمثل ناديك، نادي الزمالك نادي تاريخ، نادي كبير، نادي ليه تاريخ، مثله رموز كبيره، لكن للاسف لازم يكون في وقفه دلوقتي من نادي الزمالك ومن ابنائه، من ابنائه المخلصين، ما ينفعش يسيبوا التاريخ الكبير ويتهانوا كمان في على شاشات التلفزيون مجرد ان انا اختلف معاك اهينك. لا عمر الامور ما كانت دي كوره ولا عمرها تدار بالشكل ده. وفي الاخر في الاخر الحمد لله على نعمه الاهلي والله. طبعا طيب خلينا نروح برضو نشوف واحد من النجوم الكبيره جدا في تاريخ كره القدم المصريه، النجم الكبير كابتن محمد يوسف، يقول لنا برضو رايه فيما يحدث الان. كابتن محمد زي حضرتك حبيبي اسلام، ازيك؟ بمسي عليك وبمسي على الاستوديو الجميل بتاعك كابتن حشيش وكابتن اسامه حسني. كابتن يوسف وكابتن محمد حشيش، ربنا يخليك يا كابتن يوسف. كابتن يوسف يعني برضو عايز اعرف رايك فيما يحدث الان من مهزله في كره القدم المصريه. والله اسلام الواحد حزين، حزين جدا 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 يعني للشكل النهارده. بتتكلم على ديربي بيستناه ملايين، يعني مش ملايين كمان، يعني انت بتتكلم على دول. ايوه استنى اللقاء ده وتابع اللقاء ده، احنا مش حاسين بالقيمه دي بصراحه. وانا ما بتكلمش على النهارده كمان، انا بتكلم حتى من المباراه اللي فاتت لعبناها في السوبر في دبي وما حدث.
ابو ظبي. ايوه القرارات طبعا اللي شفناها قرارات انا شايف ان ما كانش فيها دراسه بالشكل المطلوب. كان لازم يبقى فيه يعني عايز اقول يعني دراسه اكتر من كده واعمق من كده، لان انا شايف قرارات اتخذت بالنسبه للاعبين وبالنسبه لجهات معينه، انا مش هتكلم باستفاضه لكن فاهمين كانت المفروض تبقى اقوى من كده. أيوة. النادي الاهلي دائما معروف صورته، معروف انضباطه، معروف كل النواحي التنظيميه بتاعته والحاجات اللي يعني بيلتزم بيها، وعنده يعني بيعاقب او هو بيتخذ القرارات الداخليه عنده قبل ما حد بياخد له قرارات خارجيه. ايوه المنظر بقى اللي النهارده شفناه ده منظر لابد ان يبقى فيه وقفه وجهات عليا. انا بتكلمك بامانه، لان ان يتم الاستخفاف ولعب يعني بشعور وبانضباط ناس ملايين قاعدين مستنيين الماتش، وبعدين يقول لك اصل الاتوبيس اتاخر، واصل كلنا محترفين وانت معاك كباتن وكلنا لعبنا كوره، واللي ما لعبش كوره يطلع يطلع يقعد في اي حته ثانيه، اللي ما لعبش كوره ما يخشش يشتغل في الكوره. مهما كان في مطر ومهما كان الطرق والكلام ده كلنا عارفين كويس قوي ان احنا بنتحرك باتوبيس. ده مسرحيه. يمشي قبلها بساعتين ونص وثلاث ساعات عشان يوصل قبلها بساعه ونص، حضرتك فرقتك بس واضح طبعا، واضح ان الاتوبيس اتاخر، ده واضح ان هو يعني ما بيعرفش الاتوبيس بيتحرك امتى ولا الكلام ده. اللي انا عايز اقوله لك ان لازم في الحالات اللي زي النهارده كده وفي مطر والكلام ده بنمشي بدري قبل الوقت المعتاد، وتوصل بدري وتبقى انت فرقتك قبلها بساعه ونص في الاستاد. وبعدين في نقطه ثانيه بقى مهمه جدا، هو انت خدت السوبر يعني، معلش برضه انا عايز اتكلم بصراحه. ايه السوبر؟ ماشي يا عم خد سوبر ومبروك، هو انت يعني خدت سوبر افريقيا وسوبر محلي ورا بعض الاثنين في اسبوع؟ يعني ما هوش يعني انا مش عايز طبعا اهمش من دور البطولتين. احنا السوبر الافريقي واخدين منه ستة من سبع سنين، واخدينه بكل المدربين سواء اجانب وسواء مصريين، واخدناه من الصفاقسي واخدناه من اليوبار واخدناه من فرق كبيره. يعني انا بتكلم بالنسبه للنادي الاهلي، ولو تتكلم على السوبر المحلي 11 لقب قدام أربعة، يعني لسه أنت قدامك أضعاف أضعاف. فمش عايز إن إحنا فرقة كسبت بطولتين في أسبوع، يا سيدي اكسب 20 بطولة، وأكبر دليل الفرق اللي بتكسب بطولات بتنزل تلعب برضه. معنى إن أنا ما كسبتش معناها، قصدي معناها مش معنى إن أنا كسبت خلاص بقى مش هلعب وبتاع. كلنا بنشوف الفرق الكبيرة المحترمة بتلعب وبتلعب عندها كثافه ماتشات، وشفنا ليفربول لعب وبعد فرقه يلعب كاس عالم الانديه، وفرقه ثانيه خسرت خمسه في كاس انجلترا. رغم ان خسروا خمسه عادي خالص وكسبوا بطوله كاس عالم الانديه ولعبوا. لو انت خايف على لعيبتك مش عايز تلعب بالتيم الاساسي، تعال العب بالتيم اللي انت شايفه عايز تلعب بيه. كل واحد بيتحمل مسؤوليه النتائج وبيتحمل مسؤوليه انما ان يتم تاجيل المباراه ساعه نتيجه لظروف بقرار من اتحاد كوره، انا شايف يا جماعه الشكل وحش قوي، وشايف المنظر عيب قوي، وشايف يعني مش عايز اتنرفز واغلط في حد اكتر. يعني بصراحه حاجه ضعف، ضعيفه، ناس ضعيفه قوي 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 يا قدام. انا بكلمك بامانه. وبعدين يا عم ده ما حدش يعني بيموت ناقص عمر، اللي مش قادر ياخد قرار ويدير يا عم قدم استقالتك واقعد، خليك محترم واقعد في بيتك وخلاص. طب مش قادر تدير منظومه الكره المصريه يعني. خايفين من ايه يا كابتن؟ نفسي اعرف خايفين من ايه. وفي ايه اللي هم جايين شويه وماشيين كمان يا محمد. الواحد لما بيقول لك اقعد في بيتي، بس اقعد في بيتي باحترامي يعني انا محترم. كفايه ان يجي سيره فلان ولا علان يقول لك ده انسان محترم وخلاص وكده. لكن المنظر اللي انا شايفه ان يتم تاجيل المباراه بالشكل ده، انا شايف ان ده حاجه بتسيء لمصر، بتسيء لدوله عريقه، واحنا بنعيش حاله من يعني عايز اقول الاستقرار دلوقتي بعد تولي طبعا سياده الرئيس
عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالرياضه، والراجل طلع قال ده احنا بنشجع المدرب المصري وبنوصي يعني الراجل، وكمان تنظيمنا لبطولتين اكبر بطولتين افريقيتين مصر استضافتهم في نو تايم، يعني من بطوله الامم وبطوله افريقيا المنتخبات الاولمبيه. يعني احنا دوله عريقه، احنا دوله كبيره، واحنا وفي نظام وفي دوله قانون، ازاي احنا نعمل منظر زي ده والناس تتابعنا ازاي نقبل بمثل هذا الامر؟ احنا ما عملناش، والنادي الاهلي ليس طرفا في هذا الموضوع. انا متاكد ان بعد موقف النهارده ده انا متاكد ان هيحصل، يعني هيحصل فيه حاجه، فيه اكيد فيه وقفه، لان ده كده احنا ما بنحترمش الشعب المصري، وما بنحترمش القرارات بتاعتنا، وما بنحترمش التنظيم بتاعنا، يعني فدي شكل وحش جدا جدا، وبنسيء لمنظرنا وبرستيجنا ووضعنا احنا كمصر في وسط افريقيا على الاقل، وفي وسط شمال افريقيا، وفي وسط الدول العربيه والشرق الاوسط كله. مصر كبيره يا جماعه. مصر كبيره، مباراه كره قدم بين اكبر فرقتين في مصر، ديربي، ما حدش عارف فين اولها من اخرها، ولغايه النهارده لغايه الساعه 5:30 6 الناس بتقول المباراه هتتلعب ولا مش هتتلعب، وناس اتصلت بيا قلت لهم، يعني قلت لهم يا جماعه يعني ما اعتقدش ان اتحاد الكوره المصري قال المباراه هتتلعب الساعه 7:30 القاهره، ولسه احنا بنسال، يعني ما كانش عندي شك خالص ان المباراه ما تتلعبش، بس فعلا لا احنا وصلنا لمرحله، مرحله تهريج والله، تهريج يعني. بس ويوصل النادي الاهلي بجميع لعيبته وجهازه وكله ينزلوا في الملعب، وحكم جه، الحكم ده هيرجع يقول ايه على مصر؟ يعني الحكم ده يرجع يقول لبلدي، يقول لهم رحت، هو لسه هيقول يا محمد ما قال اساسا. هو قال اوريدي، قال يعني، هو دلوقتي بيقول لك انا ما شفتش كده في حياتي يعني. يعني حاجه انا اتمنى. وبعدين يا جماعه في النهايه دي رياضه، يا جماعه دي رياضه، يعني احنا في النهايه بنلعب رياضه، كاسب خسران وفايز، والنادي الاهلي طول عمره بيكسب ويخسر، خلي بالك هو النادي الاهلي كل حياته بطولات، هو طبعا اكبر نادي متربع على عرش البطولات في افريقيا وفي مصر وفي الشرق الاوسط، لكن جاله ايام خسر وجاله ايام انكسار، بيتعامل ازاي مع الحاجات دي؟ يعني شوف النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ورؤساء النادي الاهلي بيتعاملوا ازاي لما بيحصل انكسارات في بعض الايام، بيتعاملوا بالشيم الكبار، بيتعاملوا بالشخصيات الكبيره، بتلاقي قراراتهم ومواقفهم ناس كبيره وناس عاقله وناس فاهمه ان الرياضه دي مكسب وخساره. هتكسب النهارده وهتخسر بكره، مش ممكن، وهتخسر النهارده هتكسب بكره، مش هتكسب على طول وهتخسر على طول. مظبوط. انما الشكل لازم نحافظ عليه، وشكل مصر لازم نحافظ عليه، والمنظر ده بصراحه انا يعني حاجه تكسب يعني. بشكرك يا كابتن محمد، شكرا جزيلا، النجم الكبير كابتن محمد يوسف طبعا في تعليقه على ما يحدث او المهزله التي تحدث. يعني كابتن حشيش وكابتن ده خلصوا كده ولا لسه؟ المفروض تلت ساعه خلاص، ال 10 تلت ساعه خلاص كده يعني، ال 10 ساعه بالظبط. طيب هاتوا لنا يا جماعه كريم احمد من ملعب المباراه يقول لنا برضو ماذا يحدث بعد نهايه ال 20 دقيقه، انتهت الساعه 9 ل 10 بالظبط، ال 10 خلاص. طيب هاتوا لنا يا جماعه كريم احمد على التليفون عشان نعرف بقى من الحكم لو لم يصل لاعبه نادي الزمالك حتى الان الى ملعب المباراه، طبعا هيصفر، من المفترض ان هو هيصفر نهايه المباراه، فخلينا برضه ويعلن طبعا انه المفروض ان مكسب النادي الاهلي خد 3 بونت وفايلر يكسب المباراه الجايه، وتبقى دخلت رقم قياسي جديد برضه، زمان الجزيره 17 مباراه مكسب متتالي، يعني النهارده 2-0 والماتش الجاي تكسبه تبقى انت عملت الريكورد بتاعك. بس اللي عايز اقوله بقى يا اسلام ان الموقف ده بالتحديد قدام الناس يعني وضح جلي الفرق الكبير بين مجلس اداره النادي الاهلي والناحيه الثانيه. والحقيقه معلش انا يعني هو كلام يعني حقيقي، هناك مفيش مجلس اداره، هو هناك شخص واحد اللي بيتحكم في القصه اللي هناك وهو اللي بيعمل الكلام ده والقرارات. لا لا يا كابتن، برضو عندهم مجلس اداره، ازاي لازم يبقى في مجلس اداره ومنتخب تمام من الجمعيه العموميه، وبالتالي يعني من المفترض ان يكون مجلس اداره، رئيس مجلس اداره ومجموعه من مجلس الاداره. يعني انا بتكلم ان القرارات اللي هناك اللي احنا شفناها خلال الفتره اللي فاتت دي كلها قرارات فرديه مش متعلقه بوسط الكوره اللي احنا اتعلمناه طول عمرنا وتعلمناه داخل النادي الاهلي، والحقيقه من الانديه كتيره كمان قبل كده يعني على مدار التاريخ، من حتى نادي الزمالك والقيادات
اللي كانت في نادي الزمالك قبل كده طول عمر، كانت شخصيات محترمة. بان قوي القصة اللي احنا فيها النهاردة، وبان العشوائية والحاجات الفردية وعدم اتخاذ القرارات المناسبة والردع في أكتر من موقف، هو اللي أدى بينا للصورة اللي احنا شفناها النهاردة. وللأسف كانت الخميس وكملت النهاردة، يعني مفيش خلال 4 أيام. بيؤكد برضو نادي الزمالك على الأخطاء ومصر أن يخلي مش شكل بقى أهل وزمالك الوحش، لا ده شكل مصر كلها للأسف يعني. طيب خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من أرض الملعب يقول لنا ماذا يحدث الآن في ملعب المباراة. تفضل يا فاروق. كل التحية لكابتن إسلام والكابتن محمد حشيش والكابتن أسامة حسني ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. كابتن إسلام، فصل جديد من فصول انتخابات زمان أمام تصدر النهارده فصول أعتقد جديد على الكلام محمد حشيش وكابتن أسامة حسني. يعني في الوقت اللي أنا بكلم حضرتك فيه دقائق بسيطة. لا تعالى يمين أو شمال شوية يا فاروق عشان نسمعك، مش سامعين حاجة. يا كابتن إسلام. اتفضل. بقول لحضرتك كابتن اسلام، فصل جديد من فصول انتخابات نادي الزمالك امام النادي الاهلي بيسطر النهارده فصول اعتقد صعبه جدا علينا في المنظومه الرياضيه. شديد على كلام حضرتك او كابتن محمد حشيش او كابتن اسامه، لعيبه النادي الاهلي كانت مستعده تماما لهذا اللقاء لمواجهه فريق نادي الزمالك. الدقائق اللي انا بتكلم حضرتك فيها كان اللقاء جابني ناس امسيكا هيعلن صافرته بنهايه احداث اللقاء وفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك باعتبار الاهلي فاز هدفين على نادي الزمالك. نقاط هيضاف للنادي الاهلي في 6 نقاط هيتم خصمها من نادي الزمالك في حاله انتهاء يعني اللقاء خلاص والحكم اطلق صافره. نادي الزمالك اعتقد هيصل المركز الخامس في ترتيب الدوري المنتخب. في الوقت اللي بكلم حضرتك ايضا دلوقتي كابتن اسلام في بعض المشاورات والاحاديث الجانبيه طبعا ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وافراد الجهاز الفني. حكم اللقاء اللي كان يعني قبل اللقاء كان بيتمنى صوره تكتمل ونشوف مباراه ما بين فريقين. حدثنا مع مراقب المباراه موضح لنا اننا الساعه 8:30 هيتم اتحطت بدايه، هننتظر 20 دقيقه. خلاص يا كابتن اسلام الجميع هنا منتظر حكم اللقاء اللي هيتم اطلاقه في الوقت الحالي صافرته بفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. اذا بالفعل صفر حكم المباراه بنهايه الوقت المفروض يتم في انتظار نادي الزمالك. كابتن اسلام بقول لك الحكم صفر خلاص ولا لسه؟ خلال لحظات بسيطه يا كابتن اسلام حكم اللقاء بيترقب ثواني بسيطة وهيعلن صافرته بنهاية اللقاء. دلوقتي اللي انا بسأل حضرتك فيه كابتن سيد عبد الحفيظ في حديث مع مستر إلي فايلر وكابتن المترجم عمرو حب. ممكن يا كابتن اسلام برضه اقول لحضرتك ان عقب نهاية اطلاق الحكم صافرته ان مستر إلي فايلر هيعمل تمرين، يعني هأكد لحضرتك هذا الأمر. وبالفعل يا كابتن اسلام في اللي انا بقول لحضرتك عليه مستر ريني فايلر بيتكلم لاعبي النادي الاهلي البدلاء من الممكن ان هو هيعمل تمرينه او تقسيمه ما بين لاعبي النادي الاهلي تمرينه خفيفه النهارده في ارض الملعب. تمام. طب هل بدا النادي الاهلي تمرينته ولا لسه؟ لا، لعيبه النادي الاهلي كلها دلوقتي يا كابتن اسلام في ارض الملعب بتسري العمليات التسخين للعمليات الحمايه مع يعني الاحاديث اللي ما بين افراد الجهاز الفني والاحاديث اللي ما بين اللاعبين. النقطة المهمة جدا يا كابتن اسلام، يعني انا برضه عايز اسال حضرتك يعني ان احوي ليها واقول لك واعتقد الكل بيتفرج عليها وشايفها الملامح اللي على وجوه لعيبه النادي الاهلي مش ملامح فرحه سهوله لقاء، لا الملامح اللي على وجوه لعيبه النادي الاهلي ملامح لعيبه كانت عايزه تلعب اللقاء كابتن نادي الزمالك. النهارده اللعيبه منتظره ان هي تواجه نادي الزمالك، يعني من بعض اللعيبه ممكن او بعض كلهم خايفين يقابلوكوا، كلهم خايفين يقابلوكوا يا فاروق، كلهم نادي الزمالك خايف يقابل النادي الاهلي. بالفعل يا كابتن اسلام هي دي النقطة، ويعني الأمر ده يا كابتن اسلام مش هقول لحضرتك بيدي استعداد لعيبة النادي الأهلي، لا مدي نوع من الحزن شوية لعيبة النادي الأهلي، لأن احنا لعيبة النادي الأهلي كانت عايزة تلعب نادي الزمالك. نعم. الكلام اللي اتقال هتيجي تلعب بالناشئين هتلعب بالأشبال، لعيبة النادي الأهلي قالت فريق أول موجود، فريق أشبال، فريق شباب، فريق ناشئين، احنا موجودين. لكن فعلا يا كابتن ولكن هي في النهاية طبعا مباراة كرة قدم، يعني ما احنا لا نتكلم في أي شيء، هي مباراة كرة قدم جوه الملعب، هتلاقي كل واحد بيموت نفسه جوه الملعب علشان يقدر يكسب نادي الزمالك، عشان كده من الممكن أن يتواجد خوف من الجانب الآخر الحقيقة في أن هو يلاعب النادي الأهلي في مثل هذا التوقيت.
بالفعل يا كابتن اسلام زي ما قلت حضرتك، وحضرتك تقول فعلا في خوف، خوف شديد جدا. لكن لعيبه النادي الاهلي يا كابتن اسلام يعني النقطه المهمه جدا ان اللعيبه كان نفسها تلعب، كان نفسها تواجه لعيبه نادي الزمالك. موجود اي 11 لاعب من الزمالك، ولكن يا كابتن اسلام لعيبه النادي الاهلي حقيقه يعني خلال ده هنطوا صفحه هذا اللقاء، هنبدا نركز في مباراه صن داونز والمشوار الافريقي للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي دلوقتي عمليه التكوين وعمليه الاسماء، الحكم اللقاء ايضا وحكم التحكيم الموجود لقياده الحكم جيميناس امريكا وكاسلوكوس وطاقم التحكيم الليتواني بدا ايضا هو كمان بيجري الملف الاحفائيه على الامطار او البارد شويه، لكن الدفيع خلاص يعني الكابتن سيد ايضا بيترقب هذا الامر. هو مش الثلث ساعه خلصت، ده الساعه 9 مراقب المباراه كابتن اسلام موجود مع كان بيتكلم مع مراقب لجنه الحكام ايضا على الاحداث وهذه الامور اللي بتتم، لكن حكم اللقاء دلوقتي الوقت اللي انا بكلم حضرتك كابتن اسلام هيتوجه لمنتصف الملعب نص ساعه كده بالتالي كابتن اسلام هيطلب صفقته، يعني زي ما بقول لحضرتك خلال دقائق بسيطه هيطلب صفقه حكم اللقاء فوز النادي الاهلي باعتبار النادي الاهلي فائز على نادي الزمالك وانسحاب الزمالك امام النادي الاهلي في اللقاء مباراه المؤجله من الاسبوع الرابع للدوري الممتاز. لكن برضه يا كابتن اسلام برضه يعني عايزين لحضرتك في جديه ايضا من لعيبه النادي الاهلي في عمليه او التسخين، يعني لعيبه النادي الاهلي برضه في جديه في التفاف اللاعبين مع حسام عاشور وكلام اللاعبين مع حسام عاشور احمد فتحي وعمرو السليجه دي الصوره بتاعت لعيب النادي الاهلي هنا يا كابتن اسلام داخل استاد القاهره الدولي. يا النقطه المهمه جدا يا كابتن اسلام الاعلاميين مستائين جدا، يعني انا عايز اقول لحضرتك بنتكلم وحديثنا مع الاعلاميين في كل القنوات الزملاء الاعلاميين مستائين جدا يا كابتن اسلام من هذا الامر ومن الصوره اللي احنا شايفينها وقمه الكوره المصريه زي ما بنقول مع اعتبار يعني هذا الموسم من الاول الان نادي الزمالك الثالث والمقاولين الثاني، يعني الجميع بيستنى وبيتمنى ان هو يشوف ما بين الاهلي والزمالك الحكم اللي دلوقتي بفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك واعتبار نادي الزمالك منسحبا امام النادي الاهلي، تم اطلاق الصافره وتم اعلان فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك. اذا اشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. في نهايه الامر انسحب نادي الزمالك من امام النادي الاهلي في المباراه المؤجله من الاسبوع الرابع. هنجيب بقى لحضراتكم اللوائح والمواضيع والدنيا هتمشي ازاي خلال الفتره القادمه اذا تم تطبيق هذه اللوائح، ممكن يخافوا برضو ما يطبقوهاش خلال الفتره القادمه لانه زي ما حضراتكم شايفين الناس بتخاف. بتخاف من ايه؟ انا ما اعرفش. الأيادي المرتعشة ما زالت تدير كرة القدم المصرية. أتمنى أن يكون هناك خلال الفترة القادمة طبق اللوائح، طبق اللوائح وطبق اللي أنت عايزه وخلي الأمور تمشي في الإطار القانوني وإطار اللائحي. عموما دي كانت نهاية المباراة التي لم تبدأ أساسا، مباراة كانت لم تبدأ لأنها انسحب نادي الزمالك من أمام النادي الأهلي. أسباب كتيرة جدا بقى اتكلمنا عنها خلال الفترة السابقة. عموما في نهاية اللقاء أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن حشيش. بس كلمة أخيرة، يعني النهاردة الأهلي طلع الحقيقة كسبان من الموقف ده، طلع كسبان احترام الناس كلها بالتزامه المعتاد للقوانين والأعراف اللي محطوطة والتزامه بكل حاجة بأي موقف هو بيعمله. عمل هيعمل تمرينة حلوة النهاردة في الاستاد، اللعبة بتاعته هتريح برضو عشان الماتش اللي جاي بتاع سان داونز. كسب في برضو زيادة في الريكورد اللي بيعمله النهاردة ال 16 ماتش العلامة الكاملة، 3 بونت من نادي الزمالك. الحقيقة للأسف اللي خسر بس النهاردة هو مصر، خسرت الشكل الوحش قوي اللي السيناريو اتعمل بيه أو الفيلم اللي اتعمل بيه من جهة المنافس النهاردة اللي خلى شكلين عن المسجات جاية من والله من الدول العربية من الكويت ومن الإمارات، قال لك يعني ده تكملة، يعني انتوا بتكملوا علينا يعني بالمنظر اللي حصل. فيعني بنقول للناس طبعا لازم برضو ان شاء الله باذن الله انا متوقع بعد الموقف ده، الموقف ده كبير وجاي بعد موقف اساسا مش كويس، هيبقى فيه
تحرك انا اعتقد يعني للمسؤولين ان في حاجات كثيره جدا خلال الفتره اللي جايه دي لازم ان شاء الله تتغير. ومبروك للنادي الاهلي ونتمنى ان شاء الله الفوز في المباراه القادمه. طيب كابتن اسامه. طبعا شكل ما كناش حابين انه ينتهي بهذا الشكل انسحاب نادي الزمالك النهارده عدم لعب المباراه شكل يسيء للكره المصريه. لو لم يتدخل المسؤولين الكبار في الدوله وكان في قرارات رادعه من هنا نقدر نقول البقاء لله في الكره المصريه بس. تمام انا بشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا انا كابتن حشيش. شكرا جزيلا انا كابتن اسامه. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنسيب حضراتكم بس تريحوا خمس دقائق كده وبعد كده نستقبل اثنين من النجوم الكبار النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم والنجم الكبير الكابتن احمد بلال نشوف رايهم في هذه المهزله بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين مكملين مع حضراتكم واثنين من النجوم الكبار هيكونوا معايا في الفقره القادمه النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا كابتن بلال؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ عايزين نعرف رايكم مبدئيا كده فيما يحدث من مهزله حدثت اليوم. والله المهزله دي حدثت من كام يوم يعني من فتره من اسبوع من خمس ايام من اربع ايام واحنا شغالين في كل الاخبار دي من ساعه المهزله اللي حصلت اصلا في ابو ظبي يعني. فمن غير ما نتكلم بقى كتير الناس فاهمه كل حاجه والناس شافت كل حاجه والمسؤول عن الحاجات دي كلها اطراف كتير قوي يعني حتى الطرف الرئيسي في الاعداد للمباريات والمسابقات والحاجات دي في شكل معرفش شكل عدم احترافي يعني في ان المنظومه تمشي بهذا الشكل. انما انا هوفر لك كل الكلام ده واقول لك مبروك على النادي الاهلي هذه البطوله، مبروك على النادي الاهلي الاخلاق والمبادئ بتاعته هي اللي بتثبت في كل وقت وفي كل كيان وفي كل حين ان الاخرين بعيد خالص عنك والناس اللي بتفكر تحت رجليها دي مش هتروح في اي حته ولا لابعد مكان، لا هيفضلوا زي ما هم قاعدين في مكانهم. الشكل اللي حصل النهارده ده كمان شكل غريب الشكل، يعني احنا ما شفناهوش قبل كده. يعني حتى لو انت عايز ترسخ مفهوم عندك معين او تبعت فريق ناشئين السابع الفرقه اللي هو بعتها النهارده دي كانت المفروض يعني احنا مش عارفين الحافله دي كان فيها انهي فريق بالظبط. المفروض ان هي السابع في دوري الناشئين واضعف فرقه. ومستقبل الاولاد دي كلهم كان هيتحرق جامد جدا او في مخطط بقى طبعا ان الاتوبيس يقف او اتوبيس يلف من حته مكانه وبعدين يرجع وبعدين يحصل اتصالات وبعدين يحصل عدم احترام لكل الدنيا دي كلها. الكلام ده لازم الناس بقى اللي هي مسؤوله وعارفه وعامله نفسها ان هي مسؤوله عن الحكايه كلها ايوه تاخد قراراتها بقى في شان زي ده. مش هيجي لهم احسن من وقت زي ده يثبتوا فيهم احقيتهم بالكراسي اللي هم قاعدين عليها. ايوه يا كابتن بلال. لا مش معاك. مش معايا؟ خايف؟ لا 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 خايف. ليه طيب؟ لا انا عايز اقول بس من البدايه ما بني على باطل فهو باطل. طبعا. احنا هناخد بس مثال يا كابتن اسلام من اللي حصل في الامارات تمام؟ استقال الاتحاد رابطه الانديه او اللي هم اعضاء الجمعيه العموميه عملوا قرروا ان هم مش بقى يستعينوا بحد من الفيفا عشان يعين لهم خمسه سته او لجنه مؤقته لحين اجراء انتخابات ثانيه، لا هم تمام الجمعيه العموميه اختاروا لجنه بنفسهم يا كابتن اسلام، هم اللي اختاروا لجنه عشان تدير كره القدم في دوله الامارات العربيه المتحده. ده معنى ايه؟ احنا النهارده كل الانديه الجمعيه العموميه لم يكن لها يد في اختيار اللجنه اللي موجوده، مع أي. كل مع كامل احترام وتقدير لكل الاسماء الموجوده بكل ما فيها يعني نحترمهم كلهم، ولكن ما هم بني على باطل فهو باطل. انت في الاصل بتتكلم على اصل الموضوع. أيوه. في الاصل هو ده. انا النهارده انا لو انا اللي جبتك يا كابتن اقدر احاسبك، لكن انا ما جبتكش احاسبك ازاي؟ تمام؟ تم تعيين اللجنه ماشي من قبل يعني الله اعلم مين اللي عين اللجنه تمام، بس هو تم تعيين عن طريق الاتحاد الدولي يا كابتن اسلام. وبعدين اللجنه ابتدت تاخد قرارات فيهم بقى زملكاويه، فيهم انتماءات اهلاويه، فيهم زي ما فيهم، ولكن في الاساس الموضوع كان خاطئ. يعني احنا بناخد انا بديك مثال بس قريب من دوله جنبنا دوله الامارات العربيه المتحده، يعني تمام اللي حصل هناك بالظبط الناس استقالت وبالتالي الجمعيه العموميه هي اللي قررت ان هي تختار يا كابتن لجنه عشان تقدر تحاسبها في النهايه.
لو اخطات تقدر تحاسبها، لو اصابت يبقى هي اختارت الناس الاصوب في الموضوع. هو ده رايي من البدايه. لكن اللي حصل طبعا يا كابتن اسلام النهارده في لوائح وقانون بتربطك، تمام، عشان ما يطلعش في النهايه ان انت هتقول ايه، لا ده في لا الماتش هيتاجل، لا مش هيتاجل، لا في ظروف اضطراريه او عوامل قهريه منعت الفريق الاخر للوصول. من البدايه الامر معروف ومحسوم يا كابتن، من البدايه واضح ان هو خلاص في الفريق الاخر مش عايز يلعب. انك بتتكلم عن ان في ظروف قهريه وكذا، خليني اقول لحضرتك ان اتحاد كره القدم مش اعلن، اتحاد كره القدم ناسف لهذا المشهد وستطبق اللائحه، علما بانه تم التنسيق مع الامن وقد تبين انه وقد تبين لنا انه لا توجد اي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين الى ملعب المباراه. ده اللي احنا برضو بما ان حضرتك بتتكلم عن التنظيم وكذا وكذا وكذا، وسمعنا رد حضرتك ورد الكابتن شريف، فاتحاد كره القدم اعلنها صريحة. ناسف مره ثانيه، ناسف لهذا المشهد ستطبق اللائحه، علما بانه تم التنسيق مع الامن وقد تبين لنا انه لا توجد اي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين الى ملعب المباراه. طيب يا كابتن اسلام، احنا بنسمع كلام وبعدين نرجع نسمع كلام اخر مختلف تماما عنه. بالامس القريب كنا بنتكلم او كان احد الناس الافاضل اخواتنا يعني بيتكلموا عن ان هم اخذوا قرارات اللي اخذوها بناء على الفيديوهات اللي اتخذت من قناه ابو ظبي الرياضيه، صح؟ مظبوط. ده كلام فضل. ده كلام فضل، وطلعت قناه ابو ظبي الرياضيه قالت لك لا ما حصلش حاجه من الكلام ده، واحنا ما تقحموش قناه ابو ظبي في يعني امور لا تخص قناه ابو ظبي، واحنا ما ارسلناش اي حاجه لاي حد على الاطلاق، تمام. طيب ده معناه ان في كلام يعني في تخبط في الكلام. ايوه، يعني لما يبقى في تخبط في الكلام النهارده انت ممكن تطلع بقرار لتهدئه الجو الراي العام او تهدئه النادي الاهلي. بعد كده بعد اسبوعين ثلاثه هيطلع مثلا، اكيد وضع طبيعي جدا، وانا سمعت انا جاي وانا جاي في الطريق سمعت ان نادي الزمالك هيتظلم ويقول لك ان في ظروف قهريه والمباراه اتاجلت ساعه، تمام، بسبب سوء الاحوال الجويه. ده معناه ان هو بيقول لك ان انا كان عندي ظروف اضطراريه اضطرتني ان انا ما قدرتش اروح للمباراه. ما انت هتخش بقى في قيل وقال. احنا النهارده لابد، تمام، النتيجه دلوقتي حالا تحسم لصالح للنادي الاهلي 2-0 زي ما بيقولوا وخلاص، ونادي الزمالك مش يعني حتى اللائحه بتاعتنا ممطوطه. يقول لك يا كابتن اخر السنه هخصم لك 6 نقط، طب ما تخصمها منه دلوقتي، ايه اخر السنه دي؟ اخر السنه يعني الفرق يعني ما بين دلوقتي. ايوه، ايه اخر السنه دي يعني؟ انا مش فاهم ايه حكايه ايه موضوع اخر السنه دي؟ طب ما هتخصم 6 نقاط يبقى من دلوقتي. بمناسبه اللائحه، احنا من امبارح واحنا بندور على اللائحه، بس الحمد لله اتحطت على الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم لائحه الانضباط، وعندنا معلومه طبعا اكيد ان هي تم اضافه، لان في ناس كثيره بعتت لي انا امبارح وانا على الهواء قلت لجمهور النادي الاهلي يا جماعه خشوا على الموقع يمكن احنا مش عارفين نخش، صح. خشوا انتوا وشوفوا. فطبعا قعدوا ساعتين ثلاثه او اكتر، ساعه ونص ساعتين، الموقع الرسمي للاتحاد يعني ما بيفتحش ولا اي حاجه، وبعد الساعتين دول لقينا الفتح الحمد لله، الفتح واللائحه موجوده. ولكن بالتالي برضه ما زلنا بنقول احنا هنفضل زي ما احنا، ما عندناش اي مشكله على فكره طالما هناك، لان النادي الاهلي او سياسه النادي الاهلي هي ان احنا مش احنا سياسه النادي الاهلي بتعلم الاجيال وبتعلم اللي عايز يتعلم ماذا يحدث، سواء في الاداره، سواء في الاعلام، سواء هنا سواء هنا سواء هنا، في اي مكان بنحاول دايما من خلال القرارات اللي بيتم اتخاذها، دراسه القرارات بشكل جيد، الامور كلها في النهايه احنا بنحاول نعمل شغلنا. فاللائحه اتحطت امبارح على الموقع الرسمي للاتحاد، ولكن تاكدنا من العميد محمد مرجان برضه وكابتن شريف وكابتن بلال امبارح ان اللائحه لم يتم استلامها من قبل النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي اتبعتت له لائحه فيما يخص هذا الامر، برضه عشان نحسم الجدل في هذا الموضوع عشان في ناس كثيره جدا بتكلمني في الموضوع ده. يا كابتن اسلام، النهارده الدوري الانجليزي بيحط الماتشات بتاعه السنه اللي جايه، النهارده قبل الموسم ما يخلص في شهر 2 شهر 2 بيحط المباريات يا كابتن، جدول المباريات بتاعه الموسم القادم. الدوري الانجليزي، اوروبا بتشتغل كده، كل الناس افريقيا، عايز اقول لك افريقيا بتشتغل. احنا دايما لوائحنا متاخره ممطوطه،
يعني عارف تاخد وتدي معاها كده، يعني مثلا مره يعني عايز مثلا تاخدها لصالحك اوكي، عايز تاخدها ضدك اوكي تمام. انا بسال سؤال بس، يعني سؤال، انت النهارده بتكتب في اللائحه، ودي لائحه داخليه خلاص، زي يعني كل اتحاد وبنيو ده لائحه داخليه مزبوط. هي اللي بتنظم المسابقه بتاعته. يا كابتن انا النهارده بتقول 6 نقاط ماشي، ايه اخر الموسم يتقسم 6 نقاط؟ طب فرق يعني ايه الفرق؟ هل ممكن انا بتكلم جد والله العظيم، امر مضحك جدا بالنسبه لي. انا عايز اعرف يعني في دوله القانون ولا مش في دوله القانون؟ اكيد طبعا في دوله القانون يا كابتن، دوله تطبق فيها التشريعات اللي هي موجوده تجاه طبيعي. اي لعبه او تجاه طبيعي. اي ولا هو يعني الطبيعي. مش فاهم الطبيعي. ولا هو احنا النهارده احنا مش عارفين مين اللي ممكن يطبق القانون ده والتشريع ده. طب يا كابتن قدام في ناس قاعده على الكراسي مسؤوله اليومين دول عندك لغايه شهر يوليو انها تطبق القصه دي كلها من غير دوشه ومن غير اي حاجه. صح، انت تشوف اللي حصل النهارده ايه وتطبق القانون فيه. طيب خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب برضو نعرف النادي الاهلي بيعمل ايه في ملعب المباراه. طبعا بعد ما انهى الحكم الليتواني المباراه بعد انسحاب نادي الزمالك من امام النادي الاهلي، فاروق اتفضل. كل التحيه مجددا ليك يا كابتن اسلام وللكابتن شريف عبد المنعم وللكابتن احمد بلال. عقد اطلاق حكم اللقاء جد ميناس اسافرته معلن نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي وانسحاب نادي الزمالك امام النادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك يا كابتن اسلام تقسيمه عملها مستر ريني فايلر، ويعني اعتقد يا كابتن اسلام التمرين كان يعني في اللي احنا شايفينه دلوقتي في ارض الملعب كانت اقوى بكثير جدا من المباراه وانك تواجه نادي الزمالك. مران قوي جدا، تقسيمه قويه جدا عملها مستر ريني فايلر ما بين فريقين، يعني في الاثناء والوقت اللي بكلم حضرتك فيه حاله من التالق من علي معلول والتفاهم والانسجام ما بينه وما بين ولا لو زعت لنا الماتش ده هيبقى حلو برضه. نعم يا كابتن اسلام. بقول لك لو زعت لنا الماتش ده هيبقى حلو يعني. يعني ممكن ازيدك يا كابتن اسلام التقسيمه اللي شغاله دلوقتي شايف زي ما بقول لحضرتك في تالق، وهذه تمريرات مره ثانيه من الكابتن من اسلام الوليد اللي محمود متولي الجانب الايمن لمحمد مجدي قفشه. قفشه هيلم ويعدي يعلق يلعب في العرضيه، لكن التغطيه الدفاعيه والتالق من ايمن اشرف زي ما بقول لك يا كابتن اسلام، يعني تقسيمه قويه جدا ما بين لاعبي النادي الاهلي ومستر ريني فايلر والجهاز المعاون فضل ان يكون في تقسيمه بهذه القوه ما بين الفريقين. زي ما قلت لك في تالق من جانب وليد سليمان ومع علي معلول مع حسين الشحات مع ايمن اشرف ومحمد مجدي قفشه، ايضا علي لطفي ومحمد شناوي شاركوا كجزء من في التقسيمه يعني كلاعبين في ارض الملعب. شفنا محمد شناوي كان بيلعب بجوار محمود متولي. خليني برضه اقول لك من النقاط المهمه جدا مستر ريني فايلر حريص انه يكون في مؤتمر صحفي لمستر ريني فايلر يا كابتن اسلام عقب انهاء انتهاء التقسيمه اللي انتهت حالا يا كابتن اسلام. انا بكلم حضرتك تقسيمه تم انتهاء التقسيمه لان النادي الاهلي خلاص بتتوجه لغرف خلع الملابس. مستر ريني فايلر هيكون متواجد في تمرين في المؤتمر الصحفي، يعني هيبقى ليه حديث مع الزملاء الصحفيين والاعلاميين. النقاط المهمه جدا ايضا يا كابتن اسلام النادي الاهلي هيستانس مرانو غدا تمام الساعه 1:30 ظهرا من اجل الاستعداد لملاقات فريق صن داونز. خلاص طولنا الصفحه، قفلنا صفحه مباراه الانسحاب امام نادي الزمالك في انتظار المباراه القادمه ان شاء الله امام فريق صن داونز. زي ما قلت لك دلوقتي يا كابتن اسلام خلاص لقيت النادي الاهلي دلوقتي بتتوجه الى غرف خلع الملابس، هيكون في مؤتمر صحفي لمستر ريني فايلر خلال الدقائق مع الزملاء الصحفيين يا كابتن اسلام. طيب يا ريت تقولوا لنا برضو ماذا قال ريني فايلر عن هذه المباراه بعدما يتم المؤتمر الصحفي. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. بلال كنا بنتكلم عن حال كره القدم المصريه خصوصا، خلينا بقى نتكلم لائحيا اكتر وقانونا اكتر خلال الفتره اللي جايه علشان برضو يبقى معانا. من المفترض ان 3 نقاط اللي هم اللي خسرهم نادي الزمالك النهارده بعد انسحابه من امام النادي الاهلي و6 نقاط في نهايه الموسم. بص يا كابتن اسلام خلينا بس نتكلم الاول نثني على قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. تمام، ليه بنثني على قرارات مجلس اداره النادي؟ مش عشان احنا برضو يعني في القناه او عشان احنا مثلا اولاد النادي، يعني ده وضع طبيعي، لكن في الاصل النادي الاهلي اتغلب السوبر، النادي الاهلي عوقب عقاب من وجهه نظر الشخصيه انا كاحمد بلال ظالم جدا على النادي الاهلي، ومع ذلك برغم من كده الاهلي لما يتاخر عن موعد المباراه راح في ميعاده، التزم باللائحه، تمام، كان في انضباط، اللعيبه موجوده في الملعب لحين صافره الحكم. فانت النهارده بتتعامل كمنظومه بتحافظ الاول على اللوائح اللي اتحطت، بتحافظ على القرارات اللي اتخذت من قبل اللجنه الخماسيه، تمام، بتحافظ على قيمتك كنادي اهلي. انا القيمه بتاعتي تمام بحاول بحافظ عليها، تمام،
بتحافظ على الشكل العام شكل مصر، لان ده وضع طبيعي جدا. يعني ان انت النهارده انت برضو بلد، احنا كنادي اهلي بتحاول تحافظ بشكل بقدر كبير على وضع مصر وشكل مصر في الاول وفي الاخر. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا وانا جاي في الطريق يعني في ناس بتكلمني من الامارات قاعدين بيتفرجوا على الماتش او مستنيين يتفرجوا على الماتش. تمام، انت النهارده كنادي اهلي لانك انت جزء من يعني انت مؤسسه كبيره، جزء من مصر، ما انت مش براها. يعني ده كره القدم يعني بتعبر بشكل كبير جدا عن احوال البلد. فانت النهارده كنادي اهلي بتحاول بقدر الامكان تظهر في الاول وفي الاخر ان انت طرف اصيل بيحب البلد دي، وبيحاول ان هو بقدر الامكان يحافظ على شكلها ويحافظ على قيمتها. هو ده النادي الاهلي. تمام، كون ان انت بتحافظ على لوائح كابتن، كون انت عايز تخلي شكل البلد محترم بالنسبه لك. أيوه. النهارده انت رحت الاستاد، عملت اللي عليك، حضرت باللعيبه الاساسيه بتاعتك، وده ونحط عليها يعني تحتها 1000 خط. النهارده الاهلي حضر باللعيبه الاساسيه المفترض انها كانت هتلعب المباراه. تمام، يفاجئ النادي الاهلي، او احنا مش متفاجئين ولا حاجه، احنا مدركين كله تماما ان نادي الزمالك مش هيروح النهارده. تمام، وان الاقاويل وما قيل وما قال قبل المباراه ان نادي الزمالك مش هيروح الماتش، ولو راح هيلعب بنشيل وما الى ذلك، وكان في سيناريوهات كثيره جدا اتقالت قبل المباراه. فكون ان انت بتعمل الكلام ده كابتن اسلام مش عشان خاطر بس انك تاخد الثلاث نقاط. تمام، سمعه مصر اهم من الثلاث نقاط. يعني احنا النهارده بنتكلم على سمعه بلد كبير، اهم من الثلاث نقاط، واهم من الدوري العام، واهم من كل شيء. فانت بتحاول بقدر الامكان تحافظ على السمعه دي، تحافظ على شكلك العام قدام كل الناس اللي بتتفرج عليك. فبالتالي هو ده قيمه النادي الاهلي. عشان كده بقول لك احنا بنشكر مجلس اداره الاهلي انه بالفعل تمام التزم بالقوانين، التزم باللوائح، التزم بشكلنا العام قدام كل العالم العربي اللي بيتفرج عليهم، حتى في اوروبا كمان ناس بتتفرج علينا. هيبقى كان شكلنا وحش جدا يا كابتن اسلام. اللي بيحصل ده اللي حصل من 4-5 ايام في السوبر اللي كان في الامارات، حاجه الحقيقه مسيئه جدا، مسيئه لشكل مصر. سيبك بقى من الكوره، وسيبك من الثلاث نقاط، وسيبك من بطوله السوبر، وسيبك من الحاجات دي كلها. انا بتكلم على الاساءه نفسها، عيب ما يصحش الكلام اللي بيحصل ده يا كابتن اسلام. يعني اتمنى ان شاء الله لاحيا اللائحه تتطبق تمام بحذافيرها. اتمنى يبقى في عقاب، اتمنى يعني زي ما قال اسامه قلت من شويه، وكان الكباتن الكبار قالوا من شويه، ان انت يبقى في يعني جزاءات حقيقيه. يعني ما ينفعش التسايب اللي احنا فيه ده. يعني تمام كابتن شريف، خلينا بقى ننظر للمرحله القادمه. الحقيقه احنا مش هنتكلم اكتر عن هذه المباراه، لانها بالتالي هي انسحاب لنادي الزمالك امام النادي الاهلي، وعشان كده خلينا بقى نتكلم فيما هو قادم. المباراه وانتهت، انسحب نادي الزمالك، هو حر. ولكن المشهد اللي احنا شايفينه ده، هذا المشهد الحقيقه لا يليق بكره القدم المصريه. خلاص اتكلمنا في هذا الموضوع، خلينا بقى نتكلم في سان داونز. عندنا مباراه مهمه ان شاء الله يوم السبت القادم، مباراه ينتظرها كل عشاق النادي الاهلي. اعتقد النادي الاهلي من التدريب حتى اللي بيعمله في الاستاد دلوقتي هو البدايه للتحضير، او يعني انا مش عارف يعني اذا كان في استعدادات نفسيه واي حاجه هم كانوا عاملينها، مش عارفين هيلعبوا مين. الحقيقه هيلعبوا النهارده الناشئين، هيلعبوا الفريق الاول. هم كانوا بصدد اعداد تدريبي ونفسي ومعنوي لمباراه نادي الزمالك. هم واخدين الشكل جديا، واخدين ان ما حدث في ابو ظبي والكلام من ده غير مسؤول او غير مفهوم. النادي الاهلي في طريقه نحو بطوله افريقيا، ومفيش حد هيخليه يطلع بره الطريق بتاعه او التخطيط بتاعه. مش جديد على النادي الاهلي ان هو بيحضر فرقته لاي مباراه، اذا كانت في الدوري او في بطوله افريقيا. هو استعدادات واحده، تركيز واحد، شكل واحد، شكل فني بيشتغل عليه، شكل اداري، شكل كل حاجه. اللعيبه كلها مركزه، خاصه يمكن ربى ضره نافعه المباراه اللي احنا خسرناها بضربات الحظ دي، هتكون اكبر دافع لينا ان احنا نكون بنعمل شكل تاني في الملعب، بنعمل احساس تاني، بنقدم للجماهير حاجه تانيه خالص فوق الامكانيات بتاعتك والفرديات بتاعتك. في روح هتبقى قويه جدا لحساب جماهيرهم الحقيقه، لحساب ناديهم، لحساب شخصهم نفسهم. عندنا لعيبه كتير قوي السنه دي لو خدوا بطوله افريقيا باذن الله يعني هيكونوا عملوا انجاز غير عادي. انا بالنسبه لي ما عنديش اي حاجه، المتضرر اي حد بيبقى واقف جنبي بيتفرج عليا ومش قادر يعمل زيي، هو ده المتضرر الحقيقه. المتضرر دلوقتي اللي هو يعني قدام الناس كلها المفروض عنده مباراه زيه، هنشوف شكله هيبقى عامل ازاي في المباراه اللي جايه. يعني مطلوب منه كمان ان هو يبقى اقوى من اي وقت تاني، فما بيسمحش نفسيا لنفسه ان هو يحط نفسه في البؤره دي. لو قدر الله جرى له حاجه ولا بتاع هيبقى شكلها مش شكل كويس قوي. انما احنا بنبحث دايما على النادي الاهلي فقط، النادي الاهلي هو اللي بيلعب بطريقته باسلوبه
واللي معودنا عليه، ويملك الحمد لله من الامكانيات واللعيبه اللي هي تقدر تنزل بالروح اللي انا شايفها الفتره اللي فاتت دي، حتى بعد المباراه الاخرانيه شايف تدريبات على اعلى مستوى، شايف لعيبه عندها شكل مش تحفزي بس، لا شكل يمكن زاد عندهم التركيز والاحتفاظ بمكانتهم للبطوله بتاعت افريقيا. فباذن الله يكون على حسن ظن الجميع في هذه المباراه الجايه ويعملوا سكور كويس قوي، نعدي باذن الله سان داونز، ومباراه تثبت حقيقه النادي الاهلي في هذا الوجود، وبعد كده نشوف اللي جاي باذن الله. انا الحقيقه مش فارق معايا الحقيقه موضوع السكور، انا فارق معايا ان انا بعد يوم 6 او 7 اكون صعدت الى دور باذن الله باي نتيجه. باي نتيجه. خلينا نكمل كلامنا، لكن خلينا نطلع فاصل و طيب هنحاول نجيب دلوقتي ايضا لغايه لما يجي لنا زميلنا من الملعب برضو كابتن بلال، واحنا بنتكلم برضو عايزين نعرف يعني وجهه نظرك فيما هو قادم في النادي الاهلي، مباراه في غايه الاهميه ينتظرها كل جمهور النادي الاهلي. عندنا الحقيقه يمكن انا برضو من الحاجات المهمه جدا يا كابتن اسلام ان احنا لما يبقى في مباراه كابتن شريف ان احنا بنحاول نستعد بقدر الامكان للمباراه اللي جايه اللي بعديها. يمكن انا عايز اقول لك ان اعتقد ان مستر فايلر لعيبه النادي الاهلي يعني بعد النهارده هيقفلوا صفحه الدوري العام بشكل كبير، لان هيبقى عندنا مباراتين مهمين جدا جدا، مباراه الذهاب ثم مباراه العوده. فريق كبير سان داونز، فريق محترم، فريق يعني مصنف من الفرق اللي ممكن تحصل على بطوله دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي طبعا والانديه المصنفه. الاجواء صعبه، الاجواء صعبه الفترة اللي فاتت، في شحن كتير جدا، محتاج شغل نفسي كتير من مستر فايلر للعيبة، محتاج شغل تحفيزي كبير جدا جدا جدا. انت خرجت من بطولة السوبر كنت الافضل، انا من رايي من وجهة نظري الشخصية لو انا المدير الفني للنادي الاهلي هجيب مباراة السوبر بتاعت الزمالك كابتن اسلام وافرج للعيبة عشان كل اللعيبة عشان اللعيبة تعرف قد ايه احنا كنا افضل من الفريق الخصم في المباراة اللي فاتت يا كابتن. ده جزء من العامل النفسي الجيد اللي ممكن يشتغل عليه مستر فايلر. انا اتغلبت السوبر ولكني كنت الافضل في المباراة، يعني ما ناخدش السيء بتاع الماتش بس ونبتدي نحطه وهو ده اللي نرتب عليه، لا احنا ناخد الافضل اللي كان في المباراه. افضل شيء قدمناه كابتن اسلام هو كان ادائنا الجيد في مباراه السوبر، ده اللي يدينا الثقه والحافز المباراه اللي جايه. اتغلبت ركلات جزاء، قدر الخصم ان هو ياخدك لمنطقه هو عايز يشتغل عليها اللي هي منطقه ركلات الترجيح او ركلات الحظ زي ما بيقولوا، ولكن الاهلي كان الافضل في المباراه اللي فاتت بكل المقاييس بكل الارقام. كان الاهلي النادي الاهلي افضل، وصل اكتر من نادي الزمالك بشكل كبير، اضعنا فوز بالنسبه لي انا شخصيا كان فوز سهل بالنسبه للنادي الاهلي. فانا بشوف ان انت عندك يمكن 4-5 ايام تشتغل عليهم لحد يوم 29، تشتغل نفسيا مع اللعيبه، خاصه بالشغل بدني، تشتغل فني وتشغل جزء كبير نفسي يعني مع اللعيبه عشان يوصل اللعيب لمباراه سان داونز وهو نفسيا جاهز للقاء وفنيا ايضا جاهز للقاء. طيب خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ نشوف هيقول لنا ايه عن ما حدث اليوم. خلينا نروح نشوف زميلنا فاروق صلاح ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ. كل تحيه ليك يا كابتن اسلام وللكابتن شريف عبد المنعم وللكابتن احمد بلال، معي في هذه الاثناء نجم النادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، قبل ما اتكلم على التقسيمه، ايه رايك في المباراه؟ يعني خليني اقول بس في تعليمات من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب للجهاز الفني والاداري واللعيبه، ممنوع منعا باتا الكلام عن المباراه لا في التلفزيون ولا تصريحات ولا سوشيال ميديا ولا اي حاجه خاصه بيك خالص، سواء كان صفحتك على الفيسبوك او ايا كان في وسائل التواصل الاجتماعي، ممنوع لاي حد في الجهاز كله، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، اللعيبه. بلغت الكلام ده للعيبه بعد اللقاء او بعد ما قبل التمرين مباشره، ممنوع اي لعيب يدخل مداخله ولا ممنوع اي لعيب يدي حق على اللقاء، وممنوع اي لعيب يتكلم عن اللقاء، ممنوع اي لعيب يلمح للقاء، ممنوع اي حد في الجهاز الفني، ممنوع للجهاز الاداري، ممنوع لي انا شخصيا، ممنوع للمدير الفني، ممنوع اي حد يتكلم عن اللقاء. فلو عايزين نتكلم هنتكلم على مباراه سان داونز على طول. ممنوعات كتير يا كابتن، نروح لمباراه سان داونز، قول لي استعدادنا للقاء ازاي وشايف المباراه ازاي؟ دي تعليمات رئيس النادي لازم تنفذ بالتاكيد. يعني سان داونز يعني مباراه مهمه جدا، مباراه تقيله جدا في الكوره، ان شاء الرحمن باذن الله نكون قدها وفي ميعادها. مباراه هتبقى قويه جدا على الملعب ده وعلى الاستاد ده، جمهورنا مازرنا، جمهورنا معانا، كل انا متاكد ان شاء الرحمن هنعمل كل ما في وسعنا، ان شاء الرحمن كل نقطه عرق يعني محدش هيبخل عليها ابدا، ان شاء الرحمن هنرجع من بريتوريا من جنوب افريقيا باذن الله ببطاقه التاهل باذن الله، ان شاء الرحمن باذن الله يبقى لنا نصيب في البطوله دي باذن الله تعالى. يعني
كابتن سيد دايما في كلامك ورهانك بيبقى على شخصيه لعيبه النادي الاهلي، وشخصيه لعيبه النادي الاهلي مش هقول بتظهر في اوقات معينه، لا بتظهر في كل وقت. لعيبه النادي الاهلي سريعا تجاوزت مرحله وبنركز في مباراه سان داونز، شايف ان هي مباراه بتحكمها وجود جمهور النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي؟ بالتاكيد، وبكره ان شاء الرحمن 12:30 اول استعدادنا للقاء، 12:30 في مختار التتش، او النهارده على استاد القاهره كان اول استعدادنا للقاء. بكره باذن الله ان شاء الله الرحمن هيبقى الساعه 12:30 ميعادنا في التجمع، يعني ما عندناش تفكير وما عندناش كلام وما عندناش اي حاجه نفكر فيها ولا اي حاجه نبص لها ولا اي حاجه نتكلم فيها غير مباراه سان داونز ان شاء الله. المباراتين مش المباراه واحده، لكن الاول في الشوط الاول اللي هو على استاد القاهره، والشوط الثاني هناك، يعني نعدي الشوط الاول اللي هيبقى على استاد القاهره باذن الله، ثم مباراه بريتوريا اللي هي حسابات ثانيه ان شاء الله. وجود الجمهور النادي الاهلي في هذا اللقاء، وواحد من نجوم النادي الاهلي وواحد من يعني افراد الجهاز الفني اللي عاش مراحل سعيده جدا مع الجمهور، رسالتك اللي تقولها لجمهور النادي الاهلي وجوده هيكون مؤثر خصوصا على استاد القاهره؟ يعني مش انا اللي هتكلم على جمهور الاهلي ولا هقول له هتقول لي، انا عارف كويس قوي ان ال 30,000 ولا اللي هيزيد عن كده في استاد القاهره ان شاء الله الرحمن عارفين عايزين ايه من اللقاء، وعارفين كويس قوي بيأزروا لعيبتهم ازاي ويشجعوا لعيبتهم ازاي. ان شاء الله الرحمن باذن الله نبقى فرحانين كلنا ببطاقه التاهل باذن الله، ونواصل مشوارنا وطريقنا في البطوله التاسعه باذن الله لينا ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله الرحمن باذن الله تكون لينا. سيد، يعني بعض الجماهير الجميع بيسال على اخر مستجدات الاصابات، اصابات لعيبه النادي الاهلي، عايزين نعرف مين اللي هيكون موجود معانا ان شاء الله من اللعيبه المصابين في مباراه سان داونز. يعني رمضان خلاص يعني بشكل ان شاء الله الرحمن يعني نهائي هيبقى معانا بقى ان شاء الله، يعني حسابات الفنيه دي راجعه لفايلر ان شاء الله الرحمن يكون معانا في الميعاد باذن الله. هو دخل معانا بشكل يعني مش كامل بشكل نهائي يعني، لكن النهارده وبكره او امبارح والنهارده كان في المراحل الاخيره بالنسبه له في الحته اللي يخش معانا بشكل كامل ان شاء الله. بكره هنشوف الوضع عامل ازاي، لسه عندنا 4 أيام على اللقاء او 5 أيام على اللقاء باذن الله، يكون مستعد كويس رمضان صبحي باذن الله. سيد، كواحد من نجوم النادي الاهلي وطبعا اتعودت في النادي الاهلي ما بيفرقش معايا هلاعب مين، والفريق بيدور على بطوله بيبقى هدفه ان انا البطوله، مش هيفرق معايا، اكيد كنت على الجانب الشخصي بتتمنى مواجهه فريق سان داونز بعد كتير جدا من لعيبه النادي الاهلي كان بيتمنى مواجهه فريق سان داونز، اعتقد هي رساله قويه جدا. ما تحسبش كده، انا بروح للحاله اللي انت فيها او للمرحله اللي احنا فيها، 8 فرق اقوى جدا اقوى جدا، فخلينا نتكلم بقى على القرعه. القرعه جابت لنا سان داونز خلاص، جات لنا الترجي خلاص، جات لنا مازيمبي خلاص، جالا اي فرقه انت مستعد ليها يعني وهتقابلها في المشوار يعني، خلينا بس نركز فيها بشكل كويس قوي سان داونز، وان شاء الله الرحمن نكون في الميعاد وفي الموعد باذن الله. فيما يخص بقى التصريحات اللي طالعه من هناك وفلان مصاب وفلان مش مصاب، اعتقد ان السنه اللي فاتت اتكلمنا في التصريحات دي عبره، فخلينا نركز احنا في حالتنا، نركز في قوتنا، نركز في حماسنا، نركز في فعالياتنا، وان شاء الله الرحمن ربنا يدينا باذن الله ونحقق نتيجه كويسه. كابتن سيد، يعني قبل ما اقفل صفحه مباراه سان داونز اللي هي الاولى، خلينا عايز اسال في نقطه مهمه جدا في المباراه الثانيه، هل تم الترتيب ان احنا نسافر، هيسافر يتم السفر بدري شويه عن موعد اللقاء ان شاء الله؟ يعني هنسافر بدري، هنسافر يوم واحد كمان، يعني هنكون هناك في بريتوريا باذن الله يوم 2 هناك باذن الله، الماتش يوم 7 يعني، واحنا مسافرين بدري شويه عشان حته الاكسجين وكده ان شاء الله الرحمن باذن الله نستعد كويس قوي. هي على مرحلتين، مرحله في استاد القاهره ومرحله في بريتوريا، ان شاء الله الرحمن المجموعه الاثنين اللي صلحنا باذن الله. كابتن سيد، يعني انا مش عايز اعقب على اي شيء، كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من افراد المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي، عنده تعقيب على صوره اخيره في مشهد النهارده؟ زي ما قلت لك في تعليمات جايه من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ممنوع اي حد يتكلم عن اللقاء، ممنوع اي حد يتناول اللقاء، ممنوع اي لعيب يسجل او يدخل في مداخله او يعمل حاجه على السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي اللي هو فيسبوك والحاجات الثانيه انا ماليش فيها والله خالص، ما عنديش حاجه، مع ان في حاجات مكتوبه باسم لكن انا مش انا خالص ده يعني، لكن في تعليمات زي ما قلت لك للجهاز الفني والاداري واللاعبين من كابتن محمود الخطيب، ممنوع منعا باتا حد يتكلم عن اللقاء ولا يتناوله في اي وسيله اعلاميه. خلينا يعني النهارده مستعدين، انا جمعت الفرقه بعد صفاره الحكم على طول وقلت لهم الكلام بتاع كابتن محمود الخطيب، وقلت لهم كمان ان لازم نقفل الصفحه خالص ونتكلم في نتكلم في سان داونز، نتكلم في فعاليات سان داونز، نتكلم في مباراه سان داونز، نتكلم في مدى رغبتنا وحماسنا احنا وجمهورنا وادارتنا لعبور اللقاء باذن الله. شكرا ان شاء الله في مباراه سان داونز ونبارك ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن اسلام، كلام مهم ولقاء مهم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، قال فيه الكثير من الامور. نقول مبروك للنادي الاهلي على الفوز النهارده على فريق نادي الزمالك في القمه 119، ارتفاع رصيد النادي الاهلي للنقطه رقم 48، يغرد دايما النادي الاهلي في القمه منفردا. هنبدا من جديد يا كابتن اسلام، صفحه جديده ومباراه جديده، مباراه سان داونز نبدا الاستعداد ليها اللي بدا استعدادنا ليها من النهارده، من التقسيمه النهارده اللي كانت على ارض استاد القاهره. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، مباراه مهمه جدا ننتظر
ينتظر وجود جمهور النادي الاهلي اللي هيكون هو العامل واللاعب رقم واحد للنادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي في مشواره. كابتن اسلام كلمه تعود اليك مره اخرى. كان زميلنا فاروق صلاح. الحقيقه انا بس عايز اعلق اخيرا على هذا الموضوع، موضوع ان كابتن محمود الخطيب من خلال الفتره القادمه بعدم الكلام في هذا الموضوع. اعتقد كابتن شريف وكابتن بلال درس جديد في الاداره. تاني كان سابك بقى تتكلم وتعمل وتفرح وتتبسط وتقول الكلمتين وتعمل مداخلات في كل القنوات ومش عارف ايه والكلام اللي حضراته على حاجه. انا زعلانين ولكن صحيح، ولكن درس جديد في الاداره بيعطيه مجلس اداره النادي الاهلي فيما هو قادم، لانه احنا عندنا مباراه مهمه جدا ان شاء الله يوم السبت، وبالتالي اتقفل الموضوع الان ومن بكره ان شاء الله هنبدا نتكلم فقط على مباراه صن داونز. أكيد يعني دايما الأهلي عنده قيم ومبادئ وأسس بيمشي وراها كابتن إسلام وبيتبعها، وده نهج النادي الأهلي وده اللي خلى النادي الأهلي في المكان اللي احنا موجودين فيها في الوقت الحالي. وأنت من شوية اتكلمت قلت يعني احنا بنفكر ازاي، احنا دايما بنفكر ستيب 2، بنفكر لقدام، بنفكر هنعمل ايه، اللي جاي ايه. خلاص النهارده احنا قلنا الحكم صفر، خلاص الراجل هيبتدي يشتغل على المباراة اللي جاية، هيشتغل نفسيا وهيشتغل فنيا. سمعنا سيد عبد الحفيظ وهو بيتكلم يعني بيقول لك خلاص ان الصفحه بالنسبه لنا اتقفلت، مباراه القمه اتقفلت بالنسبه لنا. 3 نقاط في الدوري العام حصلنا عليهم، بقوا انضموا للنقاط لاخواتهم في النقاط يعني تمام، بقوا 48 نقطه اعتقد. والفكر في اللي جاي، الاهم بالنسبه للاهلي هي البطوله الافريقيه من وجهه نظر الشخصيه. خلاص اعتقد احنا في الاستوديو بنقول ان الدوري انتهى، في الاستوديو هم في الملعب بيقولوا لا ما انتهاش، الى ان يتم انتهاء الدوري فعليا، لكن احنا في الاستوديو انتهى خلاص، ده وضع طبيعي يعني. فالاهلي دايما بيبص لقدام، اللي قدام هو بطوله افريقيا بالنسبه له، بطوله افريقيا اللي هيبتدي يشتغل على المدير الفني ويشتغل على اللعيبه ويشتغل على مجلس الاداره ويشتغل عليها كمان كل جمهور النادي الاهلي. احنا زعلانين ان احنا ما لعبناش الماتش ده، لان كان نفسنا نلعب وكان نفسنا نقدم مباراه كبيره كابتن، كان نفسنا نكسب تمام. مش هقول رد اعتبار لان احنا الحمد لله ما اتغلبناش وما تهناش في المباراه اللي فاتت، لان ركلات الجزاء ده وضع طبيعي، حد بيكسب يعني اللي بيعرف زي ما بيعرفش، وطبيعي لما بتتساوي الكف يعني لما بتوصل لركلات الجزاء يا كابتن ما فيهاش بقى مين كان افضل في المباراه، مالهاش علاقه بالكلام ده خالص، من الاكثر معنويا، اللي معنوياته عاليه هو اللي بيكسب. فطبيعي الاقل فنيا لما بيوصل لركلات الجزاء هو اللي معنوياته بتبقى عاليه. عشان كده كسب نادي الزمالك المباراه اللي فاتت. مبروك للاهلي 3 نقاط، وان شاء الله اللي جاي باذن الله في مباراه صن داونز يكون الافضل للاهلي. كابتن شريف اخيرا اللي عايز تقول اخيرا كده. الخبره بتحكم اللي احنا فيه ده كله. النادي الاهلي بالنسبه للدوري العام باستثناء الدوري اللي فات يعني احنا كسبناه بشكل جميل جدا، اثبت حقيقه النادي الاهلي قبل كل الدوريات دي يا كابتن اسلام. احنا دايما وابدا بنكسب الدوري قبلها ب5-6 اسابيع الحقيقه، والفرق كلها بتبقى بتحارب على مين يبقى موجود في الشكل الثاني والثالث والرابع، بورة الضوء اللي بيتكلموا عنها. ألف مبروك النادي الأهلي النهاردة برضو، كل ما نتمناه، كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة الجاية، ودي مباراة بالنسبة لنا احنا مهمة جدا، مهمة على جميع الأشكال والوجوه يعني. إن شاء الله لما هنكسب بإذن الله المباراة الجاية ونعدي للدور اللي بعده، هو ده الخط وهو ده الطريق اللي احنا من اول السنه بنبحث عنه. صح. بالمدرب العظيم اللي جه، بالاداره اللي وفرت كل حاجه للاعبين، باللاعبين المركزين واللاعبين اللي حصل بينهم روح وحب والفه، فده يبقى ان شاء الله نتيجه كل اللي احنا فيه في المسار الصحيح ده. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن شريف، شكرا جزيلا يا كابتن بلال على وجودكم معانا النهارده. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل اخيرا كابتن ناصر عباس علشان برضو يكلمنا عن قانونية ما حدث في مباراة اليوم ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك بعد أن ألغى حكم المباراة هذه المباراة بعد انسحاب نادي الزمالك. هطلع فاصل، وبعد الفاصل كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس، برضو نتكلم عن ما حدث اليوم. كابتن ناصر ازي حضرتك؟ ازيك كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ طيب النهارده الحقيقه كان موقف قد يكون غريب شويه، ان انت المباراه الساعه 7:30 تم تاخير بدايه المباراه للساعه 8:30. من المفترض قانونا او لائحيا ان يتخذ هذا القرار؟ اولا كابتن اسلام، الحكم ليس له دور في ان هو يؤجل المباراه، والحكم بيلتزم باللائحه اللي موجوده
وهي لائحه الاتحاد المصري في كل المباريات اللي موجوده، وهي ان المفترض ان لو المباراه الساعه 8 او 7 ونص هو بينتظر ال 20 دقيقه اللي تبقى للائحه. نعم. ده في الظروف العاديه، ودوت اللي تم تبليغ بيه الحكم قبل المباراه ان هو في حاله عدم وصول الفريق بينتظر 20 دقيقه وبعدين بينهي المباراه. اللي حصل طبعا ان زي ما قلت لحضرتك هو لا يملك ان هو ياجل المباراه ساعه، ولكن ده بيبقى قرار من اتحاد الكره، خاصه لجنه المسابقات بتتواصل مع لجنه الاتحاد الكره، وهم اللي اختاروا تاجيل المباراه ساعه نتيجه الظروف اللي هي الغير قاهريه، طبقا لما هم قالوا على اساس ان اليوم كان فيه مطر وكان فيه طريق وكان فيه احداث وكده. وبالتالي هو هنا اللي انا عايز اوضحه، لان في البعض قال ايه؟ البعض قال ان الحكم هو اللي خد القرار بالتاجيل ساعه وبعدين انتظر 20 دقيقه وبعدين هو اللي صفر بعد كده بانتهاء المباراه. لا، اللي خد القرار هو اتحاد الكره بالتاجيل ساعه، وده من حقه طبقا للظروف اللي هي القهريه. ولكن خلينا نتكلم بامانه، يمكن كان في بعض الاحداث اللي حصلت قبل كده في مباريات اخرى، كان هناك ايضا يعني كان لسه في مداخله من شويه كان الكابتن وليد وهويدي بيتكلم، المفترض اللائحه تمشي على كل الانديه كابتن اسلام، الساعه بتتاخد نتيجه الظروف القهريه وليس من حق الحكم ان هو ياخر المباراه ساعه. تمام. الحكم مش هو اللي اخر، اتحاد كره القدم هو اللي اخر، او لجنه التي تدير الاتحاد هي اللي اخرت المباراه لمده ساعه، بعدها قعد ثلث ساعه وانا الحكم. بالظبط كده، هو قانوني. بالظبط كده هو بيحصل كابتن. هو كمان في حاجه مهمه جدا، لان كمان هو المفروض يعمل يشيك على البطاقات اللي هي الخاصه ببطاقات اللاعبين، بيشيك على اللاعبين. طبعا الكلام ده كله بيتكتب في السكور شيت اللي هو تقرير المباراه، الكلام ده كله بيكتبه الحكم، وبعدين بعد ال 20 دقيقه اما هو بيصفر بانتهاء المباراه بيكتب تقرير ان هو انتظر المده القانونيه. الكلام ده حتى موجود حتى في مباراه الدوري الممتاز، سواء الممتاز ب او الممتاز الف او حتى القسم الرابع او القسم الثالث. احيانا في مثل هذه الظروف في فرق كثيره بتيجي نتيجه التاخير، نتيجه المواقف، ولكن هو بيكتب التقرير وبيرفعه للجنه المسابقات. وهنا لجنه المسابقات هي كابتن اسلام هي اللي بتاخد القرار في طبقا اللوائح اللي موجوده، سواء كانت هي بتدي المباراه بتعتمد النتيجه او بتخصم النقاط اللي هي موجوده. لائحيا او قانونا ماذا يحدث بعد ما حدث في مباراه اليوم؟ هو طبقا اللائحه زي ما حضرتك قلت، هو في اللي بيحصل كالاتي، ان طبقا لتقرير الحكم وتقرير مراقب المسابقات، هو زي ما احنا قلنا ويمكن الزملاء قالوا قبل كده، ان بيتم خصم طبعا اولا نتيجه المباراه، هو النادي الاهلي بيبقى فايز فيها 3 بونت، النادي الاهلي خدهم اوريدي، في 6 نقاط بيتم خصمهم من النقاط لنادي الزمالك في نهايه الموسم. دي اللائحه بتقول كده، اشمعنى في نهايه الموسم يا كابتن؟ ولا هي اللائحه كده؟ هي اللائحه محطوطه كده كابتن اسلام، وعاوز اقول حاجه ان هي ممكن كمان اصل ممكن تتكرر الواقعه دي تاني. يعني كابتن اسلام في حاجه مهمه جدا، يعني ممكن المباراه ديت يعني تتكرر او الفريق دوت يكرر المخالفه دي تاني، وبالتالي هو بيجمع هذه النقاط الى نهايه الموسم. دي اللائحه اللي موجوده في الاتحاد وبيتم تطبيقها طبعا على الكل. فمن المتوقع ان طيب هل لو اصل بيتقال مثلا ان نادي الزمالك الاتوبيس بتاعه تعطل ومش عارف ايه والكلام ده كله، هل ده ممكن يكون في اطار؟ كابتن اسلام هقول لك على حاجه مهمه جدا. اتفضل. هقول لك على حاجه، انا راقبت يمكن اخر ماتش راقبته كان ما بين الصفاقس التونسي والنجم الساحلي. ايوه. شوف هقول لك النظام ايه، يعني هقول لك على حاجه كده حضرتك هتستغرب، بس حضرتك اديني وقت بس اتكلم. اولا قبل المباراه بيجي على الميل عندك قبل المباراه ب 15 يوم، يجي لك على الميل تكليفك بالمباراه، وبعدين انت بتقول انا موافق او عندي ظروف، طالما موافق خلاص بيجي لك كمان على الميل التيكت بتاع التذكره، كان ده قبل المباراه ب 15 يوم يا كابتن اسلام. بيجي لك كمان على الميل المباراه انت هتوصل امتى وهتروح الفندق امتى وفي الاجتماع الفني ده هيتم امتى، كل هذه الامور بتبقى مرتبه من خلال الايميل بتاعك، من خلال التواصل مع الاتحاد الافريقي في كانك انت بالظبط موجود في البلد. بس ده الاتحاد المصري وليس الاتحاد الحاجه الفريق. التانيه هنا في رولز انت بتمشي بيها كابتن اسلام، يعني ايه؟ انت اولا بتروح قبل المباراه بيمشي الفريق بيمشي مع المنسق الامني، مع مراقب المباراه، مع مراقب الحكام، كل الكلام ده بيبقى قبل المباراه
تقريبا بساعة ونص. يعني بتبقى كل حاجة متحددة بالظبط. ليه المراقب الأمني بيبقى ماشي معاك أو الناحية الأمنية على أساس إن لو في مشكلة في الطريق أو هي كمان بتتواصل كمان وفي الميتنج ماتش بيبقى موجود الراجل ده معانا قاعد معانا وهو بيتفق على كل هذه التفاصيل. يعني عاوز أقول إيه، أنت بتبقى عامل حسابك قبل بداية المباراة إمتى تتحرك من الفندق، حتى لو في ظروف حتى في الطريق او 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 تبقى عامل حسابك لكل هذه الظروف. ده النظام اللي موجود في الاتحاد الافريقي، مفيش فيه هزار يا كابتن، بيلزمك انك انت توصل الملعب ده اتحاد الافريقي احنا في النادي احنا في الاتحاد المصري عاوزين نطبق الكلام ده يا كابتن اسلام. يعني هو بيقول لك انت تنزل الملعب تسخن، انت تخرج من الملعب، يعني دي كلها بالدقائق متحدده كده، في رولز موجوده انت حضرتك بتاخدها، امتى تدي الاسماء اللاعيبه للمنسق، امتى تبدا تسخن، امتى تخرج، كل هذه الامور موجوده في الكاف. واحنا نتمنى كابتن اسلام ان هي تكون موجوده عندنا. يعني ايه؟ يعني النهارده النادي بيروح المباراه، اولا المباراه بتبقى في نقل تلفزيوني، في ناس بتبقى موجوده، كل الكلام دوت بيبقى في الاخر خالص بيبقى في وش الـ 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 المؤسسه اللي هي او الاتحاد اللي هو بينظم المباراه. احنا بنتمنى حاجه مهمه جدا، ان يا ريت احنا نمشي في الناحيه التنظيميه، عندنا مشكله فيها كابتن اسلام. التنظيميه مهمه جدا جدا، والكلام ده يتقال لكل الفرق حتى كمان الحكام، لان ما ينفعش الحكم كمان يوصل المباراه متاخر، لان الحكم كمان ليه تجهيزاته، سواء كان بالتشيك على الفريقين، سواء ان هو بيسخن، كل هذا الكلام مفترض ان احنا يعني نتعلمه، مفيش مشكله، مش عيب ان احنا نتعلم يا كابتن اسلام، ولكن خلينا نقول ان النظام لما يكون في حاجه فيها نظام كويس الامور بتمشي بشكل جميل جدا جدا. اذا من المفترض ان يتم تطبيق اللائحة اللي بتقول ان يتم خصم 6 نقاط من نادي الزمالك في نهاية الموسم، وثلاث نقاط دلوقتي، يعني 9 نقاط بالظبط 3 دلوقتي و6 في نهاية الموسم، ويصبح النادي الاهلي فائزا بهذه المباراة بدون اي، دي اللائحة بتقول كده، اللائحة بتقول كده. تمام. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق خلال الفترة القادمة. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كنا مع حضراتكم من الساعة 5 تقريبا لغاية دلوقتي، كنا في انتظار مباراة النادي الاهلي ونادي الزمالك، سحب نادي الزمالك من امام النادي الاهلي. خلينا نشوف بقى، ومفروض قانونا ولائحيا زي ما بيقول الكابتن ناصر، نحن خلال الفتره القادمه 6 نقاط تخصم من نادي الزمالك في نهايه المسابقه، و3 نقاط حاليه بعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك، بعد احتساب فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك. من بكره ان شاء الله لن يكون لنا، او في الحلقه اللي جايه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم هكون مع حضراتكم، ما عندناش اي حاجه هنتكلم فيها غير مباراه سان داونز، غير الجمهور ودور الجمهور، ويجب ان يكون هناك الجمهور النادي الاهلي. يعني انا طبعا لا املي شيء، ولكن ان جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء، وهو ان شاء الله هيكون الدافع الاول في مباراه يوم السبت القادم امام سان داونز. بنقفل هذه الصفحه بما لها وبما عليها، وننتقل خلال الفتره القادمه، اعتقد ان كل برامج قناه النادي الاهلي هتعمل هذا الشكل، خلال الفتره القادمه كلها هيكون كلامنا عن مباراه سان داونز. كل الامنيات الطيبه للاهلي باستكمال مشواره في البطوله الافريقيه ان شاء الله اللي هيبدا في دور الثمانيه يوم السبت القادم. يا رب دايما التوفيق لنادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله هلتقي مع حضراتكم يوم الاربعاء وحلقه جديده من ملعب الاهلي.